السلام عليكم الشبيبة. وعليكم السلام الأخ سفيان. يا الله يا كريم. المهم الإخوة فقط اللي يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش، الموضوع حول الانتخابات الرئاسية، موقف نتاع المهاجرين المغتربين اللي راهم موجودين في الخارج، كيفاش ينظرهم الانتخابات الرئاسية، يا ترى يركزوا على المشاريع، يا ترى يركزوا على البرامج، يا ترى يركزوا على الأشخاص، كيفاش هما ينظروا للرئيس، وش هي المطالب نتاعهم، وش هي الطموحات نتاعهم، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية بشكل عام. راني فتحت لكم المجال، فيه بعض الإخوة اللي هما مرة على مرة يجوا يشوشوا، كاين الناس اللي هما ينشروا بعض الروابط، ما تضغطوش على الروابط، كاين مرات هو انه ناس يديروا فيروسات من خلال الروابط هذيك اللي ينشروها. ايضا فيه ناس يجيو يطيحوا الكلام من اجل دفع الناس، على اجل باش ينسحبوا. ما تردوش عليهم، خليوني راني معاهم ان شاء الله، راني نعرف هذه الاساليب تاعهم، ما تردوش عليهم. اللي حبي يجي يشارك مرحبا به. شوفوا ترى نبداو بخونا هذا الصالح بوقرة، ومن بعد نجي لك الاخ محمد. شوفوا، وعليكم السلام الأخ سامي، أخ جلال. جلال راك تبع، راك سهران، خليو الناس يرقدون بعد حنا نخرجوا. أخ صالح مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم وعليكم السلام، أنا نسمع فيك الأخ صالح، سي نور الدين. أنا نسمع فيك. أنا نسكن في فرنسا وراني نعم دوك حاليا في البلاد. نعم ما كانش اللي يروح يفوت، ما كانش اللي جان معنا راه والله ما كاين. كاين الكبار بالك يروحوا يفوتيو، مي لا بليبار دي جان ما يروحوش. علاه الأخ صالح؟ انا اللي عايش في لونتوراج تاعي نقول لك ما كانش، انا جامي فوتيت. علاش وش اللي هي بعثوا لي الأسباب اللي باسكو الانتخابات مزوره، ما كانش يابا ما كانش برامج، ما كانش مكان والو، كلش مخدوم. لعاب حميده ورشام حميده كيما يقولوا، اسمه فقدان الأمل هو اللي يخلي الناس ما تروحش. فقدان الامل، فقدان الامل. لان يبعثوا لي في لي ميساج باسكو لي مانسكرين الكل في الكونسولا يبعثوا لهم دي ميساج، ارواحوا تفوتيو ارواحوا، مين جامي يجي في ما كارت ولا راه تفوتيت ولا كاش. هذه هي، كاين الكبار هكذا لي فيو بالك يروحوا يفوتيو على جال الناسيوناليزم تاعهم وكلش، مي لا بليبار ما يفوتيوش. هذه هي. وكيفاش تشوف انت كمهاجر يعني ولا مغترب، كيفاش تشوف انت الانتخابات الرئاسية وهذا الكرنفال اللي راهم دايرينو؟ كيفاش تشوف يعني في حالة ما هذا الناس هما استمروا في هذا الغي نتاعهم وفي هذا الخشونة نتاع كارثة الرؤوس نتاعهم؟ كارثة 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 عظيمة. اليأس راه حكم الجزائريين، ما كان والو، إذا كملت هكذا ربي باقي يستر. هذا ما نقول، هذه وجهة نظري. إذا بقات هكذا راهي صعيبة بزاف، إيه، الناس ولكن راهي واش تموت في هو الحل؟ البحر، راهو
الحل لازم الناس يعني انت تفطن، كمغترب فهمت؟ كيفاش تشوف؟ ربما كاين ناس راهم مغتربين راهم يتبعوا فينا، لا سيما من الاخوه اللي راهم موجودين في كندا هاي وامريكا، لانه الاخوه اللي راهم موجودين في كندا، انا الجزائر ربما ضعف الخط نتاعهم، وربما الان راهو ثاني تقدم الوقت. هاي انا نسكن في فرنسا، ما كانش الناس حسب واش راني نشوف. انا ما كانش لي ليزالجيريان يقول لك بلاد راهي رايحه وربي باقي يستر، رانا نتبعوا في كلش. انا كي نعود ثم نتبع الاخبار تاع الجزائر نتبعها بكلش، بصح ما غالي. حاليا يسمك راني في شغل الجزائر، واحد، راك تشوفهم جابوا لنا دوك المهابل هذو. هذه مما معتمدة، هذه وي سامحني، معتمدة هي راهم ومتعمدة. يجيبوا فيها معتمدة، يجيبوا لنا في ناس متعمدة راهم جايبين ناس يضحكوا علينا. شغل الكفاءات اللي في الجزائر، كاينين دي زالجيريان اللي راهم اترافير لو موند، اللي راهم حاكمين دي بوست ما تقدرش تيماجين. يجيبوا لك ناس اللي واحد مهرج وواحد يقول لك نزل عليا الوحي، واحد سي مالورو. انا نقول لك صح، كي نشوفك كذا نتاسف على بلادي والله العظيم. ما كانش واحد من المرشحين شاف ضفدع هكذا في المنام وقلت له روح ترشح مثلا؟ ما جو سي با، ما نقول لك انا شفتهم ما عجبونيش، ما كمش عليك. راهم شغل قاعدين المورال يتمسخروا راهو بي. طايح لك خلاص الاخ صالح. انا طايح ليش تجي لا فيريتي. وي ما كانش تفاؤل، باسكو دوك باش يعطيوك هكذا، باش يخليو ناس يعني هكذا جايين يهضروا على برامج ولا حاجه ما يخليوهمش. لا فيريتي اون فوا تو سا، هذه كاين ما يخليو الناس، يخليو غير الناس اللي ربي يكون خير ان هذا شاء هو الله. الرأي تاعي يا أخي نور الدين. ربي يبارك فيك الاخ صالح، شكرا، ان شاء الله نشوفك مره واحده اخرى. ربي يعيشك سي نور الدين، وليدك سعيد، ربي ربي يبارك يحفظك فيك، ربي يحفظك، بارك الله ان شاء فيك. الله يا رب. شكرا الاخ صالح. نشوف ترى الاخ محمد داودي اذا كان فيه اخوه من الخارج، لا سيما اللي راهم موجودين في كندا وفي امريكا ويحبوا يشاركوا معنا، الاخوه اللي راهم مهاجرين يعني في اي دوله في العالم، حبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش. ما كنتش مبرمجو للأسف الشديد الأخ محمد، راني أضفتك ويبدو هو أنه عندك خلل في الخط تاعك، نزيد نعاود نضيفك مرة واحدة أخرى للأسف الشديد. راهو كاين أن واسمو كاين ريفيو من الأخر تاعك من الجهاز تاعك. المهم إضافة، وإن شاء الله نضيفكم معنا وتدليو بالآراء تاعكم. يعني بطبيعه الحال دوك الاخوه يعني بشكل عام هاد المهاجرين، كاين اللي ما على بالوش، كاين اللي هو يروح للكونسيلا لما تنتهي الصلاحيه نتاع الجواز تاع السفر، او ربما كاش ما يموت واحد من العائله ويكون مضطر على جال باش يخرج وثيقه من الكونسيلا، يعني مساله نتاع وثائق في الغالبيه ما يروحوش للكونسيلا. وأعتقد في أغلب القنصليات في العالم كيفاش ينظروا للانتخابات الرئاسية، كل واحد وكيفاه. كاين اللي راهو درك هو مثلا منخرط، راهو قال مثلا عنده انتماء سياسي، والله بطبيعة الحال هو راهو منخرط مع الحزب نتاعو وراهو مع المرشح نتاعو، ولكن عموم الناس ما على بالهمش، على بالهمش بالانتخابات هذه، غيظهم الحال لأنهم راهم يشوفوا في الدول وين راها وصلت من التكنولوجيا، وين وصلت في كل مجالات، في الصحة، في التعليم، في التربية، في النقل، في الإعلام، في التطور، في النظافة، في التنظيم، في كل الأشياء، في القضية تاع التسوق هذيك في الإنترنت، في كل شيء، في كل شيء. وفي المقابل لما هم يروحوا للبلاد قادرين، واحد راهو دوك مثلا هو لما يلحق هو العطلة نتاعو يروح ما على باليش انا لدولة واحدة أخرى، لكن هو يفضل على جال باش يروح يقضي العطلة نتاعو في البلاد، يزور الأهل والأقارب، أو ربما يدير عرس. كاين قادر اللي دوك مثلا هو يدير عرس هنا في فرنسا، علاش يروح هو للبلاد باش يدير عرس في البلاد؟ لكن هو يروح لأنه يحب كيما يقولوا يشم الريحة نتاع البلاد، لكن لما يروح يصاب بالإحباط. كاين بعض من الناس اللي ربما من الإخوة اللي راهم يسمعوا فينا، يعني اللي راهم موجودين في الجزائر، لا سيما اللي ربما عمرو نخرج وراه يشوف فيها باللي مسألة نتاع تكبر ومسألة نتاع كذا، وهي لا
وراه واحد راه دوك راه عايش، ما نقولوش في فرنسا، في اي دوله واحده اخرى راه عايش. لما هو يروح للبلاد هو ماذا بيه باش يشوف البلاد نتاعو متطوره، ماذا بيه باش يشوف بلاده احسن من البلدان. ولكن لما يروح للاسف الشديد يوصل بالاحباط. تذوق لما تشوف انت هاد المرشحين هذو اللي راه دوك يعني تقدموا للترشح، واش تشوف؟ لا شك هو انه كاين الناس راهم مكلفين بمهمه، مثل ما قلت البارح في البرنامج اللي تحدثنا فيه على الكرنفال هذاك، لا شك في ذلك. ولكن كاين الناس اللي الرغبه نتاعهم، يرحم والديك، انت فمك طايح، صلح فمك يا صاحبي، اخدم فمك ومن بعد هضر على الرئاسه، ولا حتى توصل للرئاسه ومن بعد يديروك فم تاع ذهب. اي شويه تربيه سي محمد، رايح انت للبلاد، رايح انت تقود امه، الدستور ما على بالوش به، ما على بالك لا بقوانين، ما على بالك لا بثقافه، ما على بالك لا باقتصاد، ما على بالك لا بسياسه، ما على بالك لا بهذه التحولات وهذه الصراعات اللي راها موجوده. لا عندك ثقافه ولا عندك مستوى يعني دراسي اللي هو يسمح لك على الجلب، باش انت كيفاش انت غدوه راك راح تتحدث انت يا مع هذا الرؤساء نتاع الدول، كيفاش انت راك راح تعقد الصفقات، كيفاش انت راك راح تدير حوارات، كيفاش انت راك راح تشارك في ملتقيات، كيفاش 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 كيفاش؟ واش غير دوك انت يا قال تحسبها غير قال جي في الرئاسه ومد الاوامر، فهمت؟ تحسب الرئاسه هذه هي، او كاين الناس اللي راهو دوك هو راه يشوف فيها بريستيج، قال دوك مثلا لما انت تكون في الرئاسه راك قاعد في سياره كيما نقولوا فخمه، وفي فنادق مانيش عارف انا كذا، او في قال مثلا فيلات وشقق وكذا، وراك دايرها على السهرات وما على باليش انا واسمو، وكيفاش انت راك راح تسير البلاد؟ نشوفوا الترال محمد، هاني زدت اضفتك المره هذه، زدت اعطيك الفرصه هذه، ولا نمر للاخوه الاخرين. انا اعطيتك الفرصه هذه، اتمنى هو انه تطلع. ايوه اخ محمد، مرحبا بك اخ محمد. يا الاخ محمد تفضل، يبدو هو انه ماكش تسمع فيا الاخ محمد. شوفوا اخونا هذا رضا، من بعد نجي لك دريس. للاسف الشديد الاخ دريس، الاخ عندك مشكله. ادريس هاني طلعتك، اتمنى هو انه طلعتك الاخ رضا، ولكن يبدو انه عندك مشكله في الخط تاعك. فهمت اخ رضا، راني طلعتك. ربي يبارك فيك الاخ غيلاس. واش من المستوى الدراسي اخويا؟ سقسي واسمه طليب يعطيك المستوى الدراسي تاعو. وعليكم السلام الاخ عبدو، راني ننتظر فيك الاخ ادريس، يبدو هو انه الخط عندك راه ضعيف. الاخ محمد راني طلعتك، يبدو هو انه عندك اشكال في الخط نتاعك. الاخ رضا نفس الشيء. وعليكم السلام الاخ رضا، ما عندي حتى علاقة بالموضوع الاخ الكريم، فهمت؟ ما عندي حتى علاقة بالموضوع. المهم يبدو أنه عندك مشكلة في الخط تاعك الأخ إدريس. شوفوا ترى الأخ هذا شرف، أخ شرف عندك مشكلة. شوفوا الأخ جمال،
السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا الأخ جمال. مش راك لاباس دكتور؟ بيان. والله الحمد لله، ربي يبارك فيك انا ولينا دي زابيتي عندك، ولينا يا خويا. مرحبا لان بك، كل ما دير لايف انا ندخل. الله يسلمك، صحيتك. الله ربي يبارك فيك. واش تشوف الأخ جمال في الموضوع نتاع اليوم فيما يتعلق بالمهاجرين، كيفاش ينظروا هما للانتخابات الرئاسية بشكل عام، كيفاش راهم يشوفوا ليها من خلال يعني واش راه تنشره بعض وسائل الإعلام، يعني قال القنوات الفضائية، الصحف، واش راه يجري على الإنترنت، وش هي الطموحات نتاع المهاجرين يعني فيما يتعلق بالجزائر، الرئاسة، الرئيس، كل شيء. يعني الرئيس هذا هو اللي في النهاية هو يمثل الدولة الجزائرية مهما يكون الأمر. نعم معليش، حاجة الأولى اللي نبداو بها سيك هادو الانتخابات، ولا كما كاع الانتخابات اللي فاتوا تم هي نورمالمون تم كامل الجزائريين مغتربين واللي راهم في البلاد على حد سواء. دوك اللي راهم في البلاد كاين ناس تخاف، كاين ناس عندها رأي، كاين عندها ناس مازال عندها الخوف تاع وقت التسعينات، ومازال عندنا هذاك الإحساس تاع الخوف، لا سيكوريتي ميليتار ايتترا. هذا اللي راهم ليهم برا البلاد عندهم بلوس دو شونس بالك باش يعبروا على الراي تاعهم بلا ما يكون عندهم هذاك الخوف. مالغريك توجور كاين توجور ديبرسيون، راك انت واحد منهم على حسب ما فهمت انايا، انت عرفت انايا توجور ديبرسيون باش يقدروا يديروهم عليك. المهم نقولوا الانتخابات تاع هذه المره، هذه المره الانتخابات والله غير كاينه فلو توتال، ما نكذبش عليك. انا رايي الشخصي كاينه فلو توتال، باسكو على حساب شوفه. دونك سيدير سا سرا سانكيام موندا، مي يوجدوا هما في سانكيام موندا تاعهم، والحاجه اللي جات بدلت شويه لي جوز ما هذه لا كونديداتور تاع غديري، علي غديري ماشي علي غديري. دونك اسكو سي ان بلان بي عم دايرينو اون كاو ما تمشي لهمش لو بلان ا تاع سانكيام موندا؟ اسكو فريمون هو دار كونديداتور تاع مترشح حر، كونديدا ليبر، وحنا نعرفوا بلي في الجزائر ما كاش حاجه تجي هكذا كبرك. ماذا بينا نمنو احنا؟ انا يبدو أنه عندك خلل في الخط تاعك الأخ جمال، راح الصوت اسمع فيا الأخ. دوكا. نعم، أنا أسمع فيك الآن، قلت لك قطع الصوت تاعك. معليش انا دوكا صافا دوكا سي بون. الآن أنا أسمع فيك. اي والله قلت لك تما دوكا لا سيتياسيون، الحال اللي راهي فيها دوكا. اسمح لي ديفيت لك شويه على السوجي تاع المغتربين. صح، انا نظن بلي ما كاش اون ديفيرونس بين اللي عايشين في الخارج واللي عايشين في البلاد، نفس لا 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 النظره. لا 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 لا، شوف برك، الناس اللي راهم في اللي راهم في الهجرة مش بالضرورة في فرنسا، بشكل عام يعني الناس اللي راهم في لا الخارج بشكل عام في انا أمريكا ولا في بريطانيا ولا في ألمانيا ولا في أستراليا، كل واحد وين راهو عايش، كل واحد والموقع نتاعو كيفاه. درك هو مثلا قال واحد راهو عايش مثلا في ألمانيا، راهو يشوف هو مثلا في التنظيم في المانيا، يشوف قال مثلا التسوق كيفاش راهو موجود، سواء تعلق الامر بالاسواق التجاريه او بالتسوق من خلال الانترنت، كيفاش راه يشوف في التنظيم في الاداره برا في الخارج، كيفاش راه يشوف في النقل، كيفاش راه يشوف للنوعيه نتاع الحياه يعني بشكل عام، كيفاش راه يشوف هو المستشفيات، كيفاش راه يشوف هو الاقتصاد، كيفاش راه يشوف هو الكثير من الأشياء، الفرص اللي راها موجودة للتعليم، كل شيء. في المقابل لما أنت تشوف هو ينظر قال مثلا رئيس مقعد لا يتحرك ولا يتكلم، ويشوف ناس ودع رئيس الجمهورية، استقبل رئيس الجمهورية إلى غير ذلك. في المقابل تشوف أنت الوجوه هذه اللي راهم يقدموا فيها من خلال القنوات الفضائية، كيفاش المواطن هذا اللي راه عايش هو في الهجرة كيفاش راه يشوف لهذا الناس اللي راهم دركم يتقدموا للانتخابات الرئاسية؟ هل ترى هذا الناس يمثلون الجزائر؟ يعني هذا هو المستوى تاع الجزائر؟ قال هذا الناس اللي راهم يقدموا فيهم هذا واحد فمه طايح، واحد عينه عورة، واحد ما عرف شو اسمه، هل ترى هما هذو هم الناس اللي يمثلوا الجزائر؟ بالإضافة إلى أنه الطموح نتاعك أنت، قال مثلا أنت، قال مثلا واحد هو مثلا حاب يشوف رئيس مثل بومدين يخبط يده على الطابلة لما يروح للأمم المتحدة، أو كيفاش يتكلم
إلى غير ذلك، في الصفقات، في المواقف الدولية، يعني موضوع واسع. لكن النظرة نتاع الناس هذو المهاجرين كيفاش راهم هما يشوفوا للمسألة هذه نتاع الانتخابات الرئاسية. تحب أنت صح تحكي على هذا غديري ولا اسمه، أنت حر، المهم لا لا أنا معليش في معليش داخل الموضوع. لا 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 نجاوبك على نجاوبك على حسب السؤال تاعك معليش باش ما ديفيوش على على السوجي نحكو اون جينيرال سمعنا النظرات تاع واحد اللي راه مقترب وكل انا شخصيا حاجه الاولى اللي تجي اللي تبان لك انت تشوف الدراما كيفاش حاجه الاولى صارت في مالوكر شغل يوجع قلبك هذه حاجه الاولى الاحساس الاول كي بدات كومباري باسكو كي شغل واحد ساكن في دار وراح لدار واحده اخرى هذيك الدار مالغري شابه وكل بصح ماشي تاعك ماشي دارك سي كيف كيف واحد يكون عايش في لترونجي نعم مالغري صح البلاد مسكمه كلش ماشي بلادك تما انت اوتوماتيكمون المخ تاعك يبدا يدير دي كومباريزون يبدا يقارن هذه علاش ما نديرهاش عندي هذه علاش ومن بعد كي تدير في المقارنه تروح لي كوز الاسباب علاش هما داروا وحنا ما درناش فاهم كيفاش علاش هما يقدروا يديروا هذه وحنا ما نقدروش نديروها وشنو الحل باش نديروه حنا نعاودو نولو هما هنا هما لي زول نهضرو لي زوروبيان ولا البلدان المتطورة اون جينيرال الفرق الأخ ساهل جمال، انا سامحني برك، ناخذ كمثال القضية نتاع الدراسة. أنت قلت لي المرة اللي فاتت من أنك راك طالب، نعم أنت يدك مثلا راك تدرس في الجامعة في فرنسا، وتشوف أنت مثلا للجامعة في الجزائر. يعني في هذا الإطار هذا دائما حول الانتخابات الرئاسية، أولا أنت كيفاش شفت مثلا الجامعة مقارنة بالدراسة نتاعك في الجزائر؟ يعني وش هو المشكل مثلا مقارنة، يعني لو تأخذ مثلا الجامعة الفرنسية للجامعة الجزائرية، وش تشوف أنت يعني مثلا هذا الرئيس اللي راهو رايح يجي هو في المستقبل، ولا الرئيس هذا الحالي، على جال باش أنت قال مثلا توجه انتقادات أو ربما تقدم أنت اقتراحات فيما يتعلق دائما بالانتخابات الرئاسية حول قال شوف مثلا تعليم مثلا. صح نبدا نهضروا على مجال التعليم نعم انا قريت جي في 5 ans d'études في الجزائر عندي نظره مليحه على الاخر وعشت في الحياه عشت في لا سيت يونيفرسيتير وجي في بليزيور فيل اون الجيري دونك عندي نظره عميقه عن الدراسه في الجزائر لا نعم سيل ديفيرونس بين لي زيتود نهضر على فرنسا بار اكزومبل ولي زيتود في الجزائر سي سي لورغانيزاسيون النظام التنظيم هنا منظمين هنا ما كاش حاجه خارقه للعاده سي دي كور سي لي ميم لوسون باسكو دوك باغ اكزومبل لي كور ولا لا سيونس ولا ما كاش حاجه دوك كاين الانترنت كاين لي ريزو كاين المعلومات دوك حاجه اللي تقراها في الجزائر تقراها في فرنسا ما كاش حاجه زياده بصح لا ديفيرونس والراي سي لورغانيزاسيون في الجزائر يا اخي في الجزائر باش تقرا عندك ان كومبا عندك باركور دي كومباتون ديرو باش تقدر تقرا والظروف ثاني تيك تاع وين الناس وين تعيش النقل الاساتذه كاين اللي يعرف فلان كاين ما يعرفش فلان كاين دي بروف ايزون با النيفو باش يقروا ويديرينهم يقروا باسكو فيها المعرفه هذا علاش هذا الشيء علاش باسكو ما كاش نور ما كاش نظام ما كاش قانون يطبق في الجامعات ما كاش قانون لو ديريكتور انا بار اكزومبل سون سيتي بيان سور جي في اون ايكول في الجزائر قريت في واحد ليكول كانوا كل 6 شهور يبدلونا ديريكتور شمو يبدلونا ديريكتور علاش يبدل باسكو تي ديزيني باسكو كان داير الحمله تاع اكس ولا داير الحمله تاع فلان اعطيك هذا ليكزومبل تاع ليكول واحد المره جابوا لنا ديريكتور صح حسينا ان شونجمون ولات كل حاجه بلاصتها اكسيتيرا ومن بعد واش ولاو يديروا لنا اوب نحاوه باسكو ما تفاهمش مع فلان ولا فلان عنده معرفه ونحاوه صافي طيب يدخلونا حنا في واحد المتاهات حنا ما عندناش نورمالمون ما ندخلوش فيها انا طالب نجي الصباح كي نجي نقرا الكور تاعي عندي ما نخممش في هذه في الحاجه تاع اكس واي والمنظمات الطلابيه ودخلوا لهم في البوليتيك اتسيتيرا لكن تقصد التعليم مسيس ولا كيفاش؟ مسيس بزاف مسيس ماشي غير بزاف مسيس التعليم في الجزائر باسكو علاش ليتوديون اي سوبي لي سيبي لا موفيز جيستيون تاع وعلاش؟ وعلاش في الريسورس فرنسا ما كانش التسييس؟ والله كاين لا التسييس، لا كاين لا لا الناس ماشي كيف راه كيف لا 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 اسمح لي فرنسا عندهم وعي سياسي ماشي كيف كيف كاين فرق بين الوعي السياسي شفت والتسييس الفرق؟ عندهم الوعي السياسي انا عندي كاين ناس يقرا معايا سيدي فرنسي كاين دي راك تعرف كاين دي جون دو دروات دي جون دو غوش كاين دي كوميونيست كاين هذا نعم صح الوعي السياسي كل واحد عنده متحزب في راسه بصح ماشي باسكو انا نمشي مع التيار الفلاني
ينحولي لا بورس تاعي بار اكزومبل، يديروا لي مع لي بروف ما يعطونش لا سبيسيالتي يعني حابه، يديروا لي دي بروبليم. راك فاهم كيفاش؟ في الجزائر نعرفوا كاع بلي المنظمه الطلابيه تمشي كاع في طريق واحد، سي كاع مع جهه النظام. سي اي خلي نتحدى المنظمه الطلابيه يديروا معارضه في الجامعه، الوغ كو الجامعه نورمالمون سي سي البرسو دو لا ناسيون، هي اللي تخرج لك مثقفين غدوه ان شاء الله. الثوره بداوها الطلاب الجامعيين، الثوره اللي بداوها الوعي يبدا من الجامعه. هنا في الجامعه تهضر زوج كلمات تخرج عن النص ولا تعارض الافكار اللي تمشي يديروا لك دي بروبليم. نعم كما انت ما كاش كان نهضر على الجامعه باسكو انا شي ايتيديون جو بو اون تيموني. هذا شوف لا ديفيرونس، انا قلت لك كان بالك دي بروف شفتهم في الجزائر ما نشوفهمش انا في فرنسا، اي سون كومبيتون في الجزائر، كان دي جون كومبيتون، كان ناس الله يبارك، كان دي ايتيديون تريز انتيليجون، ناس الله يبارك. بصح ما عندهمش ظروف، انا نعرف عباد يقول لك انا ما نشبعش كرشي، يحكوا لي عباد شفتهم هكذا الجزائر العميقه خالط كاع الناس، يحكي لك والله يقول لك الخبز نروح نقصد الناس باش يعطوني الخبز. وكنت تشوفوا كيفاش يقراوا ريزونمون تاعهم، سي دي سي دي زانتيليكتوال، وين يبانوا مع لي فرونسي هادو. دونك شنو انا نحب نقول لك، سافو دير كو مونك با بيرسون، الناس كاينين جزائريين قادرين والناس الله يبارك فاهمين وقادرين، بصح كي تولي حاجه خارج ما تخرج على يديك، حاجه انت راك تي ان اتيديون ويجيك حاجه من الفوق من عند ديريكتور ولا ريسبونسابل دو سبيسياليتي يدير لك ديبرسيون باسكو انت يا ما تمشي لهمش في الصف تاعهم. و جو بونس ميم لي بروف، ميم لي بروف بلي زونيفرسيتي لي زونسينيون تما كيشوف. نعرف حنا انا كنت نقرا في واحد ليكول كان صاري فيها العجب، كنا حنا نهضروا مع جماعه تاع صحابنا نقول لك هذه سي ليماج دو بيي، دي كلون جماعه يمشوا منا، هادو يمشوا مع الديريكتور، هادو يمشوا مع فلان. دونك شوف انا باش نربطوها بالحاله تاع البلاد، شوف مادام دخلوا مادام القانون ما يطبقش وما يمشوش على حساب لا كومبيتونس، سي لا كومبيتونس كي بار. اذا انت راك كومبيتون تستاهل لامبا بارك، ما تستاهلش كاري ماشي بلاستيك، ما تستاهلش تكون ديريكتور دونيفرسيتي ولا دوايان، ما تكونش دوايان، ما تستاهلش تكون ريسبونسابل، ما تكونش ريسبونسابل، سي لا كومبيتونس كي بار. هنا لا كومبيتونس اللي تهضر، كل واحد الراجل المناسب في المكان المناسب. في لا سونتي ولا كل واحد، انا رايي اليوم لازمنا ان غوفرنمون ولا سيدي تكنوقراط، كل واحد في الميدان تاعو يا اخي. انا ما كاش منها واحد يدير سبور حياته كامل ماذا تحطو انت في وزاره الطاقه، ولا واحد قرا بيش انا دار انت انتر سيكتور تحيا كمان نوت سيكتور، اي ني با كومبيتون ما يعرفش، ميم كي يحب ميم تكون عنده النيه ما يقدرش. دونك الخلاصه نتاع الحديث الاخ جمال فيما يتعلق بالتعليم، كون هو انك طالب، مقارنه يعني التعليم في فرنسا بالتعليم في الجزائر، كيفاش تشوف فيه انت يعني الخلاصه؟ شوف الله غير سنسان، الخلاصه ما كاش فرق كبير، ما كاش فرق في المورد البشري، لا تريما ما كاش فرق بيناتهم. وانا نقدر نزيد نافونسي لك اكثر، نروح لك باللي الطالب الجزائري عنده اكثر مكونات، ولا عنده بلوس ان كاباسيتي انتيليكتويال باش يكون بلي ديفلوبي على ليتيديون فرونسي. ليتيديون فرونسي اللي ديسيبليني نظم. وهذا اصحابك نقولوا مثلا في الجامعه من الجزائريين، كيفاش راهم ينظروهم يعني بشكل عام للانتخابات الرئاسيه في البلاد؟ ما شوف الطلاب ولا اون جينيرال راهم كيما الشعب، يا بلو دو كونفيونس، ما كاش ثقه. انا باغ اكزومبل شخصيا سمعت الديسكور تاع مسيو غديري باش نقول الاخر، كاين صوالح وين راني متفق معاه، بصح حاجه اللي مازال تكروشي لك توجور باسكو يدخلنا هذاك الوسواس، بالك يمشي مع جماعه تاع التوفيق، بالك مع جماعه فلانيه، دونك توجور حنا مازلنا ايه صافي دير شاني فاهم فيك، سي ان مونك دو كونفيونس، ماش نهضروا غير على غديري، سي ان مونك دو كونفيونس، اون بلو كونفيونس، ما عندناش الثقه، هذه الثقه صعيب باش تعاود تولي. طيب هذه الثقه نهضر لك على ستوديون الجيري، هنا بزاف نقصروا بزاف على البوليتيك باسكو لا غالب، باسكو على بالنا بلي لي بروبليم دو لاجيري فيان دو لا بوليتيك، جايين كاع من السياسه، السياسه مدخله في كلش. وباش نسقم هو هادو هو بروحه، هو بروحه راهم سالوه سؤال ايه سنو شفت هذاك، شفت فوروم تاع ليبرتي وسمعت له تري تري بيان، قال لهم هو بنفسه هو راهو اكد باللي المشكله سياسيه. هو سي فري، وهذه كاينه منها باسكو السياسه، شوف السياسه في الجزائر داخله في كلش، كي دير شوف منظمه حمايه الحيوانات حقوق الحيوانات يدخلوا لك السياسه فيها، يبعثوا لك واحد انت صافي دير سياسه الكونغران واسمو لي سباس الجيريان في كاع لي دومين،
دخله في الثقافه، دخله في الصحه، في الرياضه، دخله في كاع لي سيكتور. دونك وكان ما نحوش السياسه نحطوها بلاصتها، سي لا جيستيون دو بي، وكل واحد نخلي لي كومبيتونس يعملوا. مالغري عندي فرق معاك، مالغري انا دوك انت عندك توجه انا عندي توجه، ياك لا دانيير فوا كان عندنا ديفيرون على ليستوا تاع زي، معليش بصح انت نعم. اذا تو كومبيتون في انت الدومين حاطك لا ريسبونسابيلتي، راك تفيد انت، ياك تجيب بلي فالي، تجيب فايده. انا ما يهمنيش اذا انت تامن باكس ولا بايكغراك، ليسونسييل فوزيت كومبيتون، عندك لا كومبيتونس تقدر تجيب لا بلي فالي، الفايده. لازم نهضروا هكذا، نهضروا بمصلحه، القوري ما وعامة الناس يحوش يعني عليك في اذا ليسونسييل تجيب له الفايده. من راك راني معك من غير الطلبة، من غير الطلبة يعني عامة عامة الناس الناس. اللي راح شوف تلتقي بهم شوف يعني من المهاجرين، كيفاش راهم ينظروا هما بشكل عام للانتخابات الرئاسية؟ يعني ترى ايش راهم قال الانتخابات مثلا الرئاسية؟ كاين سسبنس هكذا، قال مثلا راهم ينتظروا على جال باش يكون كاش جديد، راهم يطمحوا على جال باش يكون رئيس جديد يمثل الجزائر أحسن تمثيل، إلى غير ذلك من المسائل اللي هي تدور حول الانتخابات الرئاسية. قال مثلا راهم ينتظروا باش هذه المرة تكون انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، كيفاش راهم يشوفوا بشكل عام؟ شوف انا مازال بور ناستور يعني نتلاقى يعني نشوفهم الناس لونتوراج تاعي، ما كاش ما همشي سنة في التغيير الحق صراحة، ديفونسيون نكذبوا على روحتينا، مي اون فون دو نو ميم عبالنا بلي ما كاش تغيير، باسكو سي لي ميم بيرسون، مازال الوجوه كيف اللي كانت من بكري تحكم، ما تجيبلكش تغيير. شو الواحد يدير لا ميم فورمول يحوس تجيب تخرج لك ان اوتر ريزولتا؟ ما تقدرش بلي ميم بيرسون تبدل، سي امبوسيبل. احنا رانا بنفس العباد نحوسون نتبدل، ما تتبدلش، امبوسيبل تتبدل. والناس كيف ايزون بيردي كونفيونس الناس هنايا. شوف لي زالجيريان تاع ليترونجي سي لي ميم تقريبا نفس التفكير تاع لهم في البلاد، فقدوا الثقه. الثقه يا صعيبه، شوف ما كانش حاجه في الدنيا ورقه الثقه، لا كونفيونس كي كون فو بيردي كونفيونس في توت ان سيستيم، في الناس، خلاص تولي ليجي. مالغري بالك كاين الناس اي سون كومبيتون، بصح ما ديرش فيهم كونفونس باسكو تخاف، باسكو اللي كانوا من قبل ثاني تيك سيتي بوتفليقه انا رجع في 99 ثاني كان يدير دي ديسكور تسمعوا يهضر قدام الناس، سي ان بون بارو، سي ان شارمور، راك فاهم كيفاش؟ بصح بين الهضره والتطبيق كاين فرق، صافي دير الهضره، احنا ما نسحقوش دي بوات ولا لا، نسحق واحد النفخة يخدم الهضره الحقرة، سهله. اي النفخة والله احنا ما الحقرة. نسحقوش اللي يسخن، يسخن كما احنا نقولوا سخن البندير، يدير الخطاب الحماسي وحنايا ونديروا هذاك، معليش الهضره مليحه بصح صح التطبيق يا خويا، طبق وبتغني، دير ديسكور على 8 غني فيه اذا حبيت، صح خدام في النهار، ماشي دير لي ديسكور تسخن وحنا وحب الوطن وانت ما تخدم. لا لا عند رسول الله كرهنا منهم، واش راح نقول؟ والله كرهنا منهم سانسيرمون. هذه نعم، هي، شكرا شكرا للأخ، بارك الله فيك استاذ، الله ربي يبارك يبارك فيكم، فيك، يعطيك شكرا، الصحه، السلام مرة عليكم، أخرى صحيح. شكرا، بارك الله فيك. هنشوفوا ترى هذا أخ بوعلام، أخ بوعلام عندك مشكلة في الخط تاعك، بوعلام سليم عندك مشكلة في الخط تاعك. نشوفوا ترى هذا الأخ اللي يرمز للاسم نتاعو نفس الشيء، الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بميشيل عندك مشكلة في الخط تاعك. محمد داودي، فرصة المرة هذه بالك لعل الله تقدر تطلع. مفترض هو أن المرة دي تقدر تطلع، الله أعلم. أيوة هاك طلعت أخويا، مرحبا بك الأخ محمد. تفضل الأخ محمد، هاني نسمع فيك، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. والله الحمد لله، انا من عشوات والله على بس الحمد لله. وش راك الأخ محمد؟ الهفافات هذه تاع الانتخابات، والله الكذابات هذه. والله السلام، واش تقول لنا؟ والله رانا كما قالوا واحد، والله قلبك مدود خلاص، وش لاباس تشوف بلادك كيما هاك. للأسف الشديد راهو عندك تقطع في الخط تاعك، يبدو هو أن الخط تاعك ضعيف الأخ محمد.
راهو عندك تقطع، عندك تقطع في الخليط، الأخ واسمه بوعلام نفس الشيء، الأخ بوعلام راهو عندك ثاني مشكلة في الخط تاعك، كل أخ بوعلام للأسف شديد نفس الشيء، الأخ اللي ترمز بوتشيركو قبل ما تدخلوا للصفحة نتاع المصالحة الجزائرية، حاولوا هو أنه ديروا لا ميزاجور، ديروا تحديثات للتطبيق نتاعكم نتاع الفيسبوك من خلال الهاتف النقال. الإخوة اللي راهم عندكم أجهزة نتاع كمبيوتر ما تقدروش تشاركوا في هذا التطبيق، هذا خاص بالهواتف النقالة. وعليكم السلام الأخ نور الدين. الأخ شرف، قلت لك المرة اللي فاتت لازم تكون عندك أبليكاسيون في الهاتف نتاعك، هذا مش كمبيوتر، إذا كان راه عندك الكمبيوتر ما تقدرش تطلع، لازم يكون عندك هاتف نقال، فهمت؟ هاتف نقال. من بعد نتايا من خلال الأبليكاسيون نتاع الهاتف تطلب الإضافة، تلقى أنت في المربع هذاك هكذا ديجا راني أضفتك، ولكن ما تقدرش تطلع. ربما أيضا مرات هو أنك تكون مثلا في لي بارامتر تاع الهاتف ربما كش ما كاين بوتون راك نتايا مغالقو، بالتالي ما تقدرش تطلع. حاول هو أنك أنت تحدث دير تحديثات الأبليكاسيون تاعك. نشوفو ترى الأخ هذا كادر، بالك لعله يقدر يطلع. الأخ محمد دوك نزيد نعاود نجرب معاك، المرة اللي فاتت راهو كان عندك مشكلة في الخط تاعك، اطلب الأخ نور الدين، اطلب الإضافة من بعد نطلعك. ألو، مرحبا بك، السلام عليكم، أهلا. كيف راك اخويا؟ لاباس مليح؟ وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ كادر، واش راك؟ والله تري بيان الحمد لله، وانتوما؟ والله لاباس الحمد لله. من راك تكلم فينا الأخ كادر؟ من ولاية المسيلة. مرحبا بك. سم انت راك مهاجر في المسيلة ولا كيف؟ مهاجر من المسيلة. وين جا؟ وين جا في المسيلة؟ سيدي عامر، سيدي عامر، جيت بوسعادة. انا معي. ما شاء الله. الله يبارك فيك. واش تحكي لنا الأخ كادر على الموضوع تاع اليوم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية؟ الانتخابات الرئاسية راهي مش باينة كما يقولوا. كيفاه مش فاهم؟ تسمع؟ ايه والله لا، ما فهمنا والو، ما فهمنا والو. انا باغي نفهمو. تسمى غامضة الأمور. والله لا غامضة بزاف كاع، شاهين الجزائر هذه ان شاء الله ربي يجيب الصلاح كما يقولوا. آمين يا رب. ايه واش تقدر تقولنا في الموضوع تاع اليوم؟ اليوم ربما كش ما راه عندك قال مثلا من العائلة ولا من الأصدقاء ولا من اللي زيميغري اللي راهم ثم، قال مثلا في المسيلة راهم يطلعوا ولا يجي ولا كيفاش يشوفوهم الانتخابات الرئاسية؟ يعني كي لما تحدث انت مع ناس هكذا كيما يقولوا في البلاد الزماقرة، كيفاش راهم هما يشوفوا في الانتخابات ايه الرئاسية؟ والله باش نقول لك، كل واحد يلغى بلغاه كما يقولوا، كل واحد مش راه يشوف، كل واحد عنده المنظور تاعه الخاص. يعني ما كانش في على باله واش راه يصرى كاع. فهمتني؟ نعم. كل واحد يعني عنده الوجهة تاعو. استما سيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ما ثاني ما بانش الأمور يعني اللي واش يبين لك؟ هو راهو لحد تشوف فيه الساعة. بالكروسه راهم يتزو فيه، راه محتاج على جال باش واحد هو يرأف به ولا يعطف عليه، واش تنتظر منه؟ احنا شفنا به الخير على كل حال. ولكن
لكن خلاص فهمت. خلاص، كما يقولون من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم ما بالك أن نعم تبت صلى في الله العقل. عليه وسلم. خلاص راه درك هو قال مثلا في وقت من الأوقات كان يمشي، كان يتحرك، كان ينشط، كان يتنقل، كان يسافر، كان يتكلم مع الرؤساء، كان فهمت. خلاص صح. خلاص درك الناس تفكر في المستقبل، تفكر فيما بعد بوتفليقة، انتهى الأمر. دوك إذا كان راك قال مثلا من الأنصار تاعو، ولا هذيك أنت راك أمام واقع مر راك تشوف فيه بعينيك، السيد راهو محتاج على جال باش واحد يحركه بالكروسة. وبالتالي الجزائر درك هي ليست مرتبطة في الشخص، حنا نحوسو كما قال هذا هواري بومدين ربي يرحمه، نريد أن نبني دولة لا تزول بزوال الرجال، فهمت؟ هذا هو حنا دوك الإنسان ينظر إلى ما بعد بوتفليقة. ايه والله. لنلتمسه، احنا نلتمسه، مازلنا نلتمسه، ان شاء الله يجينا رجل صالح ان شاء الله. إن شاء الله تعرف الجزائر هذه مش حاجة سهلة. إن شاء الله. ايه إذا ما تقدر عايزين تفيدنا نلتمسه والو في واحد ان الموضوع شاء تاع الله. اليوم حول المهاجرين، الموضوع ما زال يا أستاذ، ما لا خلي الأخ، ما باين والو. خلي الأخ عبد القادر نشوفه ناس آخرين. شكرا للأخ عبد القادر، ما كانش مشكل، يعطيك الصحة. ميرسي شكرا، ربي ميرسي يبارك فيك، بوكو. شكرا. نشوفه ترى الأخ عمار، بالك لعل الله الأخ عمار هذاك شنو يقدر يفيدنا. هاني طلعتك الأخ عمار، ماذا بينا سيدي على جلب باش تفيدنا؟ يا الله يا كريم، هاني طلعتك الأخ عمار، أنا ننتظر فيك. المهم الإخوة والأخوات، ماذا بينا على جلب باش نفيدوا بعضنا البعض من خلال النقاش. احنا ما رانيش أخ عمر، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك الأخ عمر. واش تقولنا في الموضوع تاع اليوم؟ من راك تكلم فينا الأخ عمر؟ من راك تكلم فينا الأخ عمر؟ منين؟ من برج يا صاحبي؟ تاع البرج اليوم هذه وصح راه نقول لك. اكثر من تكساس، هذه برج وين؟ هذا وين؟ في دوار السوق، في دوار السوق، في لاغرا، في الجباس، في الكوشه، في لاغار، وين يجي البرج هذه؟ راه طويله وعريضه صاحبي. قول المهم يا اخي، شوفوا ترى الأخ حمزة هذا، هلا الأخ كريم قال لك سقسيتي واحد، قال لي نفوطي على الشاذلي. عنده الحق هذا، بالك راه عرف يخير الأخ حمزة. راني دخلتك، نزيد نعاود نجرب معك المرة الثانية. بلدي طلع ناصر اخويا، قلنا صاحبي من ولاد شنيتي، قلنا من ولاد شنيتي باش نفهمو طولها صاحبي. وعليكم السلام ورحمة الله. يا الله يا كريم، نشوفو ترى هاي واحد المرة دي نورمالمون تطلع الأخ أشرف. المرة هذه أني طلعتك، المفترض المرة هذه تطلع. شفت كيفاش ولا ما شفتش؟ أنا طلعناك يا سيدي في النهاية. واش المشكل الأخ أشرف؟ والله السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله. واش راكم شوية لاباس؟ والله الحمد لله، ربي يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ أشرف؟ أنا من شرف، من قسنطينة، من قسنطينة. قسنطينة، مرحبا بك. وين فوالا راك الاخ دونك مهاجر الاخ اشرف؟
مانيش مهاجر، وين جابيل دو لا فيل، سمح جابيت ا كونستانتين. نو سمح حبيت باش نرفه شوية برك، سمح لي الموضوع تاعنا حول المهاجرين. المهاجرين كيفاش كاين هما ينظروا للانتخابات الرئاسية؟ واش عليه إلا كان راك هاجرت من قبل، ولا كش ما عندك أقارب ولا أصدقاء ولا يعني، المهم يكون الموضوع تاعنا حول الانتخابات الرئاسية والمهاجرين. والله على بالك انا جي اسمه جي اسي دو فو جويندر من نهار انونساو لا دات دي زيليكسيون بور لو 18 نوفمبر. ومن بعد اشاك فوا تلقاني ايوه نسي ندخل في لا كونفرساسيون، مي جو سي با، جي دو توشي ان بارامتر. بون اليوم الحمد لله اليوم صلحت، مي هاي لاباس. اون سكي كونسيرن الحمد لله. En ce qui concerne, c'est-à-dire le sujet تاع اليوم، الله أعلم، je pense هذا وين لحقت بلا فيديو تهضروا على الميغراسيون الجيريانه، ايه c'est-à-dire en بصح France. دونك الانتخابات نو مش با امبورت، justement مش الاخرى. justement ايه justement c'est-à-dire donc la situation de l'immigration par rapport c'est-à-dire ce qui الانتخابات اللي راح تكون في le 18 novembre le 18 avril prochain inchallah. Donc انا عندي واحد النظره، مي نظره تقدر تقول نشوف لي شوز اون بروفوندور، سيتادير عندي دي اموال. انا جو فواياج بوكو، نروح خاصه لفرنسا. J'ai des amis qui se sont installés en France, même j'ai de la famille là-bas. Des amis qui se sont installés depuis une vingtaine d'années, ils ont choisi de partir. Bon, c'est leur choix. Mais la question que je pose, c'est que les gens qui sont partis au Tarbou, je parle de ma génération, moi j'ai 44 ans. Donc, علاه اختاربوا؟ نهضر على une catégorie qui me concerne. Je parle pas de toutes les générations de l'immigration parce que c'est un peu délicat. Donc, لازم عوامل بزاف ما نقدروا نتحدثوا على l'immigration tout court. يعني surtout نهضر beaucoup plus la génération هذه، la génération تاع من 35 ans jusqu'à mon âge, 44 ans. Donc, alors je suis un universitaire. Ils n'ont pas كل choisi واحد d'immigrer والظروف هكاك. تاعو، بيان كل واحد، سور، نو كل جو واحد بارل، والظروف تاعو. كل واحد وظروف. بون كاين ظروف، مي جينيرالمون كاين ان بارامتر تري امبورطون. لو بارامتر هذا انا نركز عليه بزاف. اسكو ايز اون يو لا شونس ولا لوبورتونيتي كي كانوا في الجزائر؟ باسكو حنا كي كان عندنا 20 سنه، بون جي 44 ans، moi la fleur de l'âge كي نقولوا، on n'a pas toujours 20 ans. C'était les années 90 et le début de ce qu'on appelle toujours la décennie noire. Et même, je dirais même, est-ce que ma génération, انا les jeunes qui m'ana où il y avait un jeune qui كان يهضر déjà من قبل، هضر على les étudiants à l'université algérienne et l'université et les études universitaires en Algérie et en France. Moi, عندي ma petite idée là-dessus. Est-ce qu'on a eu la chance ou l'opportunité d'exercer notre citoyenneté déjà en Algérie? C'est le premier paramètre et c'est la première question à poser. Alors, واحد اللي يكون déjà في بلادو، واحد نهضر على روحي انا، اللي ما قدرش يحس بلا نوسيون دو سيتوينتي في بلادو. Alors là, quand il émigre pour, يعني pour un idéal, pour il compense avec le manque, avec, parce que le contexte théo, je parle de contexte d'une manière générale, le madi, le fikri, tout ce que vous voulez, il a dû partir. Il a dû partir. يا Et moi, الأخ mes amis, beaucoup, c'était. الأخ شرف، شوف احنا تفضل الموضوع تفضل. تاعنا هو حول الانتخابات الرئاسية، شوف. ولكن معليش انت راك فتحت قوس هذا حول دوك مثلا هذه القضية نتاع الهجرة، كل واحد والظروف تاعو. شوف أنا كاين اللي خرجته الحقرة، كاين اللي خرجوه تهميش، justement فهمت؟
انا كاين عليه اللي هو راهو انا قال عليه مثلا عنده طموحات، مثلا واحد هو راهو يشوف مثلا العامل ما عندوش قيمة، راهو يخدم 20 سنة ولا 30 سنة ولا ما عندوش قيمة، يخرج هو في خلال سنة أو سنتين يدير سيارة ويتزوج وكذا. بالتالي هو كاين هذوك كل واحد والظروف نتاعو اللي خرجته، كاين اللي خرجوا التهميش الحقرة، كاين اللي خرجته المادة، كاين اللي هو خرج على جال باش هو عنده طموحات أكثر، كاين اللي هو قال مثلا خرجوا من الباب تاع الدراسة، قال مثلا ما لقاش عنده مثلا على باليش أنا يحب يبدع، يحب قال مثلا يحب يخدم، يحب يتطور، يحب يدير دي روشارش، يحب كذا، ما لقاش المادة اللي هي تساعده، وبالتالي هو خرج. كل واحد كيفاش خرج، كل واحد واحد قال مثلا مضطهد، فهمت، مضطهد محقور في العشيرة نتاعو، في أهله، في دواره، واحد قال مثلا عنده آراء سياسية ما لقاهاش، واحد شاف روحه قال مثلا راهو في دولة مسلمة ولكن راهم يحاصروا فيه حتى على الصلاة، من بعد يقول لك يا سيدي ما دام راني في دولة أنا يشوف فيها أكثر من قريش، يقول لك خلي نروح أنا للكفار وخلاص، علاش راني نظل، فهمتني؟ كل واحد كيفاش خرج، واحد خرج عليه شوف باش يتزوج، فهمك كل فهمك واحد فهمك كيفاش. فهمك 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 يا استاذ، يعني فهمك استاذ. انت عندك لا فاكولتي انك رحت تاغ تاغ، انا جاي سي ام تي بو لي بارامتر هاد الحوايج دول اللي كل واحد وكل واحد وكل انا جو بارل دان كونتكست جينيرال. راك فاهمني يا استاذ، انت بور يعني بور لونسي لو ديالوج، يعني عندك الله يبارك امكانيات انك اعطيتني دي بارامتر تير ا تير، يعني الناس اللي يحبوا يميغري وكلش، مي جينيرالمون نقدروا نلموهم هاد لي بارامتر اللي هضرت عليهم بكل، والظروف هذه كل واحد المختلفه تاع اي واحد نلموها في ان غران تيتر، ان غران تيتر سيك. هنايا الناس لا بلوبار دي جون جو بونس، بيتيتر قد نكون غلط يعني في كلامي، يعني ما انا حسب ظني انا انه ما لقاوش لو كونتكست هذاك تاع لا سيتوينتي. باغ اكزومبل هضرت انت على ليكزومبل تاع الظروف السياسيه. انا نعم. بيرسونيلمون جو سوي ان كادر يونيفرسيتير، انا بيرسونيلمون لهنايا je ne suis pas convaincu, ou c'est-à-dire la configuration politique algérienne ne m'a jamais convaincu. Ne m'a jamais convaincu. Depuis 1990, depuis la soi-disant la démocratisation et l'ouverture sur le multipartisme. Bon, j'ai été un petit peu influencé par des partis politiques au début, mais à la fin, j'ai d'autres convictions, c'est-à-dire à les années 90, j'ai la période de Bouteflika de 99 et tout ce qui a été fait par rapport à l'économie, par rapport au projet de société. Et le grand problème, c'est le projet de société. Il n'y a jamais eu de vrai projet de société. وهذا احنا اللي Aucune احنا رانا entité ننظروا له، politique. هذا احنا هذا رانا هو ننظروا له المشكل منذ كبير. سنوات. هذا هو منذ سنوات كبيرة، منذ سنوات يعني بالك اني عندي فكر شوية راديكالي، مي بون سي حقي اني يكون عندي فكر راديكالي. علاه وصلت الراديكالية؟ باسكو انا واش قاعد نقول، انا نقول لك يا استاذ بالك راح نقول كلمة قادر تحكي عليا، انا نقول ان شاء الله الجزائر تدي سون انديبوندونس، إن شاء نديو الله، نوتر وعلاش لا؟ انديبوندونس، إن شاء الله. نوتر انديبوندونس باسكو نديو اون انديبوندونس كي ايتي كونفيسكي اون 62، اي على بالك واش راني نقصد. صحيح، كاينة بعض وهذا الأمور، كاينة بعض الحقائق. كاين هذه هي ان شاء الله ندي من انديبوندون سيتادير ما يفهموش الهضره تاعي يفهموها، يعني تكون كاين تاويلات بيزي ولا لا، نو جو بار هو شوف، دون قلت لك فري الانسان اللي راهو دارس التاريخ وراهو سامحني على باله بالمجريات تاع الامور كيفاش راها تمشي، حنايا ما عندناش فوالا استقلال انا حقيقي، نحوس على انا فهمت؟ انا نحوس هذا الانسان اللي انا نحوس راهو هو على تكون مرهون كاين سي بالباطو. با استاذ. تبعت كاري يا دوك دو سيونس او تروا ملي بدا لانونس دو تاع لي زيليكسيون هادو تاع لو بروشان لي زيليكسيون بروشان بريزيدونسيال افريل هذا اللي راه مقبل، هضرت يا استاذ كلمه الفو يكون نضال كما نقولوا حنا، يكون اتفاق توافق جماعي جلوبال، اي دوك نعم سي سا، هذا هو لو بوت. المخرج هو منا، المخرج هو منا، سمعت لي ميكانيزم باه يكون اون انتيتي بوليتيك، جو نو فوا با دونتيتي بوليتيك كي بو بروندر هذا التوافق نعم شوف الجماعي. هاو شوف المشكل الأخ اللي هو دونك عثمان، كومون سي بروندر، الأخ شرف، هاو المشكل
شوف الأخ شرف، اسمع، نعم تفضل. شوف أنا هذا الموضوع هذا قبل ما نتطرق له، أنا كنت عايش في الجزائر ومشيت مع أحمد طلب الإبراهيمي في الانتخابات نتاع 1999، واقتنعت في نعم تلك المرحلة قبل ما نخرج للخارج، قبل ما نخرج نعم نعم اقتنعت من أنه النضال داخل هذا النظام السياسي ما راهو راح يؤدي لحتى النتيجة. بالتالي أنا ايوه قررت شفتو الهجرة لظروف اللي وصلت يعني حتى التهديد وكذا، التهديد بالقتل، فهمت؟ خرجت درك، لما خرجت في ما كانت كاينه بعض المعطيات اللي كانت غايبه عليا، خاطر انت لما تكون انت تسمع على فرنسا ولا تسمع على المعارضه ولا كذا، ماشي لما انت تخلط الناس. لما خرجت بديت نركتفي في بعض الاشياء، بديت نصحح في بعض الامور، ووصلت القناعة خاصة من أن هذه المسألة نتاع التحزب غسلت يدي منها إلى غير رجعة، وقلت أنا باللي حتى هذه راني كاتبها في المقدمة نتاع الكتاب نتاع المصالحة. اقتنعت مفهوم. يعني بما لا يدع مجال للشك من أنه لابد من مبادرة شعبية لا تخضع لا للسلطة ولا للأحزاب، وهذا الناس اللي هما يعملوا هذا العمل هادو لابد أن يستعدون للتضحية، فهمت؟ للتضحية، تضحية بمعنى بالوقت نتاعك بالمال نتاعك بكذا. دونك انت بكلش الشعب، بكلش الشعب لما يشوف باللي راه كاين مثلا فيه نواة صلبة تاع مجموعة من الناس اللي راهم فعلا هما يحوسوا على الخدمة نتاع الوطن وخدمة البلاد وكذا، شيئا فشيئا تبدا انت ترجع في الثقه. ولو الانسان دوك مثلا يعاود يرجع 8 سنين او 10 سنوات للوراء، الشيء اللي الان راه حاصل، هذه القضيه نتاع النقاش حول المشروع نتاع المجتمع وحول التوافق وحول الوثاق وحول كذا، هذا لو تعاود ترجع 10 سنين للوراء كان محرم خلاص. الناس داروا المصالحه وانتهى الامر وصايي وخلاص. وإحنا من خلال هذه النقاشات، من خلال هذه الحوارات، من خلال الكتابات، من خلال كذا، وصلنا لهذه القناعة. راه الآن بدأت تتشكل هذه القناعة المشتركة شيئا فشيئا. إذا كان لقينا ناس فعلا هم يزيدوا يدفعوا إلى الأمام، نروح نزيدوا نروحوا بعيد. بالتالي درك القضية هذا نتاع العمل هذا اللي نحوسوا عليه ما يخضع لا للسلطة ولا للمعارضة، تقدر أنت تكون فيه، ما راهوش كيما نقولوا قال مثلا خاص، فهمت؟ ما راهوش قال مثلا خاص، قال مثلا بالناس اللي راهم في النظام ولا الناس في المعارضه، الناس اللي راهم هما يؤمنون بهذا الفكر نتاع التوافق نتاع الاجتماع نتاع اننا نفكر في الاجيال اللي راها جايه، مش حتى لينا احنا، مش حتى لينا احنا، انا فكر جيت نتاع على البصر. 40 على 50 سنه على 100 سنه. انت يا دوك مثلا فوالا فوالا امير عبد القادر، امير عبد القادر او مثلا بن بولعيد ولا بن مهيدي، وعلاش هما حضروا الاستقلال؟ ما حضرولوش. حنا نمشيو، خطر بناء الدول هذا لا يتم بين عشية وضحاها. انت تخدم تسعى، فهمت؟ ايفيكتيفمون هاو دوك، هاو علي غديري، هاو جينيرال، هاو صار يحكي لك على مشروع المجتمع، هاو صار يحكي لك انت على القطيعة، هاو صار يحكي لك يقول لك هو باللي المشكل سياسي، فهمت؟ بالتالي دوك القناعة هذه راه غير تزيد برك. وش هو، لازم الناس يكونوا مخلصين ويكونوا مستعدين من اجل باش يضحيوا حتى باش نمشيوا للامام. خطر لا، دوك بحكم الموضوع تاعنا اليوم هو حول الانتخابات الرئاسيه، تفكير في الشخص ما راهو راح يفيد والو في البلاد. تمشي مع انت شخص، هاي الناس تفضل مشات مع بوتفليقه، هاو مشيت مع بوتفليقه، دوك كنت كنتكلم مع الاخ هذا اللي كان يكلم فيا المسيلات، تحس ربما لو كان جات عند واحد اخر لو كان يكوبي عليه، ولكن انا حسيت فيه باللي راه موجوع، حسيت به باللي راهو ربما انسان كان عنده امل وراه غيظته البلاد ومش خايف، خايف هو انه الكشمه يصرى في البلاد. حسيت فيه باللي الوجع هذاك، حسيت بالالم اللي راهو هو يتوجع فيه. حنا دوك ما لازمش الانسان يفكر على الشخص، لانه الشخص مهما كان الامر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات. حنا لازمنا نفكروا في المشروع نتاع المجتمع، المشروع نتاع المجتمع هذا هو اللي يقبل الجزائر تمشي انت فيه،
5 سنين 10 سنين يجي واحد اخر من بعدك يزيد يمشي فيه، يزيد يجي من بعد واحد اخر يزيد يمشي فيه، ونرسموا احنا معالم الاجيال هذيك اللي راه رايحه تجي، ما نورثوا لهمش احنا الاحقاد، فهمت؟ خاطر دوك الشيء اللي راه موجود هو ان دوك راه كاينه تصفيه حسابات، ها هو مثلا هذا غديري والجماعه اللي راه معاه، تخيل انت غدوه يوصلوا للسلطه رايحين ينتقموا من القايد صالح ومن الجماعه اللي كانوا معاه، فهمت؟ وبالتالي احنا نبقاو في هذه أستاذ الصراعات. احنا دوك أنا كنا نحوسوا أنا قال ما أنا بوتفليقه مشيت يا خويا، روح روح ريح على روحك، لازمنا نفكروا في مستقبل الاجيال، وما لازمش احنا نبقاو في هذه الصراعات، تروح مجموعه وتجي مجموعه واحده اخرى، والتغيير يبقى هو الى اجل غير مسمى. لازمنا احنا نفكروا في المستقبل نتاع الاجيال، نديرو حنا معالم كي شغل واحد يدير دي بيلي، راك راح انت تخدم مشروع، انت دير له دي بيلي وامشي، الا كان قدر تبني له الحيوط اللهم بارك، ما قدرش يجيو ناس اخرين وناس يديروا له الضاله وناس يديروا له الفينيسيون ويجيو ناس فيما بعد هما يبيعوا الجزائر، هذه هي. جوستومون داك تهضر على الدارة والأساسات، أنا جو سوي دو فورماسيون أرشيتكت. ايوه أستاذ أستاذ راني جو سوي تو أفي داكور. أنا واش قلت قبيل هضرت دون مانيير أسي كيما نقولوا أسي جينيرال أسي سومار، أنا موافق معاك موافق معاك 100%. أنا قبيل قلت واحد الكلمة يعني بكل تواضع، قلت il faut que c'est-à-dire l'Algérie، انا بور مو حسب رايي انايا لازم تعاود نعاود نديو استقلالنا. وقلت شرط واحد برك، واحد من اول الهضره تاعي تاويل خاطئ في الطريق. لا واش لا قصدي انا؟ قصدي استاذ لا لازم الناس تسمعنا وكلش الانسان يكون واضح مع لي بروبو تاعو، يوصل الفكره تاعو صحيحه وسليمه. انا كي هضرت الهضره هذه، انا جو سوي كالكان كي سانتيريس بوكو ا ليستوار، جو سوي باسيوني ديستوار، اي بارتيكوليرمون نبدا بتاريخ بلادي، تاريخ نعم بلادي والتاريخ النضالي في بلادي والتاريخ السياسي في بلادي. ما نقول لك ما جو سوي با سبيسياليست، مي جو سوي باسيوني دو سا. نعم مليح انا قناعتي انه اي بلاد ولا اي شعب يحب يوقف على ركيبه، كما نقولوا حنا عندنا في قسنطينه يوقف على ركيبه، اما توقف على ركبها لازم تتصالح مع تاريخها. التاريخ واضح يا استاذ، نعم وانت راك استاذي، تقدر تصلحني اذا كان عدت انا غلط. على بالنا في 62 tout a été biaisé spécialement في le mois d'août 62 et انا واحد من الناس قريت في المدرسه الجزائريه وش عمري 44 سنه، وراني دركا جو سوي اركيتكت وجونسين على لونيفرسيتي ا كونستانتين، منيح ما شاء و الله. جو مانتيريس على ليستوار، وحوست يبارك فيك، وحوست وبحثت وما قنعتش. انا انسان فضولي وكاين حوايج كون جو فوا لي شوز هكا من طبيعتي، كون جو فوا لي شوز كي نو مارش با كي نو كور با، علاه المسار راهو يدي كوم سا، اون شيرش اون كروز On essaye de trouver le passé éternel. On se réconcilie avec notre passé et on comprend où ça n'a pas marché. Où ça n'a pas marché. L'Algérie a le parcours révolutionnaire de l'Algérie a été biaisé en 62. Vraiment, on trouve qu'après 62 où ça. Où had سرقة الثورة، سرقة كما نقولوا ثمرة الثورة اللي هو الاستقلال. السرقة كيف صارت في 62 وكيف كومون كسا ايتي بريباري افون 62، سي سا اون لي اون تران دو بيي. استاذ انت قلت كلمة، قلت كونت اون انفيستي اون انفيستي دون دي جينيراسيون. الجزائر مدت دو تروا جينيراسيون كي اون ايتي ساكريفيي ميتنون. بون لا جينيراسيون كي اللي ضحات ودات الكفاءة عند ربي، اللي مات باه جاب الاستقلال، واللي عاش عاش، واللي عاش وشاف المرارة تاع لو ريزولتا. Ah, on a des révolutionnaires rappelés à l'image de grands révolutionnaires algériens, l'IMSEC qui souffre, ou qui sont des vrais révolutionnaires, ou Moutkoura, le Kaïma Tawila, le Raïs Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou, le Zaïm Hussein Aït Hamed, ou le Kaïma Tawila, le Kaïma Tawila, ou le Banna ou Shkin. Donc, il faut que nous salchons ma tarikh. Elle est écoute, nous disons, l'Algérie doit reprendre son indépendance. المهم شوف الاخ، شوف الاخ شرف،
شوف فيما يتعلق بموضوع تاع التاريخ هذا ان شاء الله نزيدو نديرو له برامج واحده اخرى ان شاء الله ونناقشوا. معليش المهم معليش، الموضوع تاعنا هو أنا الانتخابات شوية الرئاسيه فقط. لا هو لا لا فقط انتخابات عن الوسمو انتخابات هذا، النقطه نرجع هذه برك. شوف النقطه هذه بالذات هذه بحكم هو الموضوع تاعنا هو حول الرئاسيات. هذو دوك الرئاسيات الرؤساء اللي والله. فاتوا، الرؤساء اللي فاتوا، لا بومدين ولا بن بلة ولا الشاذلي ولا بوضياف ولا زروال ولا بوتفليقة، بوضياف اون لوي با دوني كلهم اونتر بارونتيز اونتر بارونتيز نخرج بوضياف من لولو. بوضياف اون لوي با دوني كلهم سي بدون مو سي استثناء. ربما شوف، بوضياف ربما سي ان كا الوحيد، بارتيكولي. اصبرني اصبرني، ربما الوحيد منهم المحظوظ هو بوتفليقة. خطر عليه بوتفليقة راهو كان مع بومدين، تسمى راهو تدرب، مش كان مع بن بلة وكان مع بومدين، راهو تدرب من خلال اللقاء مع الرئيس، من خلال قال مثلا لي كونتاكت اللي كان يدير فيهم هو في الخارج مع الرؤساء مع الوزراء، بحكم هو انه كان في وقت من الاوقات وزير الخارجية، هو الوحيد المحظوظ اللي هو تدرب على المسؤولية. بينما بومدين ما كانش متدرب على المسؤولية، وبالتالي الأخطاء هذه راها تحصيل حاصل. بوضياف نفس الشيء، السيد راهو كان في المغرب، كان في واسمه عنده كراج ولا وزين تاع كارلاج ولا تاع بريك ولا يعيشك رئيس جمهورية. وش اسمه زروال نفس الشيء، راهو كان هو دوك مثلا يقود في وحدات قتالية، ولكن الرئاسة حاجة واحدة أخرى، الرئاسة لازم واحد يكون سياسي. الشاذلي نفس الشيء، الوحيد المحظوظ هو بوتفليقة. فهمت؟ وبالتالي دوك انت كي قلت لي دوك مثلا القضية دي نتاع واسمو نتاع الاستقلال، أمر طبيعي هو أنه تحدث مشاكل. لماذا؟ لأنه فرنسا راها كانت قاعدة قرن واثنين وثلاثين سنة، وكانت حاكمة الجزائر. يعني انت درك هاو الإنسان، شوف قال مثلا كان داير لحية، وين يحيها؟ واش راح يحس في جسمه؟ في جسمه تبدل المكان نتاعك برك، تكون راقد في مكان وتبدل المكان نتاعك، تروح انت ضيف عند واحد ما يجيكش النوم. ياو هذه راها قرن واثنين وثلاثين سنة والجزائر محتلة، بالتالي دوك لما تخرج فرنسا راها راح تحدث مشاكل. كاينين الناس اللي هما تخيل، راه خطر عليه انت دوك، انت ما راكش عشت انت مثلا الفترة نتاع الاحتلال، ولكن تخيل برك بعض الاشياء. راهم كاينين بعض من الناس اللي هما لما بدات فرنسا تخرج، كاين الناس اللي راحوا ظدموا، ظدموا على ديور داوهم، كاين اللي ظدموا على فيلات داوهم، كاين اللي ظدموا على اراضي داوهم. فهمت؟ كان طاق على من طاق، كان طاق على من طاق. ودوك الان ما لازمش الانسان يشوف الان، قال راه كاين الدوله، كاين مؤسسات، حتى ولو انه هذه المؤسسات راه مريضه، تشوف لها انت تقارنها انت الاستقلال. فهمت؟ لا لا ما الجزائر فهمتنيش هي المقصود تاعك. ما تر... لا لا انا لا 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 فهمت. معاك. دوك قضيه، شوف قضيه نتاع الاستقلال، ما كانش استقلال تام، لأن الاستقلال هو لا يعني فقط خروج العسكر تاع فرنسا. استقلال لابد هو أنك أنت صحيح يكون عندك صحيح استقلال كلامك ذاتي، كذا. استقلال في المواد الغذائية، تكون أنت عندك قال مثلا أمن غذائي، لازمك تكون عندك سيادة كاملة على الوطن تاعك في كل المجالات السياسية والإعلامية وكذا وكذا. لكن الجزائر ما كانتش دولة بأتم معنى الكلمة، راها كانت خلاص فرنسا خرجت والدولة مخروبة، وبالتالي لابد من بناء. والأخطاء هذيك كانت طبيعية تحدث. دوك الصراعات، قضية نتاع الصراعات حول الحكم، هذيك راه لازمنا نناقشوها وحدها. خطر عليه لو كان انت تدرس نعم الشيء اللي حصل، الشيء اللي حصل حول الاتفاقيات نتاع ايفيون، والتخطيط كيفاش كانت تتخطط فرنسا على جال باش تخلي ناس، ومن بعد هذول اللي راهم دوكم مفكروا في الانقلاب، وتشوف انت كيفاش داروا المجلس التأسيسي هذا، كيفاش دار هذا بن بلا واسمه بن خد الاخر فرحات عباس، كيفاش هو استقال. فرحات هذه عباس. الامور تشوفها، دير تدرسها دراسة موضوعية بصح في الوقت نتاعها، ما لازمش تشوف انت درك الان قال مثلا في 2019 وتدرسها بالمنطق نتاع درك. لا ما فهمتنيش، لا ما فهمتنيش، ما كانش قصدي هكا. سيتادير انا درت برك تحليل وقلت باللي احنا درك
سي توجور الطريق اللي مشات فيها الجزائر سي لو ريجيم هذا اللي كي سو ريجينير بور موا سي ان ريجيم كي سو ريجينير كي سو ريجينيري توجور بوندون هاد الفتره تاع من الاستقلال حتى الان. دونك سي لو شوا لو شوا دو ليديولوجي اللي تبعتها الجزائر ou le choix du régime qui a été installé depuis 62, et à chaque fois, il se régénère selon le contexte, selon l'évolution, ou le contexte politique et le contexte géostratégique aussi. On parle, parce que on a fait Mohet méditerranéen, africain, Chamal africain, et tout ce qui suit, et les phénomènes de globalisation, et tout ce qui suit. رانا بيان سور رانا في 2019 في القرن ال 21. نرجع برك بما ان اسمح لي اني خرجتكم شويه على الموضوع المغتربين. لا لا والله رانا ماذا بيا على جال باش تخلينا في الموضوع، لانه احنا حابين نستفادوا من بعض المهاجرين فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه. معليش راجع ايه معليش جوستومون جوستومون بدكم اسمحوا لي بان يعني انا بور مو انا سيتادير نرجع لك النقطة اللي ذكرتها أنت يا أستاذ، وأنا اللي أنا كمواطن جزائري جو مي بوز لا كيستيون كوتيديانمون معاك في كل الأفكار اللي راك طرحتها، وكيفاه ما نشوفوش الأشخاص دركا ما نشوفوش باسكو دوكا لي فيغور كي سو بريزونت ليليكتورا الجيريان كو سوسوا ايسي اون الجيري ولا الناس المغتربين اي اونكور بلوس الناس المغتربين تبدل لهم ان كونتكست دونك يل فوا الجيري اللي راهي وراهم، ومادام مازالت عندهم علاقه مع الجزائر داكور وراهم في ان اوتر كونتكست ان كونتكست وين كاينه اون فري ديموكراسي كون لو فوي او نو سي دي فري ديموكراسي لوكسيدون يا دي فري ديموكراسي ويشوفوا فريمون الممارسه الحريه الحريه السياسيه الحريه الفكريه الحريه تو سكو فو فولي الحريه باتم معنى الكلمه دون ان كادر ديموكراتيك فوالا اي لا اسكو اون اي ريالمون انا جو بوز لا كيسيون اسكو لالجيري راهي ريالمون دون اون فيريتابل جو دي بيان اون فيريتابل ديموكراسي. انا نعطيك جواب تاعي شخصي وقناعه شخصيه، L'Algérie n'a jamais été dans une démocratie. On a une démocratie de façade depuis 1990, depuis Dostour 1989. On vit dans une Il y a eu vraiment des partis politiques في 1900 سما كي تحل التعدديه والحريه والتعدديه الحسبيه وممارسه السياسه بكل حريه وفي اطار قوانين الجمهوريه من 89 دستور 89، مي ريالمون اسكو يا دي ميكانيزم ديموكراتيك يعني ما كانش انت لو كان تولي تشوف انت مثلا القوانين والدستور كمل الفكره باسكو ومي يروحوا لي الافكار تاعي، اسمح لي يعني على كل حال برك اسمح لي برك نكمل الفكره تاعي باسكو انا دي فوا يروحوا لي افكاري. كي تعود هذا سي لو سي لو سي لو سي لو بروميي كيما نقولوا لو بروميي سي لو بروميي لوفيي بور فريمون يعني كيما نقولوا اسبيري كلكو شوز نبداو نقولوا بسم الله كي يعود هذا ما كانش سيتادير وهذا المشكل هذا او هذا هو المشكل اللي خلى aucune crédibilité في ان بيرسوناج بوليتيك لدرك لحد الان. هضرت هذيك النهار على السيد اللي انا نحترمه بزاف السيد حمروش ساغاست ان فيغور ان فيغور بلوتو اون فيغور دو باسي الى كان رئيس حكومه اي تو سكي سوي، مي درك انا عطيني ان بيرسوناج بوليتيك اللي يقدر يدير لك ان كونسنسوس يتلم وراه لاشات نخبه اللي تقدر من بعد تجيب كل شرائح المجتمع مام المغتربين يقدروا. اعطيني برك ان بيرسوناج بوليتيك كي بو فير كونسنسوس اللي يقدر يرد ان مينيموم دو كريديبيليتي اللي نقدروا نمشيو نقدروا نقولوا ما نحوجوش على الديمقراطيه 100% نبداو نديروا ان تي ديكلونشمون يكون لويور ديسبوار اي سي سا لو بروبليم. استاذي العزيز واش نقول لك حاجه انا يعني بل ما نطولش عليكم الخلاصه تاعي اون لا با ريوسي ا كونستروير سادير في لو سيتويان الجزائري لا نوسيون دو سيتويانتي اي لا نوسيون ديتا
ديتا دو دروا. هذا المشكل خلى هذه المصداقيه ما كانش، يا با دو كونفيونس. الجزائري ما عادش عنده كونفيونس كو هي هذه الجزائري لازم لها الثاني خدمة راهو الأخ، هذه لازم لها خدمة، فهمت؟ سي تان لازم بروبلام. لها لا خدمة ولازم لها نقاش هاو ولازم لها المأزق، حوار. هاو المأزق، هاو المأزق الكبير، هاو المأزق اللي رانا عايشين فيه. كو سوسو المغترب المهاجر او كان جزائري او ليتيديون اللي كيهضر معاك قبيل قال لك قريت لهنايا 5 سنين في الجامعه الجزائريه. انا ثاني جو سوي اونسينيون اونيفرسيتير اكتويلمون، جو سوي اركيتكت نكزيرسي لا فونكسيون ليبرال دوبوي 17 ans جو سوي اونسينيون دوبوي 5 او 6 années à l'université de كونستانتين. اني قاعد نقول لك اني جو ديسكوت كوتيديانمون مع ميز ايتوديون، نسي نشوف يعني جو جوج لا تمبيراتور، نسي راهي كارثه، راهي كارثه كارثه كارثه. انه واحد من الناس ساعات نخمم، وانا واحد من الناس خممت كيف كاستاذ ما على باليش دوك واحد ودور، وخممت عندي صحابي راهم زملاء تاعي، واحد اللي راهو في كندا، عندي ثلاثه راهم في فرنسا، وواحد اون انجلتير. خممت انا تاني نهز وليداتي شوي بار دو فامي، نقول الوليدات الصغار هادو بون راني كما نقولوا حنا الموسم شاف الرقبه في قسنطينه ولا في الجزائر، ومن ولادي نحطهم دون ان كونتكست و دون ان كادر وين بوف ايفولوي. ربي يكون معك ان شاء الله، هذه قالت فهمتني استاذ. ربي يكون معك الاخ شرف، راهم كاين اخوه راهم سي تان بروبليم مرهم الكلام. معليش اسمحوا لي على كل حال، سايتين بليزير استاذ. ربي يبارك فيك، فرصه اخرى ان شاء الله. الاخ شرف مرحبا بك ان شاء الله. ان شاء الله الان راك صلحت الهاتف نتاعك. نورمالمون سي بون، نورمالمون سي ريك ليني نلقي نشفى برك واش من بوطون تكيت. خلي اسبق خلي عليها برك. شوف راه كاين، شوف كاين وين تاع التعليق، وين تاع التعليق كاين، هي كاينه واحد البوطون ثم لازمك تكتيفيها، خاطر كاين ربما اللي ما تبان لهمش. كاين المهم انت تا دوك مادام لي بارامتر تاعك راه ملاح، المره الجايه المفترض تدخل نورمال، خلي عليه كيما راه برك. ما مفترض عندك شو عندك شو شو المره دير الميزاجور هذوك. هذاك يجي اوتوماتيكمون نتك عليها ان شاء الله. ربي يبارك فيك الاخ اشرف، شكرا. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو في الانيشيتيف، ويعني حاجه مليحه. ربي يبارك فيك، شكرا الاخ اشرف، قوانا خير. ربي يعيشك، شكرا. صحيح. نشوف الاخ حمزه بالك، راني طلعتك الاخ حمزه، اصبر شويه برك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الاخ حمزه. الحمد لله، صافو لاباس؟ والله الحمد لله. من راك تكلم فينا الاخ حمزه؟ معسكر. ما شاء الله يا سيدي، اهلا وسهلا بك والاخوان تاع معسكر. واش تحكي لنا الاخ حمزه في الموضوع تاع اليوم حول تاع المهاجرين في الانتخابات الرئاسيه؟ انا دائما كنت نسمح في هذا قسنطيني يهضر. ايوه ما شاء الله، ما شاء الله نشوفوا كيما نقولوا لك دي جان كيما هاكو كاع. نعم. بصح بروبليم تاعنا حنا اللي راهنا في هذا كيما نقول لك في الجزائر، بروبليم تاعنا لغه فرنسيه. سيفهمني. نتفهمك الاخ حمزه، انا شوف انا ما عنديش مشكله ان نتكلم اللغه العربيه ولا نتكلم بالدارجه الجزائريه، ولكن لازمك تعرف باللي كاين الناس اللي ربما الدراسه اثرت عليهم والله، بحكم هو انه ربما راهو دارس بالفرنسيه وراهو هو يقري بالفرنسيه، بالتالي غلبت عليه الفرنسيه. يعني تسمى نتفاهم انا القضيه، يعني ما لازمش انت يكون عندك احراج في هذه المساله، لانه اللغه هي نتاع تخاطب، فهمت؟ انا ما عنديش مشكله، نقدر نفهمه ونقدر حتى نعبر بالفرنسيه، ما عنديش مشكله، ولكن كاينين الناس اللي هما كل واحد كيفاش. انت دوك لما تكلم انت بالدارجه ولا بالجزائريه ولا باللغه العربيه، كاين اللي ربما كاين الناس اللي حتى هما راهم يسمعوا فينا وراهم يقولوا هذو ولا غمصاروا هذو. قول راهم يشوفوا فينا مصاروا. ايه هذه هي، واش دير؟ رانا نحاول نتاقلموا مع الناس. المهم استاذي الفاضل، نوامو تهضر على السوجي تاع الرئاسيات. الرئاسيات وعلى المهاجرين، المهاجرين هذو كيفاش هما ينظروا للموضوع هذا. المهم انا الرئاسيات على حسب ماني عايش في الجزائر في المجتمع، كما يقول لك بهدلونا
بالدارجة بهدلونا وحشموا فينا وشفوا فينا العديان كما يقول لك، مانيش عارف حتى الوينتا بغاو يخونوا ويضيعوا في ليجان كما قال لك كش الغديري، مرة ما كش يقول مرة لك ما عندكم ليجان تاعنا ممثلين ثم في معسكر، كش مرة ما عندكم ممثلين نتاع المرشحين هذوك، كش ما بداو يفتحوا مداومات ثم ولا والو، مازال 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 متعين والو، مازال يعني متعين الناس اللي راهم يلموا في كما قال لك التوقيعات. اللاعب. قلت لك استاذ الفاضل كما قال الغديري، قال لك الجان ولادنا يحرقوا ياكلهم الحوت وانا نروح نشري ب 500 الف. هنا عندها الحق، وشكون اللي دفعهم؟ انا كما يقول شكون بصح السياسه تاعنا شكون اللي دفعهم؟ سياسه نهار اللي كان، دبوسه. نهار اللي كان هو يروح يعقب الوسمو لي فاكونس تاعو في نادي الصنوبر وفي في الزيرالدا وفي النوادي العسكرية وفي بوسفر وفي، ما كانش يخمم على الحراقة. دوك هذا وين شاف نيشان الحراقة؟ نيشان نيشان كما يقول لك استاذي الفاضل، لا كونفيونس صاي، ما بقاش لا كونفيونس، ما ندي الثقه ما كاش، قاعد يجي يقول لنا هذا كما يقول لك رئيس صاي، ما وليناش نديروا فيهم الثقه، كما يقول لك شبعنا منهم يا ماما بزاف كاع. هو الأخ حمزة، شوف الآن لازم، شوف لازم يكون وعي عام باللي لازم الناس تفكر في المشروع مش في الشخص، مهما كان الشخص هذا، لأنه راك تعرف باللي كاين اللي راهو مريض بالنرجسية، كاين اللي راهو مريض بالأناء، وكاين اللي راهو ضق، قال واحد تأثر عليه مرته، واحد يأثر عليه الأصدقاء نتاعو، واحد يأثر عليه أبناء المنطقة نتاعو، وبالتالي دوك انت مهما كان الشخص هذا هو يبقى انسان. فرق بين هو انه يكون عمل جماعي وتكون الناس تخمم المصلحه نتاع البلاد، قال له اخويا احنا محتاجين المشروع نتاع مجتمع نخدموه مع بعضنا ونعاونوا الناس اللي راهم حابين يخدموا البلاد ونوقفوا معاهم. شوف واحد يفسد قال حبس، فهمت؟ شوف واحد يخدم نتير له شابو نعاونه، شوف واحد يفسد قال حبس. بصح باش انت تروح تمشي مع واحد مهما كان الشعار تاعه، غدوة لما يوصل للسلطة راح يجيب صحابه، هنا يشوفوا فيهم رؤساء أحزاب، يدير خوه ويدير ابن عمه ويدير كذا، رؤساء أحزاب مش حتى رئيس جمهورية، يدير عمه فهمت؟ ويدير نسيبه ويدير إيه هذه مش أنا عارف. يشوفوا فيهم رؤساء بلديات، أنا يشوفوا فيهم يمد نسيبه قطعة نتاع تراب بلديات ويخدم، إيه ما بالك أنت رئيس جمهورية، فهمت؟ نيشان من بعد يولي او نسيبوها وداروا في سفارة فلانية، واي بنت خالت نسيبتوها ودارها في القنصلية الفلانية. السياسة هذه لازم تتوقف، لازم نفكر في مشروع المجتمع، خاطر كل ما كان العمل جماعي كل ما نقضيه على الأنا، نقضيه على المشيخة، نقضيه على الزعامة، نقضيه على هذيك الأمراض نتاع الأنانية نتاع كذا، نتاع الجهوية نتاع البني عميس نتاع كذا الرشوة. لما يكون عمل جماعي يا سيدي ربي راه مع الوحدة، فهمت؟ وناس بكري يقول لك المعونة تغلب الصيد، فهمت؟ لما تكون الناس تخدم مع بعضها. يا وشوف المثل نقولها تاعنا لك، يقول انا نتكلم لك عليها هذه من باب، من جانب يعني تجربة ومن جانب علمي. والله العظيم كنت مرات هو انه في الجامعة، يعني هكذا ندرس هكذا في الجامعة، ساعة ساعة يديروا هكذا دي زيكزيرسيس هكذا. يبدأ وقال مثلا أستاذ، قال شوفوا ديروا مثلا دي جروب، فهمت؟ مجموعات، قال ثلاثة أربعة والله. يلحق لي أنا نقعد نشوف، أنا نقعد نشوف مع من نخدم. لماذا؟ لأنه احنا ما تربيناش على ذاك العمل الجماعي، بينهما هما عادي، جميل. هذوك الشناوة ولي جابو من كل راسه يخدموا مع بعضهم، ثم يتأقلموا مع بعضهم، وانت يا تلقى صعوبة على جال باش انت تخدم مع مجموعة. علاش؟ لأنه نعم جميل. ما تربيناش على العمل الجماعي، كل واحد نعم يضرب جميل. وحده، فهمت؟ دوك انتهت الانتخابات الرئاسية، كل واحد هو الزعيم، كل واحد هو اللي راح يخرجكم نيشان من الأزمة، ولكن الناس كما راح تغرق، خطر عليه الباخرة هذه راها رايحة، راها تطر فيها الأمواج، كل واحد كيف راه يجبد فيها. نيشان حنا لازم لنا نعملوا مع بعضنا، فهمت؟ ويكون واحد عاقل يفكر في المصلحة نتاع البلاد، وتمشي الناس واحدة واحدة. أما هو أنك أنت تروح توقف مع واحد ضد واحد
النتيجة ضياع البلاد، خاطر دركا إلى الطرد قلت ماشي كيما في التسعينات، والله درك هي إلى الطرد قلت والله غير ربي اللي سلكها، مع هذا الانترنت مع هذا الاشياء اللي راها موجوده تاع الهواتف النقاله، تلقى انت واحد مهبول يروح يصور لك مجزره وينشرها، فهمت؟ ما على بالوش واش راه راح يترتب عليها. شوف واش راهو صاري من خلال الانترنت، راه البيوت خلات اكثر من قداه من بيت خلات. نعم أستاذي الفاضل، بصح أنا على حسب ماني عايش في المجتمع الجزائري واللي جانها كان التمس فيهم واحد الحاجة، كشغل راهم واعيين شوية. ما مش أتفهمني كامل، أستاذي الفاضل، ما هي ما مش كامل. مشي كامل، بصح راهم يوعوا شوية، راهم يوعوا بعضهم بعض. كما أنا من الريح مع أصحابي يقولوا بلي الجزائريين على ما مش باغيين ينوضوا، نقول لهم نجيب لهم حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هاشا يقول الحاكم إذا ضرب ظهرك وسرق مالك ما تخرجش عليه، اطلب له ربي في السجود. نيشان أستاذي الفاضل، زعما رانا نواعوا في بعضنا بعض، وكما يقول لك كما قلت أنت، إلى طرد ولا قلت على أعطاك مالك بالكتبي، غير ربي يحفظك. ولا أعطاك الحاكم ها بالكتبي، إلا ما أعطاك تخرجش الحاسم عليه، بالكتبي اطلب له زعما ربي في السجود. سلك له تاي، دير له تاي بالنعناع. ها وش بدي له؟ خاص تولي كيما سوريا وتولي كيما ليبيا وتولي كيما ليبيا وتولي كيما وتولي كيما هارهم العراق، والعلم لله. الله ربي أعلم. يبارك فيك الأخ حمزة، شكرا الأخ حمزة، بارك فيك. صح تصبح على خير، شكرا، صح الله الله يبارك فيك. نشوفوا ترى الأخ محمد، هذا الأخ محمد عندك مشكلة في الخط تاعك، نشوفوا الأخ اللي ترمز للاسم تاعك بميشيل. المرة هذه نورمالمون تطلع. الو، اهلا، هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مش رايك شيخ؟ الله يبارك فيك، الاسم نتاعكم درك تكلم فينا، مرحبا بك. انا نتكلم في فرنسا. مرحبا بك، الاسم نتاعك باش نعرفك اخويا. اسمي محمد. مرحبا بك الاخ محمد. لا اسمي ماشي، عندي لهنا لي كونت تلي بلوكيوهم لي نحل لي كونت. معليش اسمي اخويا، محمد. ما نحبش ندخل في التفاصيل، انا فقط الاسم نتاعكم نراك تكلم فيه، وتفضل في الموضوع، ما عندي حتى مشكلة. محمد من فرنسا. تفضل، مرحبا بك الاخ محمد. السوجي هو الانتخابات والمغتربين. والمهاجرين، نعم المغتربين. احنا طلبة هنايا ما راناش قاعدين من بعد الانتخابات. علاه الاخ على محمد؟ بالنا كيما احنا نقولوا بلي اللعب راه مخدوم. احنا دوكا تشوف راهم يديرونا في البهلاوة المسرحية، يجيبوا لنا غير الفرماش، واحد نخدم طيارة بالمطلوع يتمسخروا بينا، يقول لك يحط لك غير غديري، يخلي لك غير غديري ويخلي لك بوتفليقة. مكي يحطهم لك اسمع ديام تور اخ محمد، انت يا لازم. باش نرفهو شويه الاخوه، لا ربما راه كاين اخوه راهم يعانيوا من الاحباط ومن الياس. ما كاينش كاش واحد مرشح قال لهم نقلب لكم واسمو زلبيه نتاع بوفيريك، نقلب لكم ديبو هكذا قناطر في البلاد هكذا. يا كارثه. كان واحد اخينا قال لهم بلي انا يا مهدي المنتظر، جاه وحاليا جبريل. رشح روحه، هذا شتو يضف في البلاد. ايه بالله غير عيب، تمسخروا بينا. احنا على بالنا بلي الشعب انتخابات ما راهيش رايحه كاع، ماش حتكون في مسارها. شغل دوك احنا رانا نستناو برك، بعد باينه راهي تدور بين بوتفليقه وتزاد، زيت ريح 5 سنين دوك هو يموت، زيد يجيبوا لنا واحد اخر وتزاد راهي في الهلاك. يا رب يجيب الخير ان شاء الله. انا شوف ما كاش حل، لا الحل ما كاش، الحل كاين، علاش ما كاش؟ والعلم القضيه، لله. شوف احنا القضيه المغتربين نتاع هو، بينا مبوطين. ها شوف الحل كاين، باش تقول لي الحل ما كاينش؟ الحل كاين، الحلول كاينه موجوده وكاينين رجال. المشكله هو انه درك هذا الطول تاع الازمه والطول تاع المعاناه خلات ناس اللي هي كفرت بالسياسه وكفرت بالسياسيين
وحتى هما لعبوا على هذا الدور نتاع الاختراق نتاع الاحزاب. درك هذا الناس اللي راهم درك معسكر، انا ما يجيش واحد يهدر لي درك هو على الحل، صح؟ الناس اللي راهم اون بوست، مش اللي خرجوا، الناس اللي راهم اون بوست يقدروا يساهموا في الحل، يساهموا ماشي هما اللي يديروا الحل. خطر عليها، اسمح لي صبرني نحكي لك على القضيه بركاري. دوك انت اسمح لي، هذا الناس هما راهم في مرحله من المراحل اخترقوا الاحزاب، اخترقوا الجمعيات، اخترقوا كل المؤسسات نتاع الدوله، وبالتالي لحقوا حتى للاسره، الاسره لحقوا للاسره. تخيل انت يا خوك ولد امك كما يقولوا خرجتوا من كرش واحده، يصير خوك ما يثقش فيك، لحقوا للاسره، كسروا الثقه. ودوك انت باش تعاود الثقه كما يقولوا انت واحد خلاوها خلاص، طربقوها خلاص، ومن بعد انت كيفاش ترجع؟ كيفاش انت دوك هذه المساله هذه تحتاج الى عمل طويل. وهذا الناس اللي هما يتقدموا للصفوف لازم يكونوا ناس صادقين مؤمنين فعلا بيخرج الجزائر من المأساة نتاعها. وإلا هو أنك أنت تجيب لي واحد، أنت البارحة السيد عمره للناظل مباشرة يترشح لك رئيس جمهورية، عمره للناظل ما كاينش نهار تاع نضال في الحياة نتاعو، لا حضر جمعية عامة ولا حضر مؤتمر ولا حضر انتخابات ولا قال شارك هكذا حتى ولو في لجنة نتاع حي، ومن بعد مباشرة يترشح لك رئيس جمهورية، والناس تطبل والصحافة تزمر ويخرجوه لك هاو المنقذ هاو وين المنقذ هذا؟ وين؟ وين المنقذ هذا؟ أستاذ اسمح لي، أنا واحد الوقت نتبعك، ترى كنت نشوف شفت فيديو ديالك تاع حركة ضباط الأحرار، كان يهضر هذاك حسين. حسين هارون، قال لك الهدف تاعهم هذا، باسكو هي موراها كاينه فرنسا امريكا، قال لك الهدف هو الشعب الجزائري يفقد الوحده الوطنيه، اشغل خلاص يولي كل واحد كيف يولي يخمم. دوكا كاع الناس اللي تخمم الخبزه دراهم، اعطي لي دراهم نبيع نروح نبيع حاجه تخدم البلاد ما نديرهاش. وكيما هادوما تقول الاحزاب اختار، كيف اخترقوهم بالدراهم؟ هاك اعطي لي، هاك انت فيلا، هاك هديه. الناس ولات تبيع الشارف تاعها، ولات تبيعه بالدراهم. دوك الناس كاع هكذا ولينا كاع، انا تاك ناطر لا باسم لا الشعب لا انا لا تانيك، ولينا كاع اخ اسمه والخبزه احمد، محمد مرضيه. صبرني برك نكمل لك الفكره. الفكره هذه برك درك انت، هذا الناس اللي هما كانت عندهم السلطه قبل ما يجيبوا تفليقه، وتفليقه راه هو كي جا راه ورث وضع، رغم اني ضده، انا راني كنت ضده من 1999 ماشي للان، لكن مع ذلك لا تبخسوا الناس اشياءهم، الانسان يكون موضوعي يكون منطقي. بوتفليقه هو نفسه راهو ورث وضع، هذو راهم كسروا الاحزاب، كسروا الجمعيات، اخترقوا الاسره، فهمت؟ اخترقوا الاسره، اخترقوها عن طريق وسائل الاعلام في الوقت اللي كانت الناس تموت، هما كانوا يديروا في المؤسسة في المسلسلات المدبلجة تاع المكسيك. انت تكسر الأسرة وتكسر الدعوة، تكسر المسجد وتكسر التربية، تجيب لي ناس، تجيب لي انت يا بن بوزيد وتجيب لي ليك، ومن بعد انت تهضر لي درك على الشباب واسمه، تخلي انت الترويج للمخدرات، الناس تشوف فيهم مبيعين المخدرات تشوف فيهم، ومن بعد تقول لي انت درك بعد ما طربقتوا البلاد، طربقتوها جوش دروات، فهمت؟ ما خليتو حتى مؤسسه، فلقتو البلاد طربقتوها فريكتوها. من بعد تجي انت يا دركا في 2019 تقول لي انت تحوس انت تخرج البلاد من الازمه، او شمن هو تخرج البلاد من الازمه؟ الشغل هذاك واحد اللي راه راح هو حاكم غابه، شعل منا شعل منا شعل منا شعل منا، ومن بعد روح هو اللي طفيها. وين طفيها؟ طفيها روح لا يدير لك المربع يقول لك هاو الدواء. خلي ناس سياسيين، ناس اللي هما يفكروا في المستقبل نتاع البلاد، ناس اللي عندهم براجع برامج وعندهم مشاريع. انا بصح اسمح لي استاذ نعمتك دائما، هي صح يقولوا نخلوا السياسيين، بصح هما ماهوش حيخلوا، اولا هما ديجا ما يخلوهمش، وثانيا هما ما يقدروش زعما يجي واحد منهم يخرج زعما قال يحب يغير الوضع ولا علاش، كاع ملطخين. دوك اللي يهضر يبدا يجبدوا له ميلف، انت سرقت انت قتلت انت هادي، وتالي ده كان ضغوطات تاع فرنسا تاع امريكان
تاع اوروبا تاع المانيا، تما لازم يجيبونا واحد تعجبهم فرنسا وتعجبهم الجزائر. ما كاش، انا في بالي لازم ثوره شعبيه وتكون سلميه، وانا مقبلك نكتب في لي كومونتير. يا ما على باليش الأخ استاذ لا محمد، تعرف كيف. يا الأخ محمد راني قريت بعض التعليق تاعك. اسمع لي، شوف قضية هذه نتاع الثورة، شوف نقول لك، لازمك أولا تعرف المستوى تاع الوعي في الشعب. اسمح لي شيخ، راني اسمح لي استاذ، راني جاي لك. انا راني جاي لك. انا كنت نطالع شويه كيف كانوا الناس يديروا الثوره. منها كان فوق الجزائر، كيف كانوا يديروا فوق الجزائر؟ زي ما كانوش مدارس ولا كانوا الجوامع، كانوا يروحوا جوامع ويعلموا الناس دار دار دشرة بدشرة. كانوا مجاهدين يروحوا، واش كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا لهم الصلاة، نسيت عندها واحد الاسم، كانوا يقولوا صلاة الجهاد. كان عندهم واحد الاقوال شغل يروحوا يربوا الناس على جالك الثوره، يروحوا في المداشر، يروحوا في هديه، كانوا يبعثوا ناس. ودوكا في هذا الوقت المتحضر كاينين بلدان داروا هكذا، كيما في صربيا. الناس صربيا بلاد كيما احنا، حكمتها العسكر في واحد الوقت. واش داروا؟ الناس ما تعرفش كيما احنا هكذا، كاين الناس ما تعرفش، اللي يجي نكازي يروح معاه، اللي يجي هادي يروح معاه. واش داروا؟ خرجوا جماعة هكذا يديروا وعي الناس، يدوروا على المدارس، يدوروا على الجامعات، يروحوا منا بالعقل، حتى الناس ولات تدير ثقة فيهم. ومن بعدك ظهروا وداروا انقلاب، شعب بسيط، يا رجل بصح موراها كانت خلفيات، يا رجل كانت خلفيات. يا الأخ محمد، صح؟ اسمع نهضر معاك. انا عمال في وقت الثورة راها كانت الناس تقسم الكسرة مع بعضها، راها كانت الناس ترقد في فراش مع بعضها، كانت الناس تتغطى بغطاء واحد، كانت الناس تأكل بملعقة واحدة. لو ذكره الأخ ما يسلمش على أخوه، اتقي الله، راهو الأخ ما يهدرش مع أخوه في العيد وما يقولوش عيدك مبروك، راهو الأخ صح يعرض كاينه أخوه من في عرس، يعرضه للعرس ويقول له منجيش. راه الأم ما تتكلمش مع أمها، مع بنتها، العين بليس. دوك اللي راك تحكي هي لي، شوف صح. تحكي لي أنت، دوك أنت تقرأ لي في الكتب، أقرأ الواقع، خليك من الكتب، أقرأ لا الواقع. الواقع كاين أشياء لازمك أنت تقرأها من الواقع. المجتمع الجزائري ضرب في الصميم، هذه الأزمة راه لحقت إلى أن الناس صارت الآن، راه الناس تتقاتل، تروح للمحاكم من أجل الميراث، على جال قطعة نتاع تراب يقتل باباه، يقتل خوه، راه الناس ولا تورث في الحياة، باباه مازال حي، هو يحب يورثه هو حي. راه مشاكل موجودة في المجتمع، ما لازمش انت هذه المشاكل تدير روحك انت ما على بالكش بها، وتبدا انت تخطط نتاع الثورة. شوف للمجتمع ذوك، هذا الحقد اللي راه موجود، فتنة عمياء ضربت البلاد، فيها أكثر من 200 ألف قتيل، فتنة عمياء فيها أكثر من 20 ألف مختطف، فتنة عمياء راه فيها مئات الآلاف، مئات الآلاف نتاع الناس اللاجئين. هذا الحراق اللي راهم دركم راك تشوفيهم، راهم يخرجوا ويموتوا في اسمه على الزوارق، ويموتوا في البحار. هذه المسائل هذه ما تنظرش ليها، شوف حالة العنوسة، شوف للبطالة، شوف لهذ الناس اللي راهم منكم من بتوع الجيش، راك تشوفيهم من المصطلحات نتاعهم اللي راهم يستعملوا فيها، إلى غير ذلك من المسائل. انت هذه المسائل لازمك انت تاخذها بعين الاعتبار، وفي المقابل لازمك تشوف انت لا شوف استاذ، الانترنت. اسمح لي اسمح لي هذه اسمح لي المسائل نكمل لك، كاين اسمع مسائل انا راني نتكلم لك من باب التجربه، فهمت؟ ماشي غير هكذاك برك، من باب التجربه. رانا التكوينه ماناش حابينكم انتم تتكواو، فهمت؟ تكوينه في التسعينات، تكوينه بالنار، ماناش حابينكم تتكواو، فهمت؟ الناس انت يا رانا كنا معاهم، تمشي انت واحد هاز لك مصحف تقول انت راك مع عمر بن الخطاب، بس النهار اللي لحقت له الصح من بعد كل واحد حاكم ذيله هرب، فهمت؟ اختي خوه فهمتك خوه بن امه، فهمتك خوه بن امه يبيعه. ما لازمكش انت هذه الامور هذه تهملها، بالاضافه الى انه الان فيه وسائل، الان راها موجود الفيسبوك وموجود اليوتيوب، راهم كاين الناس اللي راهم ينشؤوا في صفحات ملغمة، كاين الناس اللي راه عندهم برامج ملغمة نتاع جوسسة نتاع الفيروسات، كاين الناس اللي راهم دركم مختصين في هذه الاختراقات،
وبالتالي درك هما راهم رايحين يستغلوا هذه الوسائل، ورايحين هما يستعملوا اشياء، خرجوا لك ملفات خاصة الان درك هذ الناس اللي راهم صار لهم هما مثل الخنزير هذاك، لما انت تحكمه في كاش وحل هكذا، لو كان يحكمك ياكلك. هما الان درك انت غير بمجرد انت راك تسعى للتغيير، هو راه يشوف فيك بلاك حتى تقتله، وبالتالي يقتلك قبل ما انت تقرب ليه. احنا ما ناش نحوسه انت هذه القضية انت في الثورة، خلي عليها في وقتها، انت روح لا للمسائل. لا بصح اسمعني استاذ استاذ استاذ، ماشي زعما قال الثوره الناس تخرج وما تكون سلميه، هي عباك ثوره شغل عندها مع كاين عده انواع من الثورات، كاين بزاف، كاين ثوره وثوره. يا ودي هي واش حبيت نقول لك كونك شغل هي واقعي، صح كونك كاين واقعي، مشاكل كونك بشنو. منطقي. انت لو كنت روح تقول لي اسمح لي استاذ، جي في دارك، شكون اللي يخدم عليك في دارك؟ انت تخدم في لا دارك لا شو، وشكون اسمح اللي لي شاعل اسمح لك لي، الضوء؟ وشكون اللي يخدم لك الدقيق؟ وشكون اللي يدير لك ما على باليش انا ديك وديك؟ كاين الناس تخدم وانت جي في دارك لا وقاعد. لا هذاك الاغراب، هذاك الاضراب، اضراب هذاك عنده كما يقولوا ما يستعمل في محله، كاين هذاك ما يش نقول اضراب، هي على بالك شغل هذه الثورات تكون كيما امي عبد القادر. امي عبد القادر كيف كان يدير الثوره تاعو؟ كان وين يروح المكتبه تاعو يديهم معاه في الحرب، وين يروح اي بلاصه يدي مع كتب، يدي مع عنده جماعه الناس تقري، زعما قال زعما يروحوا في كاش بلاصه يدي مع وسائل الحرب هذا، ويزيد يدي مع العلم باش الناس كي يروح هذيك بلاصه يزيد يوعيهم، يقول لهم كيفاه وهادي ومنا. كيما راك انت تقول استاذك تهضر معايا، راك شغل فيها برك طرق كيف هنا نوع، كيما دوك انت صح تقول لي دوكا في دار في خوك، بصح كي تبداها بالعقل بالعقل، زعما تبداها في الجامعات، زعما تحكم جماعه تاع طلبه يديروا جمعيه هكذا بيناتهم، ياخذوا الناس يوعيهم، بعدك الناس تبدا تفيق، تروح في الجامعه، تروح صوت بلا فيها خطوه تاخذ الوقت، ماشي قال انت لا تخرج الناس تولي كيما دوكا الناس يبدا تفيق، يا الأخ دوكا مع على بالهم محمد، كاع الناس تفيق يا الأخ محمد، شوف قريب كاع. احنا دركا كاينة تجارب اللي دوك مثلا راهم داروها ناس من قبلنا عندها 20 قرن و30 قرن، أو قال مثلا داروها في قرن ماضي. احنا الآن رانا في قرن وين كاين الإنترنت، وين كاين اليوتيوب، وين كاين فيسبوك، وين كاين دوك هذا اللايف. دوك الآن الثقافة نتاع الثورة تختلف عن الثقافة نتاع وقت سابق، فهمتني؟ بوك اسمح لي الانسان اللي استاذ، راهو مش انا متحكم في هذه التكنولوجيا، غير سي با لا بان يحكي على قضيه نتاع التغيير. اول شيء هو اسمح انك لي لازم تكون عندك هذه ثقافه واسعه بهذه المسائل نتاع التركيب، نتاع المونتاج، نتاع التروكاج، نتاع الفوتوشوب، نتاع الكتابه، نتاع التصوير. هذه المسائل لازم تكون ثقافه عامه، فهمتني؟ إذا كان ما تعرفش هذه الأمور، غير سي با لا بان تحكي على التغيير. فهمت؟ ده رئيس حزب سياسي ما عندوش مدونة، ما عندوش حزب، ما عندوش موقع في الإنترنت، ما عندوش صفحة في اليوتيوب تحكي أنت على التغيير. واش من التغيير أنت تحكي عليه أنت؟ ترك في علم أنت تكنولوجيا، لازمك الآن تكون مزود بهذه التكنولوجيا، مزود بها. لازم يكون عندك ستيلو فيه كاميرا، عندك فلاش ديسك فيه كاميرا، لازمك تكون انت قال مثلا كيفاش انت تنتقل من الهاتف للتلفزيون، كيفاش تنتقل من التلفزيون للهاتف. لازمك تكون انت تتقن هذه المسائل، حتى باش انت فيما بعد راك رايح تواجه ناس اللي تحكي لي انت دوك على القايد صالح. القايد صالح هو ما تهدرش عليه، ما تهدرش انت على الاشخاص هذو، راهم ناس، راه جهات دولية دعم فيهم، راه تسند فيهم. بالتالي انت يا دركا ما لازمش اولا تعطي لهم الفرصه، على جال باش هما راهم رايحين يشيطنوا. ناس ائمه وعظ خلقوا لهم ملفات، قال لهم هذا حكموا في قضيه نتاع اغتصاب، وراحوا عدموه وطيشوه لحوه في حفره وروح امشي تحوس لي انت. ناس تشوف فيهم تبلعيط عيني عينك، فهمت؟ هذا راهم امور اللي راها كيما يقولوا في وضح النهار، ما بالك انت تزيد انت تعطي لهم الفرص. تذكى لازم الناس تأمل بالتغيير. التغيير هذا أمر خلاص، يعني كما يقولوا من المسلمات، هو أنه يكون هناك تغيير حقيقي، ولكن ما لازمش أنت تروح تسمى للحلول اللي أنت راك تشوفها سهلة، ولكن هي راها بمثابة. شوف نعطيك مثال برك،
إنسان طبيب، حتى أنا راني كاتبها كتابة إنسان طبيب، لما أنت يجي ليه واحد مريض قبل هو ما يعطي له الدواء لازم يدير له تشخيص، فهمت؟ قال أنت واش الشيء اللي يوجعك، راسك عينك شحال من وقتاش جاك الألم هذا، يا هل ترى في العائلة نتاعك واحد مريض، يا هل ترى مرض وراثي، يا هل ترى كذا، يا هل ترى كذا، ويجي هو يتطور معاه. قال هاو في العلاج نتاعك، قال كل حبة الصباح وأخرى العشية والأخرى غدوة كذا، من بعد قال ما ينفعش هذاك العلاج، من بعد أنت جيت تتطور في العلاج هذاك إلى غايته هو أنك أنت تدير العملية الجراحية، فهمتني؟ عملية تاع الاستئصال. احنا ذكرنا لحقنا لواحد المستوى، باش انت دوك واحد يروح يدير استئصال لازم يكون خبير، مش يروح واحد يدير عملية تاع استئصال يقتل المريض هذاك، فهمتني؟ انت درك لما انت تعمل هذه المسألة هذه يعني كذا. تاع الثورة السلمية، وري لي انت، اعطاني التجربة اللي راك انت درتها. كاين كاين شوف استاذ اسمح لي، انا شفت التجارب. المشكل واش حبيت نقول لك، هي كاين تجارب، كاين كتب داروها الناس بازاو على هذه الكتب ونجحت، ماشي كانت فيها خلفيات. وين ترك تحكي لي انت؟ قال ما على باليش انا غندي في الهند، احكي لي في الجزائر، تحكي لي على لا غندي. لا ماشي في هذا ولا والو، كاين بلدان اوروبيه، ايه هادو وتحكي لي على كيما الجزائر، اش تحكي لي كيما انت لا سيرفي. وش مو تحكي لي انت بلدان اوروبيه، احكي لي على الجزائر وشعب الجزائر. انت هذا المواطن اللي هو شوف راهو لا يقصر مع واحد، انا وش اسمع حبيت نقول لك، اسمع، احكي لي مع هذا الفكره هنا الجزائري اللي راهو الجزائر. درك هو يحكي معاه، مع اخوه الجزائري راح يقصر معاه هو يهاوش فيه، فهمت؟ شوفوا الناس وراهم مقصرين شوف ورا، استاذ، روح احكي احكي. كيف هذه المشاكل الاجتماعيه هي كي تقنع الناس باللي هذه المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه هذه كاع اصلها مشكله سياسيه. تعب كي تقنع الناس، تقنع الناس تولي تبدا توعي الناس. انا ماشي زعما شغل هذاك صارت في بلدان لا هنايا وانت تقول ما تامنش. داروا ثوره سلميه، حاباك وين لحقوا وين يدخلوش، وكيما حنا نقولوا المرادية، يا ودي وبلاد احكي لي هذه كيما قريب الجزائر، كيما حنا. احكي لي على الجزائر، حنا خليني شوف من معايا اوروبا. استاذ، انا في بالي القوة راهي عند الشعب. وعلاش؟ الشعب هو اللي يختار، الشعب هو اللي يمول الدولة، دراهمنا كاع لي زامبو. الشعب هو راهو اليد. يا شوف وراني عباك في معاك، كل الشعب احكي، اسمع الطبيعة اسمع اسمع، الحل توجد راهو احكي عند لي الشعب. على هذا المواطن اللي ما يهدرش مع اخوه المواطن، احكي لي على هذا المواطن اللي هو يخلي موضوع اللي في فائدة الوطن ويروح يتبع لك في التفاهات، تبع لي هذه الأمور من الواقع، خليك من الأوهام وخليك من النظريات في الكتب، شوف لي الواقع، هذا لا المواطن اللي راه احنا درك هو حاجه باباه مهمه ما استاذ، احنا يتكلمش عندنا معاه. بلد في دين الاسلام، ودين الاسلام، دين الاسلام شغل هذه اللي حاجه مليحه اللي توحدنا كاع. شغل هذه المشاكل الاجتماعيه اخوها ما نقدروش نعموها كاع على كاع الجزائر. خوه ما يتفهمش، تقدر تلقى دوك انت اخوك ما تهضرش معاه بصح تلقى جارك اكثر من اخوك، تلقى جارك اكثر من اخوك. هي المشكل. شوف احنا عندنا ماشي مشكل، الحل هو عندنا الدين، عندنا بزاف عفايس وين يجتمعونا تما. هادو ما العفايس نقدروا كيف هو المشكل، كيف توعي اكتو كيما انت كيما انا كيما الناس اللي على بالهم اي تمشي سياسه وغديري. هذا من اتخيل بلي الشعب الجزائري كاع راهو فاهم، كاع راهو فاهم هاد القضيه، راهو فاهم. دوكا الناس انا شفت كيما النكاز في الصفحه، واحد جان يهضر قال لهم غديري مع الدياره، بصح هو راهو مع النكاز، مازال ما فهم بلي النكاز تانيك راهو مخدوم. الناس مازال كاع عباك، الناس داو شويه افكار من بصح، ايه خلاص، ماشي كنا كاع الناس هاك مبدع. هاك عاود جيت ليها وحدك، هاك قاعد تدور الدور وعاود رجعت ليها، تسمى قضية نتاع وعي. لا بصح الوعي، هذا ايوا الوعي، هذا وعي، احنا الوعي واش رانا لازم نديرو؟ نخمو كيف نتعامل. لازمك انت ايه باش تعمو، انت ما عندكش الوسائل، فهمت؟ شوف القضيه تاع بلحاج، اسمح لي، القضيه تاع بلحاج قبل ما يدخل الجيه والفيس ويدخلوهم الحبس، كيف جاب الشعبيه. هو كان وين يروحوا كانت الهضره، كانت عنده سخطو اللسان علي بالحاج، كان يهضر والناس كانت شغل والله امنت ما بهذاك نعرف اللي الدين بالحاج وشاف ما يعرفش على يهضر. الهضره. انت دوك تشوف بالحاج قبل ما على بالك واش حيصرى والجيه، كي تشوف واحد بالحاج يهضر تتقنع ايوه بس هو درك قبل ما على بالك واش حيصرى. درك، واش الشيء اللي عنده تبدل الفصاحه كيف يهضر الان؟ واش الشيء اللي تبدل علي بالحاج هو مازال موجود؟ قول له يأثر في الناس،
لا لا هما زالوا الان بكا هم يضغطوا عليه الامن، ما يخلوش يهضر، ما يخلوش هادي، ما يخلوش هادي. وشنو بصح الناس تبعت وهادي جايه ماشي الفيس اللي داروا هاي في حكايه باش ما ندخلوش باش ما يا نبدلوش ودي نعرف الموضوع. هذه الأمور، وشنو انا ايش حبيت نعرف نقول هذه لك، الأمور وراني عشتها، على نعرف بالي انا شفت فيديو التفاصيل تبعك التفاصيل اللي راح تاعها. هذوك الفيديوهات يسمعني. الأخ محمد شوف نقول لك، هذه المسألة تتطلب خدمة طويلة، تتطلب معرفة، انت ايش حبيت فهمت؟ تقول لي؟ تتطلب معرفة وتتطلب حكمة. هذا الناس هذه لازم الواحد يحوط بهم من كل النواحي، كي تحكمهم ما عندهم حتى وين يخرجوا، فهمت؟ وهذه لازم لها فهمت خدمة فهمت طويلة، هذه ما تجيش هكذاك بين عشية وضحاها، ولا تروح أنت، ما تجيش، ها ما تروح تجيش أنت تجيش. تخير هذه الطريق، ما تروح نبغي. أنت تخير الطريق من بعد يحكموك فيها، فهمت؟ لا شوف أستاذ، شوف أستاذ الحاجة سمعت واحد. الأساسية هي الانتخابات. انتخابات لماذا؟ انتخابات لأن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة اللي أنت راك رايح فيما بعد تكتسب من خلالها الشرعية. لخاطر إذا درت ثورة، كلام صح. إذا درت ثورة فيما بعد الناس عندهم الحق باش يديروا عليك ثورة، خاطر أنت راك أسست للثورة. أنت لازمك تدير الانتخابات، ولكن في نفس الوقت لازمك تعرف باللي هذه الانتخابات باللي راها قد تزور من البداية نتاعها، راك داخل مع ناس لا شوف شوف أسسوا الحياة استاذ نتاعهم اسمح من لي. التزوير. أنت لازمك لما تدخل لهذه الانتخابات من خلال القوانين نتاعهم، وتعمل من أجل تعبئة شاملة، ولازمك تقدم مرشحين، عدة مرشحين تسمى أنت تراهن عليهم، مش أنت تروح تجيب لي واحد مرشح ما عندوش القانون باش يترشح وتراهن عليه. لازمك تراهن على مجموعة من المرشحين اللي يقدروا هما يأثروا في الشارع الجزائري، يقدروا هما يعبئوه، يقدروا هما يساهموا في التوعية وتخدم الناس من بعضها. قال احنا ما راناش رايحين ننتقموا، ما راناش رايحين نصفيو الحسابات نتاعنا، ولازم الناس تتفق حول المشروع اللي يلم الجزائريين كلهم، فهمت؟ كي الناس اللي راهم درك مثلا عندهم توجه اسلامي، كي الناس اللي عندهم توجه وطني، كي الناس اللي عندهم توجه علماني، كاين قواسم مشتركه انت تعمل من اجلها هذيك القواسم المشتركه، وتلم الناس كامل. نهار اللي تلحق الناس لدرجه من الوعي، فيما بعد هذا الناس اللي راهم دوك مثلا داخل المؤسسة نتاع الجيش، ولا في الشرطة، ولا في المخابرات، ولا في أي مؤسسة واحدة أخرى، هم أبناء الشعب. نتايا لما يكون هناك إجماع، فهمت؟ إجماع نتاع أمة تجتمع على مشروع، فيما بعد هذا الناس يكونوا أقلية. هذا الناس أنت راح فيما بعد أنت تعزلهم شعبيا، ومن بعد أنت تروح الانتخابات إذا كان هم زوروا أنت راك محوط بهم، فهمت؟ تكون انت يا من بعد انت تروح، استاذ استني كمل لك هذه الفكره برك، من بعد انت تكون انت محوط بهم، تروح فيما بعد تلجأ انت للامور الاخرى هذيك. لماذا؟ لانك راه عندك ديجا قياده، فهمت؟ قياده راه خلاص صار عندك الزعيم اللي راهو قال مثلا الرئيس اللي راهو درك هو انتخب عليه الشعب، خلاص فيما بعد الناس من بعد تستعمل انت الثوره السلميه ولا حتى بالسلاح، فهمت؟ انت المهم انت راك خلاص روك رحت للباب نتاع الانتخابات، وراه وقع لك تزوير، راه التزوير راهو تسمى يدخل في اطار تاع الخيانه، الخيانه العظمى نتاع البلاد، لانه هذ الناس راهم زوروا اراده نتاع شعب. عندك فيما بعد انت الوسائل حتى غدوه قدام المجتمع الدولي، فيما بعد انت عندك انت كيما نقولوا لي كوز هذوك، عندك انت على جال باش انت تحاسب الناس هذوك. اما هو انك انت تروح الناس هما راهم يقول لك حنا نحوسوا على الانتخابات، انت راح لي الثوره من بعد انت يشيطنوك، قال هذا الناس راهم يحوسوا على الثوره في البلاد، هذو الناس راهم يحوسوا على الفتنه، هذو الناس يحوسوا على لا لا بصح البلبله. استاذ، الثوره بالك عطيت لها اسم، شغل كي تسمع ثوره تقول لها طلع الغابه ولا الجبل. لا لا هي ثوره، شغل كاين طرق، شغل كاين طرق اكتو كيما تقول. حنا كنقدروا نديروا اجماع على مشروع، هي دوك المشي كيفاه دوك دير باش تصرا اجماع الناس قاع يتفقوا. ما هي الطرق؟ كاين انت باش انت الناس قاع يتفقوا على مشروع، لازم لك كيما حوار لازم لك لي ونقاش ميديا، لازم لك صح. كاين طرق واحد اخرين ابار كيما لازم تكون عندك قناة فضائية ولا ولا ما عندكش هذا، بصح كاين طرق واحد اخرين، كاين الف طرق. وشنو صح لازم فيها مال، لازم فيها مساندة، لازم هذه هي. وشنو كيما راك تقول نتايا،
المشكل كيفاه تقدر اجماع على كاع الناس مشروع. ما نساوش باللي هنا شوف في شوف، نقول العسكر ما مش الشرطه. الحاجة الأساسية هو أنه هذا الشباب لازم يقطعوا الصلة نتاعهم بهذه فكرة الشخص وفكرة الحزب. التحزب هذا راهم رايحين غير يضيعوا وقتهم معاه. هذا الشباب هذا لما هما يفكروا هذا التفكير الجماعي وتصير عندهم هذه القناعة، ما لازمش يفكروا في رواحهم. قال لك مثلا انا نعمل من اجل باش نصير رئيس، ولا باش نصير وزير، ولا باش نصير زعيم يهضروا عليا. خاطر كاينين الناس اللي هما يتاثروا بالبطولات نتاعها ويحب يصير هو بطل، ولا يحب يصير يقلد، ولا يحب يكذا. اصنع شخصيتك، يحبوا البوفوار. اصنع شخصيتك، ما تقلد ليش انت واش دار العربي بن مهيدي، واش دار انت يا بن بولعيد، واش دار انت ابو مدين، واش دار لا انت. لا اصنع استاذ اسمح شخصيتك. لي، العربي بن مهيدي اصبرني اصبرني استاذ اسمح لي اصبرني اسمع الكلام دقيقة تاعي، الحلقة اصبر اسمع لي الكلام تاعي. اسمح لي راح اصنع اسمح شخصيتك، ولما انت تفكر فكر للمستقبل، ما تفكرش لروحك. فكر من انه راها كاينه اجيال راح تجي من بعدك. واش انت درت؟ هم كاين الناس اللي دركم ماتوا، قال مثلا عربي بن مهيدي او مصطفى بن بولعيد او راحوا بوسائل بسيطه، واستطاعوا من خلال الوعي نتاعهم، استطاعوا من خلال التخلص من الانا والتخلص من الزعامه والتخلص من المشيخه، استطاعوا هو انه يغيروا المجرى نتاع التاريخ بوسائل جد محدوده. وبقات الناس دوك راها تهضر شوف عليهم أستاذ جيلا عن جيل. وكاينين الناس اللي راهم درك هما فكروا في البريستيج، وفكروا في المنصب، وفكروا في الاعلام، وفكروا في كذا، بمجرد هو انه يموت ما تجيش تعاود تسمع به. هام قال لك هم هزوه تسمع به في النشره، قال لك هم دفنوه بسلمه بالعافيه مركي في الحيط. فهمت؟ كاينه صح هذه هي صح القضية. كاينه هي ماشي. شوف انا مانيش زعما قال عربي بن مهيدي يعني نسيت تكون عندي الشخصيه تاعو، طرق كيف هو دار باش اندلاع الثوره. انا شفت خضره شويه هكذايا جاز شغل، ماشي قال هكذا داروا اندلاع، صارت اندلاع في كل مناطق تاع الجزائر، تما كانت مخططه. هذاك التخطيط اللي حبيت نفهمه كيف داروا، باش شفت بلي كيف كانوا ناس يديروا، كانوا يطلعوا في تشاري، هي كاع بزاف الجوامع، كانوا الجوامع والمدارس، كانوا تاع القرآن، ماهيش كيف كانوا تما كيديروا نهائيا. الوعي. هذوك راهم كانوا تحت سلطة تاع استعمار، والاستعمار قاس الناس الكل، فهمتني؟ قاس الناس والله يا الكل. أستاذ كانت تحكم، الناس شوف تشعر تحكم بالاضطهاد، 40 تسمح لي. تشعر بالظلم، تشعر بالحقرة، تشعر بالإهانة، تشعر بكذا. وكاين الناس اللي هي كانت تعمل للوعي، فهمت؟ كانت تعمل للوعي، كان جمعية العلماء تاع الجزائريين، كان فرحة عباس، كان صالح الحاج، كانت الناس تعمل من أجل التوعية، وبدأت الناس تخدم شيئا فشيئا. ولكن الناس يبقى بعد هي راحت لجأت للسلاح، خاطر شافوا بأن هذا المحتل هو لا يؤمن بهذه القضية نتاع العدالة، ولا قضية نتاع كيفاش باش. على الفيس يا استاذ؟ لكن كيفاش الحكايه تاع الفيس؟ انت الآن راك تروح تصلي مع واحد في نفس الصف، راهو معاك هو خوك جدارمي ولا شرطي وبغى عليك، تلقى روحك في الدار مع خوك، في خوك في الدار يظلمك. ما راكش كيما نقولوا في الوسمو هذيك. راه الان الظروف اختلفت، بالاضافه الى انه مثل ما كنت نحكي لك على قضيه تاع لي ميديا، هذو لازمك تدخلهم في الحساب تاعك. الان لازمك انت تستهدفهم. قال مثلا بكري انت تضرب واحد بالصاروخ، الان تضربه بميساج، تضربه بفيديو، فهمتني؟ حتى تسمع فيهم، تسمع فيهم في العبارات يقول لك انك لاشيه، خطر هو يضربه بفيديو يفلقوا، فهمتني؟ يضربه بتسجيل يطردقوا، يضربه بصوره كذا، فهمتني؟ دونك انت لازمك تتقن هذه المسائل، تتقن الفن نتاع الخطابه، تتقن الفن كيفاش انت تعمل، وما لازمش تغصب، ما لازمش تغصب روحك. هذه المسألة إذا كان دارك تفكر للمستقبل، لازمك تنظر للمستقبل، ما لازمش أنت تتسرع في جني نتاع الثمار. وإذا كان لقينا احنا ناس فيما بعد راهم رجال مخلصين مستعدين هما باش يقدموا للبلاد، نهار اللي تجتمع ثلة من الجزائريين يبدأ فيما بعد الشعب يتوحد عليها. تاك تشوف فيهم دوك راهم كل يوم يظهروا في الجروب،
فهمت؟ قال واش قال على وقت شوف استاذ الانتخابات استاذ تخرج اسمح لك لي ها. مجموعة يخرجوا لك بيان قال واش أيها الشعب الجزائري وأيها كشغل غنم، فهمت؟ شوف استاذ اسمح لي انا كي تجي تشوف هكذا التاريخ ومنا انا في شخصيا رايي الشخصي انا مازال نقول حنا رانا مستعمرين انا مستعمرين في فرنسا كاين عده طرق من الاستعمار كاين استعمار بالجنود مازال استعمار سياسي اقتصادي كي تشوف القرارات اللي ياخذوهم في البترول وكيف يقسموا البترول وكيف ما باش ما ندخلوش في الديتا تفهم بلي مازال مستعمرين وفي السياسه هي كان بك نقدر احنا ولا يقدر كجماعة توعي بك باللي الشعب باللي احنا مازالنا مستعمرين وصح كي تشوف بزاف عفايس تفهم تشوف بن غبريت تشوف لي مينيسك الوزاره كيفاه دايرين القرايه تاعنا كيفاه دايره ولاد كعب الفرنسي كاين بزاف عفايس شغل راهي تدل باللي شغل الدوله تاعنا باللي صح انا ما الثقافه تاعنا تروح الاخلاق تاعنا راهي تروح نعم، ولاو يخربونا الأخ في كلش محمد راهم كاين إخوة يحتجوا، نحاول مرة اخويا أخرى. اسمح لنا بزاف لا طولنا ربي يطول، وشكرا جزيلا يعطيك الصحة ربي استاذ يطول، والله يعاونك شكرا للأخ محمد. المهم معذرة الإخوة، شوفوا ترى الأخ هذا صالح، دوك نجي لك الأخ أحمد اصبر شوية، شوفوا ترى هذا الأخ صالح هذا راه يريكلامي، كشما راح يدير لنا بيان في الأمم المتحدة يا صاحبي يشكي بينا. هاو جا الاخونا الصالح يا صاحبي، يا اخي ما تروحش تشكي بينا برك الامم المتحده. آه والله لا عيد يا أستاذ والله غير قلبي ثاني يا أستاذ بغيت نشارك برك مرحبا بك الاخ كيراكم صالح، السلام والله عليكم لاباس السلام الحمد لله، عليكم ربي يبارك فيك. ورحمة من راك تكلم فينا الاخ صالح؟ والله غير ماني نتكلم معاك من مدينة معسكر ما شاء الله، مرحبا بك الاخ صالح. معسكر وكبر دون دو ولاية يا اخويا مرحبا بك، يتقدر من مغنية وفي عايش في معسكر ما شاء الله. اسمع، ما دام ما لا مغنيه ما راه عندك المعرفه معبود في اللقاء يتقدر ولد الحدود ابو درسي، ابو درسي وبن صالح ما عندك راني جايك المعرفه. عليهم جايك عليهم راني جايك ايوه، عليهم واش تقول لنا يا الاخ صالح في أستاذ الموضوع تاع اليوم؟ يا أستاذ حنايا القصة أنا اللي دابري ما نعرف أنا أستاذ قدم لي الميكروفون الأستاذ راحت القصة بداها شوف من الصوت، ميصالي الصوت الحاج تاعك بداها من ميصالي الحاج أستاذ استنى دوك نجيب الميكروفون لا عندك الميكروفون خير باش نسمعك مليح، لانه راه يبان لي باللي الصوت ناقص شويه. إيه نيشان الاخ فراح اصبر شويه، اصبر يكمل خونا استنى صالح هو. استنى دقيقة معلش يعني بس يموضوع الميكرو هذاك الكيت من وين راه؟ لا الو نعم تفضل الاخ صالح، استاذ زيد له زيد له شويه بالك لا عذرك منقص له، راني شايف شوف بالك الصوت، لا لا كان هضروا بيان شوف بالك لا عذرك منقص له. راه بيان دروك هكا دوك انا نسمع فيك جيدا. يا استاذ القصه بدات كما قلت لك من ميصالي الحاج. نعم ميصالي من ميصالي الحاج، ميصالي الحاج ومن بعد فرنسا كريات لنا لفالان، راحوا بعض المجاهدين وراحوا في الطيار داروا على ميصالي الحاج، ومن بعد بدات القصه كيف فرنسا هي اللي درت الكذبه لفالانة، الكبيره اللي درت لفالانة. قصه نيشان كي بدات اللي تكري بار لا فرنسا لفالان، ما كرياوها لا المجاهدين لا كما قال لك تاوعنا لا والو. تسمى راك تقصد لي فيه عبان رمضان، ماشي بزاف عبان، كيفاش حنايا كاينين في هذاك ليبوك مجاهدين قتلوا مجاهدين في الجبل، على بالك بها هذه استاذ ولا ما على بالكش بها؟ اي كاين قتيله وتصفيه كاينه حسابات كاينه موجوده.
تصفية الحسابات موجودة. سيتادير حنايا عمرنا ولا دينا الاستقلال أستاذ. جوسكا ماتنو مازال ما ديناش استقلال. والله شوف، نقول لك الاخ صالح، هي ممكن، شوف ممكن تقول لي كاين اختراق معك، ممكن تقول لي باللي فرنسا مازال عندها الى حد ما وصاية معك، لكن ما لازمش الانسان يبالغ لوحده لدرجة هو انه يولي ما كان والو، ما يتمنى الانسان يكون موضوعي شوية. واستاذ على بالي بلي نكونوا موضوعيين، بصح انا دابري ما فهمت ما اللي استقلينا. لو سيستيم راه قاعد غير هو هو، عمر سيستيم ولا تبدل، الاشخاص يتبدلوا مي لو سيستيم قاعد هو هو. اسكو كاين ان ديفلوبمون هذه معاك كبير؟ معاك، كاينه بعض الاشياء دوك. سي علاش؟ تادير مام هذا لو شوف نقول لك، بريزيدون هادو. شوف نقول لك الاخ صالح، نعطيك الكلمه وان شاء الله نحاولوا نستفادوا من بعضنا البعض. شوف مثل هذاك الانسان اللي راه درك هو ما اختارش التربه، فهمت؟ ما اختارش التربه، ما اختارش الوقت، وراح غرس غرس غرس. كاين كل مثلا شجره دارت ثمره، وشجره يابسه، وشجره وقاعده راها تكبر كي الغابه هذيك، قاعده تكبر تكبر تكبر. ومن بعد درك حنا راك انت في عمليه الفرز، راك داخل في غابه، ساعات تلقى شجره فيها عرف مليح، ساعات تلقى شجره يابسه، ساعات تلقى كذا، فهمت؟ دوك فوالا الاساس لم ي... الاساس ما كانش على الصح، فهمت؟ وحنا يعطيك الان دوك الصحة. رانا هذه نجنيو في اخطاء نتاع الناس اللي هما اقترفوها، ومن بعد صار فيه تراكم نتاع سلبيات وتراكم نتاع اخطاء. احنا دوك الان لحقنا الوضع وين انه يا اما انه الناس لازم تستفيق وتمشي لتغيير حقيقي، واما انه راهو راح يصرى انفجار اللي يحرق البلاد. لخطر عليه الانفجار اللي راهو صرى في التسعينات هذاك، راهو الشعب ما انخرطش فيه. الشعب انا راني كيما نقولوا احنا رانا اولاد الشعب، كنا نشعر بالظلم، كنا نشعر بالحقره، نشعر بالاهانه، نشعر بالتمييز، ولكن مع ذلك الواحد راهو كيما نقولوا حكم القلق هذاك وحكم الغيظ نتاعو. وساعات تشوف في واحد كذا تقول انت هذا نروح نحكمه نمرمدو، ومن بعد تولي تقول انت ودي تخاف ربي تخاف. ولكن الان راه مع ناس اللي ما عندهمش التكوين نتاعنا، احنا ما عندهمش التفكير تاعنا، احنا راه درك قادر واحد يديروا له بره في يده ويروح فيلاج يحرقه، فهمت؟ واه نيشان نيشان هذه هي دوك نيشان. الانسان، بعد الانسان انا واحد من لا سيتوياسيون راني فيها نعم. ضحية حقرة. انا على بالك شوي دون فامي ريفوليسيونير دو بير اي اون مير. الله يبارك. جدي شهيد، بويا مجاهد كونداني امور دو فوا، خالي شهيد، استادير شوي دون فامي ريفوليسيونير. الله يبارك. مي انا اللي ما لي لا كيسيون اللي راني نحوس عليها، اسكو بلو تار غادي نتحرروا من هذه الازمه اللي خلتها فينا فرنسا؟ بيان سور نقدروا. ان شاء الله. انا هذه اللي ما عرفتش لا سوليسيون تاعها، توجور خمام في لا سوليسيون اسمع تاعها. كومون سا سبي مسلمين، سوا شوف اسمع مسلمين، اسمع دير ثورة. الرومان ودقدقو، فهمت؟ الرومان ودقدقو مسلمين. اسمع المسلمين وش هو؟ لازم الناس تكون فعلا مؤمنة بربي ايمان حقيقي، وتخدم الناس على الوعي الحقيقي مش الوعي الزائف تاع يا أستاذ في بيع هذاك الاوهام. الوقت، يا أستاذ في هذاك الوقت الإسلام كان جديد، الناس كانت متشدة، كانت مؤمنة بربي نيشان، مؤمنة بالرسول نيشان، كاين الإسلام كان شوية قوي. ما يضروا كيما راك تقول أستاذ صلي معاه في الصف الأول، تصلي معاه الدور، تدخل معاه في البيرو، تصيبها حاجة غرونديلي. إيه أنا معاك، أنا قلت لك باللي لازم يكون إسلام صحيح ووعي صحيح. هلا يطلق لك اللحية هنا مدير، يطلق لك اللحية هنا يطرافيكي لك. ما عندها حتى معنى اللحية. في التسعينات اسمع، في التسعينات كنا احنا نشوفوا مثلا، قال مثلا مهري، تشوفي انت باللي انسان امرض ما عندوش حتى شعره في وجهه تشوفيه، لكن مع الوقت تشوف باللي مهري هذاك اللي ما عنده حتى شعره في وجهه
راه اتقى اتقى وارقى من هذوك اللي د العتاريس هذوك لا عتاريس. سيت ان غران توم هذاك، هذه شخصية كبيرة و سي تو بارت بالنسبة للجزائر. ايه هذيك خسارة كبيرة للجزائر هذاك، وشوف وبزاف يحفظ القرآن، بزاف ناس يحفظ القرآن، يحفظ القرآن على ظهر قلب، ولكن لا يتظاهر بالتدين، لأنه عارف بالتدين بالمسألة بينه وبين ربي. هنا بين ربي. فوالا، حنا ما نهضروش، حنا اللي غلطنا، حنا كاينين بزاف اللي كانوا اشخاص كيما هادوك، شخصيات كيما هادوك، مجاهدين كيما هادوك تاع بصح، اللي لحقوهم البارنا ولحقوهم لفرنسا ولحقوهم وكتلوهم، صادير لي فري اللي كانوا داروا لا ريفوليسيون نيشان، اللي داروا الاستقلال، داروا الثوره كيما كان يقول خويا محمد وامثال بالطريقه بتاعهم اللي داروها، هادوك قلعوهم ما خلاوهمش. سيتادير فرنسا ما خلتش اون جينيراسيون واحدة أخرى اللي تنجم تقد دير ريفوليسيون، سيتادير خلات غير ولادها اللي كانوا دايرين الثورة بكري وكل شيء، وكاع القلال قلال اللي يقراو، قلال اللي يقراو، اللي يقراو اللي كانوا مسامين فرنسا. أنا هكا بالنسبة لي قرا، كاين واحد قرا أليبوك ميصالي الحاج، دار لهم دي كونديسيون، قال لك هذا غادي فليوتار يغلبنا بلي كونديسيون تاعها، سيتادير اوني كرياو افلان باش تحارب رغم ميصالي قلنا الحاج، كانت فيه طيحوا أخطاء، ميصالي الحاج. شوف كانت فيه أخطاء، أخطاء كثيرة، فهمت؟ لو ناخذ مثلا، برك ناخذ كمثال، وكاين بعض الناس اللي راهم يكرروا في هذه الأخطاء الآن. أنا هاني نتكلم فيك من فرنسا، هاني نتكلم فيك معاك بالعربية، كش مرات تسمع في فرنسي ولا ساعة هكذا نقول كلمة هكذا، والله هاني نتكلم فيك من فرنسا، راني قريت لهنا والله في يبارك. فرنسا، هاني قريت لهنا في فرنسا، والله العظيم نمشي في وسط الغازون وكأنني في صحراء، والله لا على بالي بها ولا مأثرة فيا ولا محركت لي شعرة. احنا لغاب وكاين الناس، كاين الناس اللي راهم في الجزائر والقلوب تاعهم راها تسبح في الشونزيليزي وراها تسبح في الـ في الـ فهمتني، لا قضية احنا تاع الشخصية. اصبرني برك على الأخطاء، برك على الأخطاء هذه. أنا الوالد واو نتاعي، الوالد نتاعي جا في الثلاثينات، احنا ما كانش يتكلم الفرنسية، وكانت الناس عندها عداء، وكان حتى الإنسان اللي يتكلم الفرنسية والله هذيك يشوفوا فيه وكأنه راهو إنسان خلاص. يا صاحبي ربي دار اللغات ودار اختلاف نتاع الالسن، وين راه المشكل؟ والله العظيم شوف هاني نقولها لك، كاين ربما بعض الناس اللي التفكير تاعهم واطي، والله هذيك الله يسهل عليهم، قسما بالله كاينه اشياء لو لم اتعلم الفرنسيه ما فهمتها، صدق او لا تصدق، نعم لما تقرا الفرنسيه وتقرا كتب علميه ماشي كتب نتاع البلعيط ونتاع التضليل، فيما بعد انت نعم تشوف في روحك انت راك تشوف في العالم بحاجه واحده اخرى. يعني مثل انت دوك عندك نظاره هذه تعمل فيها، تدير نظاره واحده اخرى تولي تشوف انت فيها بكولور واحده اخرى، تقول والله النظاره هذه صاحبي. نفس الشيء اللغه، دوك انت لما انت مثلا تجيب قصيده باللغه العربيه تستطعمها بزي، لما انت تروح تسمع قال مثلا قصيدة بالانجليزية تستطعمها بزي واحد اخر. دوك انت لو كان تروح تجيب مثلا واحد فرنسي تكلمه بالعربية ما راهوش راح يفهم. ايه واللغة، اللغة هي وسيلة انت تخاطب، انت راك تعمل. دوك انت لما تقرأ ما لازمش الانسان دوك قال مثلا كيشوف فرنسا 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 فرنسا، لا يا صاحبي، صحيح فرنسا احتلت الجزائر، صحيح فرنسا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، صحيح هو أن الجزائر راها تعرضت وما زالت إلى اليوم تعاني من الاحتلال الفرنسي، ولكن هذا لا يمنع هو أنك أنت قال مثلا تتعلم أو تقرأ. كاين الناس اللي دوك مثلا راهم دوك هما في فرنسا، أنا أعطيك كمثال برك، كمثال بحكم هو ان احنا رانا نتحدثوا اليوم موضوع الانتخابات الرئاسيه ولا نتاع الهجره والزياره هذا. هذا أوزيالا انتخبوه في وقت الفيس،
في اعتقد في برج الكيفان ولا في برج البحري ولا في المهم في الضواحي نتاع العاصمه، ممثل الجبهه الاسلاميه اعتقد كان رئيس بلديه ولا في الولايه ولا نائب ولا مش فيش، المهم كان منتخب على الجبهه الاسلاميه. هذا كان ازيله، مع الجب. ايه هذا ازيله من العائله نتاعو، عائله كاينين عائله ثوريه وكذا. هذا ازيله واحد طبيب جراح، اول طبيب اللي دار العمليه نتاع الكليه في الجزائر. ظلموه ظلموه وقهروه جزائريين ودوه للمعتقل وخرج وجا لفرنسا. في فرنسا كان داير كلينيك، في فرنسا كان الله داير يبارك. كلينيك، كلينيك كان يداوي فيها. تخيل شكون اللي جا يداوي عنده. موجود في الإطار. احنا رحنا نديرو حزب سياسي مع احمد طلب الابراهيمي، قال لك هذو بقايا الفيس. تخيل شكون جاي يداوي عنده، هذا العقول زرهوني جاء هو بدل له الكلوه نتاعو في فرنسا. الله يبارك. في مكان الانمي تاعه. بدل له الكلوه نتاعو في فرنسا، هذا بالذات اللي هما كانوا يسبوا فيه في فرنسا. باش تشوف انت دوك هذه التناقضات اللي راح موجوده. تناقضات. خويا انسان راهو عنده اصل نتاعو، كان في فرنسا يمارس في العباده نتاعو وكان يعاون في الناس وكان داير عياده داخل فرنسا، ولا واحد من الفرنسيين بالعكس هم يجيو ليه ويقادروه ويداويو عنده. انت ما لازمش تنظر انت لفرنسا نظرا نتاع 54 ونتاع 1830، رانا في 2019، راه نشأت لا حسيه أستاذ، واحده اخرى. أستاذ كاين ناس جوستومون اللي جوستومون ما راهم راحش من محاكمينهم، كاين ناس اللي راهم يا محاكمينهم أستاذ هما. جوستومون نعم تفضل. جوستومون أستاذ، أنا مانيش نشوف فيها بالنظرة تاع 54، ما نشوف فيها بالنظرة تاع 62، ما نشوف فيها بالنظرة تاع 1830. سي كو لو بروبليم اللي نشوف فيها نعاود نولي لهذيك الفترة باش نبداو التاريخ. إلا ما وليناش للتاريخ ما غاديش نشوفوا لو فيتشر. لا لا تصحح صحح بعض غادي نشوف المعلومات، ماشي انت المستقبل. تولي للتاريخ، صحح إيه. صحح التاريخ إيه. معاك. بدر. ايه نولوا للتاريخ نشوفوا التاريخ كيش بدات وكيش راها. اسكو دروك عندنا حل واحد اخر باش نجينا رئيس ونتسقد البلاد، وين ها الطريقه؟ واش من طريقه باش تسقد البلاد؟ اسكو تسقد بطريقه سلميه؟ اسكو تسقد بطريقه ثوريه؟ الحل موجود، فهمت؟ حل موجود. احنا درك هذه الاشياء هذه اللي كنت انت تحكي فيها كلها لازم احنا ناخذها بين الاعتبار. لازم عين نشوفوا الاعتبار. التاريخ نتاعنا، شوفوا التاريخ نتاعنا، شوفوا الاخطاء اللي وقعت في التاريخ، شوفوا هذه التصفيات مرتكبة. الجسدية اللي وقعت، شوفوا الظلم، شوفوا الحقرة، شوفوا العنوسة هذه اللي راها موجودة في البلاد، شوفوا البطالة، شوفوا التهميش، شوفوا للجهوية، كل هذه المشاكل اللي راها موجودة في البلاد احنا نشخصوا الموضوع هذا التشخيص كما ينبغي. الجزائر نشخصوها بالمشاكل نتاعها بالوسمو، ونشوفوا الإمكانيات نتاعنا احنا واش عندنا. قال عندنا بترول، عندنا غاز، عندنا ثروات، قال كذا، عندنا ذهب، عندنا فلاحة، عندنا سياحة، عندنا كذا، واش قادرين نديروا؟ كيفاش احنا نعلو نجيبوا احنا نتلاقاو من خلال النقاش من خلال سمو ونشوفوا الحل اللي يليق بالجزائر. انا شفت يعني من خلال هذه المشاكل اللي وقعت في البلاد، سواء تعلق الامر بالتاريخ ولا بالفتره نتاع التسعينات ولا بالازمه هذه اللي راها موجوده مره على مره، هذه نتاع القبائل ونتاع بني مزاب ونتاع كذا، شفت باللي المشروع الوحيد اللي يصلح للجزائر هو المشروع نتاع المصالحه الحقيقيه. نتصالحوا مصالحه حقيقيه، سواء تعلق الامر بالتاريخ ولا بالهويه ولا بالثقافه، ونعملوا مع بعضنا البعض، تكون هناك خطوط حمراء واحد ما يفوتها، لا العلماني ولا اللي عنده توجه اسلامي ولا اللي عنده توجه وطني، ونديروا الخيار تاعنا. يا اخويا انت راك تصلح من اجل علاج البشر، انت في التعليم انت حيلك، انت تصلح في الطب انت حيلك، انت تصلح في الفلاحه انت حيلك، انت تصلح في السياحه، نديروا الخيار تاعنا. انت يا اخويا راك ماك في المستوى، اصبر بالك لعاد في فرصه واحده اخرى راك انت تلحق، وإلا ما لحقتش انت كاين ربما يجي واحد اخر. علاش؟ ربي خلقنا ربي كامل مسؤولين، خلقنا ربي كل رؤساء.
ما لا ما درناش خلقناش كل كاع رؤساء، رؤساء ما كاش وما ما خلقناش حنا كاش. على جد باش حنا نصيروا رؤساء ولا نصيروا زعماء، خلقنا من اجل العماره نتاع الارض، من اجل الاصلاح في الارض، ارواح نتعاون، واحد راهو يحوس يخدم ويحوس يبني نمشي معاه، واحد راهو يفسد قال حبس سي محمد، هذه بلاد راه ماتوا عليها شهداء ماتوا عليها من رجال ذهبين حبس، على من فهمت؟ ذهبين على النهضة يا أستاذ. نهار اللي نوصلوا لهذا الموصل، عرف باللي كاين يا ثورة واحدة أخرى مع فرنسا، ولا كاين محلة نوصلوا لها يا أستاذ. مصالح تاع فرنسا ومصالح تاع أمريكا ومصالح تاع الروس أستاذ عمر، ولا تقبل يكون عندنا بريزيدون ويتقبل باش نكونوا متفقين، ويتقبل باش نكونوا متحدين ونديروا دولة تاعنا وحدنا؟ هو لا شك هو انه كاين الناس اللي هم ما يقبلوش، هذا امر مفروغ منه، ولكن احنا يا نحوسوا، أستاذ اذا كان ما نحوسوا على صح. الاراده نتاع الشعب، اراده نتاع أيوه. الشعب، النهار اللي دوك ما كانت كاينه اراده في الجزائر، الناس خرجوا الاستعمار، ابقى الاستعمار الثقافي، لازم له جيل واحد اخر اللي يتقن هذه الامور، يعطيك فهمت؟ نعم، نيشان نيشان يلاقي توتين جينيراسيون واحده اخرى قاعد ايه تحيا من جديد، هي باش كيفاش تكون انت، كاينه. كيفاش انت تحارب، انت فرنسا وانت لا تتقن الفرنسية؟ مستحيل، ما تقدرش. لا يقول لك من انت عرف اول من شيء، كاين ناس، اللي راه يقول لك راه هو ضد الفرنسية، ضد فرنسا، ما تعلمش الفرنسية، انت روح ركب راس، تعلم لغه روح فرنسا، ركب راس واحد اخر، لازمك من انت باش تعلم تقرا انت لغة الارشيف، فرنسا أمريكا باش تقرا تفهم. الارشيف نتاع فرنسا لازمك تكون تتقن الفرنسية، تتقنها هذه مفروغ منها، هذه ايه مفروغ منها أستاذ. باش تعرف انت على بالك فرنسا، باللي لازمك احنا تتقن اللغة الفرنسية. قراونا هنا على 4 ولا 5 تاع لي زاكور ديفيون، هي لي زاكور ديفيون بلوس دو 300 اي كالك اكور. أستاذ وحدينا قتلوهم في الجبل، ما عرفوش شكون اللي قتلوهم في الجبل أستاذ. كانت راي كاينه كارثه كبيره وكذبه كبيره انا عايشي فيها أستاذ. الله يجعل ربي يحمي هذه البلاد، إن والله شاء يجعل الله، ربي يجيب اللهم لنا آمين. بريزيدون، ان شاء الله بربي، رئيس ان شاء الله بربي اللي يمثلنا، ونقود ان شاء الله بربي، ونعاودوا نديفلوبو ونعاودوا نقعدوا هذه الجزائر يا أستاذ. إن يا شاء أستاذ الله. ان شاء الله بربي، نطلب ربي ان شاء الله بربي مكان حتى دوله تدخل فينا ان شاء الله يا ربي يا أستاذ. آمين يا رب. إن شاء الله. يا هذا اللي أستاذ هذا نتمناه. يا أستاذ يا أستاذ هذه ناس كاينين ماتت اسمح لي على الكلمة، ماتت بحشوة يا أستاذ، داوهم بزاف في غلط يا أستاذ. كاين صح، كاين الناس صح. يا أستاذ بزاف كاين ناس ماتت في وقت فرنسا، وماتت في وقت هنايا هذيك تاع 92 تاع الإرهاب، تاع ما نقولوش إيه إرهاب، نعرف، هما نعرف مسمينها التفاصيل إرهاب. هذه، أو نعرف هذوك الناس التفاصيل هذه، ماتت بطل، والله غير ماتوا نعرفهم. بباطل أشوف، بزاف. أنا عندي واحد صاحبي راني حكيت عليه، في الرواية وكتبت عليه مقال، هذا راح داتو منامة، فهمت؟ منامة، الله يجازيك خويا. داتو، وراح مات، من راح مات هكذا غلط كيما يقولوا، قطعوا له الراس لا تاعو، رحمة، النهار اللي قطعوا له الراس تاعو كان صايم مسكين، لا رحمة. فهمت؟ منامة شافها في الحج وبقات ماشية معاه، لحتى مات، من أجل باش يلقى واحد كبيرة يفسر له منامة، بابا فهمت؟ تصاب روحها. وحكاها لي، في رمضان، راني شافي عليها كيما نهار اليوم، يقولوا له محمد بالك خليها ما لي زادش مقبره، بزاف الله يرحمه. ايه قطعوا له راسه. كي جبت لي انت، كاينين الناس اللي راحوا غلاط مساكن، راحوا هكذاك بزاف راح ظلم غلط وقهر، ربي يا يرحمهم. أستاذ. أنا ما نطولش على خوتي، بالك راه باغيين يشاركوا معاك التكلم، وكاع راني حاز نعاونهم، انا حاولت نهدي لهم الفرصه ان شاء الله بربي يتكلموا معاك. ربي يبارك فيك الأخ، بارك الله فيك استاذ، ربي يبارك تصبحوا على فيك، خير. شكرا للأخ صالح، ربي يبارك فيك، وفرصة أخرى إن شاء الله، مرحبا بك في كل وقت، بارك ان شاء الله يا ربي استاذ، راني ربي نتبعك ان يبارك شاء الله فيك، استاذ. شكرا. فيك. شوف ترى الأخ أحمد، شوف ترى حمود.
الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بفرح صاحبي، ما راكش موجود في القائمة، راك تكتب برك حمود. وش راك؟ ورا الصوت تاعك ما كانش. أول ايوه صوتك ورا. اسمع، عندي انا بروبليم وقيله في الكيتمان. دوك راني نسمع فيك. روح تربي. واش راك يا استاذ، لاباس ولا؟ والله لاباس، انا قلت ان تجينا بالقشابية شتيت ها خلاص، واش من قشابيه الحاج؟ والله الا الحال بارد يا قطع استاذ، والله الا جيت لبست الربيع جاي بها، جيت هنا والله. قلعت وش رايك؟ والله غير التحريكه بالكشفه. لاباس الحمد لله، رحمه ربي والله. الحمد السلام لله عليكم. والله يا ربي الحمد لله، يبارك ربي فيك. يحفظك. الحمد لله. والله يا استاذ بغيت نعقب على كلام الاخ هذا اللي كان قبلنا صالح، كي قال لك باللي ناس راح تغلط وناس راح كذا. درك الشعب قعدنا في البكاء على الاطلال تقريبا، يعني الرومار كيف الشعب، واحد راهم ياكلوا، واحد راهم يسرقوا، واحد سرقوا له طروت، وواحد قتلوه، وواحد حقروه، يعني نبكوا على الاطلال. اخ احمد، شوف وي خلينا الله يبارك فيك، راني كيما نقولوا استهلكت وقتك كثير خارج الموضوع، ايه خلينا في ايه الموضوع نتاع المهاجرين جوستومو والحكام السياسيين. جوستومو دوك اللي تحطوا على المهاجرين وتحطوا على ايوه الموضوع اللي هي خلينا نعقب كلمتين برك على الموضوع تاع صح. ايوه قلت لك قعدنا ندوروا في الفيد، يسمى نساونا في لب الموضوع، ايوه نسيناه لب الموضوع الصح، نسيناه. درك يا استاذ انت راك اللي يتفرج مش كيما اللي يلعب، صح اللي يتفرج اللي في البالون، اللي يتفرج مش كيما اللي يلعب. صح ملا قال لو كون جات انسان واحد مثقف وفي المستوى ما يدخلش في اللعب، ما يدخلش كلاعب، يقعد يتفرج يشوف ومن بعد يدي نظره كيما انت راك استاذ، ريحت في اذاعه وطني وفهمت الفيلم كيفاش يمشي. انا نظن باللي في الجيري كامله كان ثلاثه ولا اربعه فاهمينه كيما انت، لانك انت حورت كاع الناس، حورت الارهابي، حورت العسكري، حورت الشعبي، حورت المظلوم، حورت المحقور، أنا وديت نتكلم نظره مع الناس كل. جوستومون لانك كنت تتفرج، انت ما كنتش لاعب في الماتش وهضرت بموضوعيه. نعم. المشكل ان اذا كان عندنا طرف في الصراع نحكم الله وحده، واذا كان عندنا قاضي نحكم بالظالم وبالمظلوم، نعرف الظالم ونعرف المظلوم. احنا دوك احنا ماناش دايرين جوجمون للناس دابري يعني الفكره اللي راك طارحها انت، ونظن انا بحال فكره في المستوى، يعني ماهيش اللي على حساب انا واش اقتنعت، ناس واحد اخرى ما دخلني. نتجردوا من 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 يعني من هذيك العداوات كاع كما راك ذكرت انت، قلت غردايه وكذا وكذا وسيفري صوالح صرات. انا شعامي اصلي، لو كنا ندخل في الماتش كعدو ليا مزابين عادي لمزابي، ولكن والله العظيم ربي سبحانه وتعالى اني ما عنديش مزابي عدو، مانيش شايف عادي حتى لمزابي، لاني كنت نخمم في الموضوع دي في الفكره بموضوعيه، يعني ما ادتنيش الاخرى هذيك حامية. الحساسيه الحاميه تاع القبيله ولا كذا. حكمت ظلمه انسان قتلوه ويض مظلوم، مظلوم حقه عطوه له. دوك الناس اللي راهي في الجيري في الجزائر الداخل كل واحد يشوف في نظره، واحد مع راشد ناشد نكاز، واحد مع بوتفليقه، واحد مع غديري، واحد كذا واحد كذا واحد كذا، راهم في اللعب، راهم واحد مظلوم جو سوي كونتر النظام تاع بوتفليقه، واحد داي ماس يعني يمص في الثمره تاع الفساد هذا، سي نورمال لازم يدافع. بار كونتر انسان يكون بعيد على اللعب، ما راك جبت موضوع المغتربين تاع بعيد على اللعب، خرج يشوف الناس كيفاش تخمم، الناس اللي عندها مستوى ثقافي، لانهم هاربين علينا صراحه بغض النظر على الدين، ولكن المستوى الثقافي المستوى السياسي هاربين علينا، يعني ما نتقارنوش. عندنا الحمد لله اطارات في المستوى، كي تعود في بلاصه اللي فيها حريه تاع تعبير وحريه تاع تفكير تاع فكر ماهوش ممنهج كيما حنا يا عم سيدي، يسكر عليك حاشاك الزايده الحاشا كي نديروا لها نتاع الناعوره هذيك اللي تروح وتولي اللي نطلعوا بها الماء، يعني تشوف غير في ديك المريره تروح وتولي تروح وتولي ما تتحركش من هذيك الطريق. النظره نتاع المغتربين مع كونديسيون يكون انسان وطني، ونقول اغلبهم وطنيين، اذا كان ما عندوش انسان فكر تاع 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 فساد وكذا، ولكن اغلبهم نظن مثقفين. نعم نظرتهم نظرة موضوعية
للانتخابات يشوفوا، لانهم مارسوا ديمقراطيه في البلاد هذه، شافوا الديمقراطيه كيفاش، لحقوا المستوى من الوعي وين، نحوا العنصريه من رصانه، نحوا كاع ذاك يعني الشوائب ذيك اللي راها لاصقه في روسنا حنا ثما، قال هذا عبد وهذا قبائلي وهذا عربي وهذا كذا وهذا كذا، اللي راهي عندنا مازال في الجزائر وراهم يسقوا فيها يعني. مازال نعم مازال يسقوا فيها، لان كما يقولوا عندهم مصلحه كي تكبر وعندهم يسمى يعيشوا في وسط هذاك هذاك لو ميليو اللي معفن، هذاك الوسط المتعفن يعود هما اللي يديريجوا في هاد الناس. ونحكي لك بالمناسبه واحد الفكره، واحد الحكايه صرات جا سلال للولاد غردايا في لا بيريود نتاع 2014 وين كانت نايضه الفوضى. جاء كانت مخلطه في الشتا واش عندك خبرها، كانت في التلفزيون كانت في الانترنت كانت كذا. جاء الولاد غردايا، جاء الغردايا للولايه مقر الولايه. استقبلوه بالورود الاباضيه، خاوتنا الاباضيه. استقبلوه بالورود. هبط المكليلي كاينه ناس شعلت المكليلي شعان باك تسمع بها نورمالمون. نعم. شعلوها على بالك، سكروا له الطريق وضربوه وكذا، والمهم حماتوا الامن وراح ما قعدش في مكليلي. يبان بعد هذيك لا بيريود نورمالمون راك تتبع في السياسه في الجزائر، كان مصطفى بن باضر اصلا من مكليلي شعان باك وزير التجاره ذاك الوقت. تنحى بعد الحادثه هذيك تنحى. يعني ناس تستثمر في الفوضى هذه وفي العنصريه هذه تستثمر فيها. هذا الفكر كي يؤذي الشعب ماهوش واعي سياسي. يعني انا نقول لك 99% ما نقولوش 99 ولكن نسبه كبيره قريب ل 100%، يعني 95 90% من الشعب الجزائري الراس تاعو مبلع. لاني يعني نشوف في التعليقات ونشوف في المداخلات تاع الناس واحد مسودي راسه على رشيد نكاز، كي تنتقد رشيد نكاز يقول لك واش راك تقول انت؟ معليش اخويا نظيف ولكن تناقشني وفهمني واش هي، انا اخويا ناقشني بموضوعيه ولكن ما تسكرش راسك. ولكن الانسان كي ينحمل راسه هذا الاداء للناس ولا كيما يقولوا الانبهار بالناس يمكن يحكم يدي فكره. وهذا احسن حاجه يلزم الشعب هذا كيما يقولوا رينيسياليزي روحه. شفت واحد يحوس على الزيرو وين راه باش يعاود يبدا الديبي، ارجع حوس على الصفر، حوس على نقطه الصفر، عاود رجع روحك الاستاذ نورمان يربط روحه بالوطن، يربط روحه بواحد المشروع ماشي بشخص. شخص هذا جوستومون يرحم والديك. نعم يرحم والديك. دوك اسمح لي استاذ، في الميدان نتاع الاعلام الالي ديسك دور كي نبغوا نعاودوا نفورماتيوها سموها رينيسياليزيوها سي لو فورماتاج. نعم نعاودوها ازيرو ومن بعد نستاليو فيها سيستم. انت الشعب هذا لازم له فورماتاج، يعني تنح ذاك الخماج من راسك وتعاود ترينيسياليزي روحك وتحط السيستم اللي تستاهله انت وتفهمه، ومن بعد ثم احكم يعني كتو. انت الانتخابات الرئاسيه في الولايات المتحده نهار اللي انسان ناس تلمو يعني عندها فكر يعني يتقبل كاع الناس، يتقبل كاع الناس لو كل يوقف ترامب ويقنع هذه الناس تجي معاه، ما عندوش حب لترامب ولا حب لاوباما ولا حب هذا، وشنو عنده قابليه لاستقبال انسان يقنعه برك. هذه ناس مثقفه، قنعني كي نقنع بك الاستاذ نتبعك وي، وانا واش تكون انا ما نحوس على اتجاهك اسلامي ولا لايكي، انا نهضر من مبدا انك انت قنعتني بفكرتك وفكرتك يعني يتقبلها العاقل، هضرت بالمنطق. احنا لا انسان راسه مبلع مسودي على انسان قال اسلامي والو ما نصدلوش، قال لايكي قال نصد، لا اسلامي ولكن نهضروا على الوطنيه احنا. هذا هو المشكل، المشكل انه الشعب الجزائري خاصه وعي، يلزم الشعب هذا يتفورماطا. مانيش نهضر على ماشي سهل استاذ بين قوسين ونخليك كمل. لا انا نقطع لك الكلمه برك ومن بعد نرجع لك الكلمه. معليش احنا درك ربي لما يجي حاكم واحد ولا القاضي لما يجي حاكم، حتى لما يجي حاكم واحد عنده حسنات وعنده سيئات. كاين بعض من الناس اللي هو مثلا دوك مثلا لما يجي يحكي لك على شخص قال مثلا يهز لك بومدين يشوف فيه غير في السيئات، يحط غير السلبيات، ما يروحش يقول لك باللي هاو بنا والله هاو خدم والله هاو دار والله والو، يشوف لك غير السيئات نتاعو او يشوف لك غير لكش ما ثغره ولا كذا. وفي المقابل يروح لك مثلا لشخص ثاني كيف يا اخي لا نجيب هنا هذا من الصالي الحاج، قال راه من الصالي الحاج
راهو قال مثلا شارك في الحركة الوطنية، ساهم، راهو استعمل التوعية، استعمل النضال السياسي، عنده مواقف مشرفة، كذا 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 كذا. ولكن في مرحلة من المراحل راهو هو تفاجأ، أخطأ. فهمت؟ تقرا القراءة الموضوعية. قال مثلا راهو هو تفاجأ مثلا، قال خرجوا عليه مثلا شباب كانوا تحت اللواء نتاعو، خرجوا للطاعة نتاعو، هاي خرجوا للطاعة نتاعو، وهو ربما ما سيرش الوضع، ربما قال مثلا أخطأ في التقدير. لكن درك حنا شوفوا النتيجة، هو أنه قال مثلا الجزائر راه أخذت الاستقلال تاعها، وهذا الشخص مهما يكون الأمر فهو راهو قال مثلا راهو شارك في الحركة الوطنية، شارك في التوعية، كاين شارك في من كذا، الناس أخطأ اللي خطأ شاركت. يا خويا، ربي يتولاه، ربي يحاسبه. المهم هو راهو يعتبر رجل تاريخي، زعيم تاريخي، كذا كذا. ما نمحوش كاع واش دار. حتى قال مثلا واسمه العبان رمضان كيف كيف، تروح انت يا الامير وش كيف كيف، تروح انت لايت حمد كيف الكمال كيف، تروح انت، ما كانش ما كاينش الكمال، واحد اللي عنده مستحيل. الكمال، تروح انت انتوما ما ننظروش تقييم، نظرة تقييم كمالية. موضوعي. بصح باش تجيب لي موضوعي. انت واحد درك سيد قائد اركان تاع جيش التحرير تقول لي ما طلقش رصاصة، امشي تلعب على هذا روحك، المشكل من التاريخ انت تحكي انت عليه يا انت. أستاذ. أستاذ المسيحيين بغاو يفسدوا الدين الإسلام، راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم مسوه، قبضوا واحد الاختلاف كاع ما كانش منه كاع، وبناوا عليه هكاك الجماعة. يعني يقبض إنسان عنده تاريخ، وبنى جامعات، وبنى كاع، خلينا من الثورة، بنى شكون اللي بنى الحجار كيما اللي مفروقة يا أستاذ. بناء عنده تاريخ، ده غلط، معليش غلط. الكمال لربي، احنا واش باغي نديروه؟ احنا منزل ماهوش ملك، هو الكمال لربي. بالصح عنده محاسن، كيما الفكره هذه، كيما كنت نقول لك الشعب لازم يوعى. احنا ما نخدموش الا المدى القصير، يعني باين رايحه للمدى البعيد، هذه هذا مستحيله هو باش عاد تطبق. ما يجي زرع ينبت، احنا ماش رايحين ناكلوا الثمره اليوم ولا العام الجاي. اذا كان تتخمم عت اناني خمم في عمرك وخلاص، كلوا خبزه واسكت. تراك تغرس في المعرفة، فهمت؟ تغرس يرحم الله. في الوعي، الوعي هذا ما راكش راح تجيبوه في نهار، لا، ما فهمت؟ هو ما راكش راح بيجيش تجيبوه في نهار. ترى لازم درك بيجيش. مثلا قال مثلا صالح الحاج والجماعة هذو نتوع الجمعية نتاع العلماء، من سنة قال مثلا من 27 كما قلت، من بالفلسات 1927 والنصارى تخدم حتى نلحقوا ل 54، باش هما قدروا هما انه باش قامت الثورة. اونكور، ماشي راهم الناس الكل، هذو راهم مجموعه برك، مجموعه من اشخاص اقتنعوا بالفكره هذيك، ولكن كاينه شروط اللي هما حقوها، تخلصوا من الزعامه نتاعهم، تخلصوا من المشيخه، تخلصوا من ديك، تخلصوا من هذا هو. ديك، واستعدوا من اجل التضحيه نتاع الوطن، وكانوا يشوفوا المصلحه نتاع البلاد. هذا وراهو هو، إذا كانت الناس تفكر هذا راهو التفكير. الان راه الناس تحكي عليهم من انهم الزعماء تاعنا وهم الرجال تاعنا وهم كذا، يحكيوا عليهم الفرنسيين قبل ما يحكيوا عليهم الجزائريين، حقيقة يعترفوا بهم حقيقة. فهمت؟ احنا درك اذا كانت مش كيما احنا. الناس تحبس للتغيير، ان الشيء اللي في الموضوع تاعنا هذا نتاع المهاجرين، كاينين الناس اللي ما همش مكونكتين خلاص مع الجزائر، كاين اللي خاطئ أورشليم، ما على بالهمش اصلا، على بالوش، راهو ما ما ربما ما هو راهو ذاك، هو قال مثلا متحمس للانتخابات الفرنسيه او حتى مرات الامريكيه، تلقاه يتابع في ادق التفاصيل تاعها، والجزائر مش ايه. مرتبط بصح بها الجزائر خلاص، مش مسول عليها، مش مسول عليها. ايه تلقاه راه كيما مهتم الجماعة، بالبرصه ومهتم بالريال كيما راهم الناس في الجزائر هكذا، لا وما لا، هوش ده اللي مهتم بالبرصة كونيكتي بهذا الموضوع هذا، أحسن من واش راه صاير في الجزائر. فهمت؟ صدري وهذا موضوع أستاذ، ثاني. قلت واحد الكلمة أنت بين قوسين، قلت للسيد أخ هذا، أحمد، مكتوب لي أني في فرنسا وكأنني في الصحراء. أخ أحمد اصبر وي شوية برك، كاين واحد الأخ راه مقبل هو يكرر في واحد السؤال حول هذا الغديري. إيه شوف نقول لك الأخ إيه الكريم الأخ بشير، شوف هذا الغديري أنا بالنسبة لي إنسان عسكري ونقطة، مش منظرش داخل في التفاصيل، إنسان هذا هو. عسكري دار الكارير تاعو راهو في لا روتريت، والدلالة يروح تاعو يلتب دارو ولادو هذا هو الصحيح. إذا كان راهو يحوس على الخير تاع البلاد، يزينا من العسكر، يزينا من حكم العسكر خلاص، بزاف سبري، حوسوا عندك حق. على مشاريع تاع نهضة، كاين ناس راهم
ما شاء الله راه عندنا ناس سياسيين وراه عندنا ناس اللي راهم قادرين هم يساهموا في النهضة نتاع البلاد. إذا كان درك هو حب يشارك يشارك، ولكن باش يجي يتزعم السيد عمر ولا ناضل اليوم في حياته في السياسة ويجي يجي يصير لك يحوس لك على منصب تاع رئيس جمهورية. قالها لك واحد البارح، هذاك الوهراني البارح ولا البارح، الوهراني هذاك قال لك رئيس جمهورية جماعة يقول لك نديروا فلان، واش رأيك في فلان؟ ماهيش ماهوش رونالدو ولا ميسي، هذا راه ماهوش يلعب بوست نتاع الشات ولا لعب ولا لعب ناف، هذا راه دوله راه سيدي، مش هضره مش نجربوا، ما فيهاش جربه سيدي، فيها 5 سنين ماناش نمشوا بالزهر قالوا دي جيبنا فلان نجربوا به، ماشي فيها جرب، فيها برنامج وفيها كذا وفيها كذا باش تزكي انسان، مش بسهوله باش تزكي انسان، يعني انسان الا من الهوى، ما تحكمش من الهوى يا راجل، الناس راهي تحكم من هواها يا استاذ. وصلت دخلوا لنا فكره تاع لو كون جا وقت الدراسه احسن، شوف وين وصلنا. خلاص 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 درك شوف نقول لك، راه درك هذه التجربه نتاع بوتفليقه من 99 درك عندنا 20 سنه بسطه بزاف بسطه. خلاص دوك الناس قال ودي راهم كاين منهم اللي الناس درك راها الدور هي كلها راها الدور حول النقطه، ولكن ما عندهمش الشجاعه فقط الكافيه على جال باش هما يعترفوا. ايوا باش يقولوا هذو الناس اللي راهم شوف الناس اللي راهم يدعموا في بوتفليقه دائما يردوا في المقوله نتاع انه راه جاب لنا الامن وجاب لنا الاستقرار، هذا هذه النقطه اللي راهم يلعبوا، قال راهم دار المصالحه، مع انه الواقع راه يكذب الشيء اللي راهم يقولوا فيه. تروح للفاس راهم يحوسوا لك على مجلس تأسيسي ويحوسوا على التوافق ويحوسوا على كذا، تروح للجماعة نتاع الفيس يحوسوا على مخرج للأزمة ويحوسوا على كذا ويحوسوا على كذا، تروح نتاع الار سي دي يقول لك حنا نحوسوا على الدولة المدنية وحنا نحوسوا على كذا وعلى كذا، تروح نتاع الجماعة نتاع حمص هم في الأخير صاروا هما ثاني يردوا في هذه المسألة نتاع التوافق ونتاع كذا ونتاع كذا. حتى من حزب جديد، حزب جديد هذا من الأحزاب هذو اللي خرجوا على حمص صار دوك الان هو حتى هز هو شعار هذا نتاع الجزائر للجميع هو هزها، فهمت؟ وراها الناس كامل الدور في حلقه الى عاده قناعه. واش اسمه هذا بن فليس راه دوك صار الان يحكي لك على مشروع المجتمع، حتى هو دوك هذا غديري هو صار يحكي لك على مشروع المجتمع، دونك الناس كامل راها الدور حول موضوع واحد اللي هو تاع المصالحه. المصالحة الأرواح يا سيدي، أرواح الناس تتلاقى على مائدة نتاع الحوار وتتناقش، نعاودوا الحساب كل واحد يمد الأفكار تاعو، أرواح نجيبوا خيرة الرجال، أرواح نوقفوا بالبلاد. على أنت تروح تمشي مع شخص ولا تدعم فيه ولا ديك أرواح، هذه عبادة حرام يعبدوا. حول الطاولة نتاع حوار حول المشروع اللي يلم الناس الكل وتكون فيه مصالحة حقيقية وتمشي الناس واحدة واحدة وتروح تنطلق نحو المستقبل لنهضوا بالبلاد في جميع القطاعات. إذا كان عاود ولا الشعب اقتنع والحق للمستوى الوعي السياسي راح تروح لها، واللي تحصيل حاصل رايح للمصالحة الله غالب. ولكن قال لك نصر الدين مناطحة، إيه مش تدير رانا في أزمة، مناطحة مناطحة ومن بعد تجي مصالحة، تجي بعدها المصالحة. بصح الله لا يكتبنا يكتبها علينا ياسر. انت يا استاذ قلت قبيله الانسان ذاك قلت له باللي راني في فرنسا نشوف فيها وكانني في الصحراء. هو يحسب هو راه كيف لاج نتاعك انت، الله يبارك ربي يطول في عمرك، راك في الوقت نتاع تحواس، ماكش في الوقت نتاع تحواس يا استاذ. حنا راه روسنا بيوضه، راك شوف انا عادي عام هنا في البقعه هذه، ما جيناش والله ما نحوسوا حق ربي، ما عندي صلاح فيها كاع، ما عنديش فيها صلاح. الناس رانا لحقنا لواحد القناعه تاع ما ولاتش الله غالب، هرب دينك، ما نبكوش على الاطلال، راني قلتها لك قبل استاذ، ما نبكوش على الاطلال والله ما انا باغي نبكو، نقول لك واش صرا ما نحكوش، لانه ما تنفع حتى واحد، ما عندي حتى مصلحه انا كي نشكي الانسان كيما انا ما عنده ما يجيب لي، ولا اذا كان عاد كلامي يجيب نتيجه وين نقولوا، بصح انا ما اجيبش نتيجه، ما عندي حتى انتيري باش نقولوا لك ولا نقولوا في اللايف اون ديريكت، وماني راني مبين وجهي، كاين ناس ياسر اصدقاء معايا اصحابي راهم يشوفوا واش راني نقول، راني نكذب يكتبوا لي هنا. صح سمعت يا استاذ؟ نعم. الناس لازم كيما قلت انا اخ عبد الحق، اصبر شويه دوك يكمل الاخ احمد ونعطيك الكلمه. لب الموضوع
لازم نولوا القناعات الجيل الجاي ان شاء الله، الجيل هذا اللي راح طالع ان شاء الله، ان شاء الله نغرسوا فيه الوطنيه، نغرسوا فيه الوطنيه يا استاذ. واحد العام نحكي لك واحد الحكايه، اصبر واحد برك العام الاخ احمد والله الاخت اللي ترمز للاسم تاعك بسوسن تحب تدير مداخله، ما فيش مشكله، اصبر يكمل الاخ احمد نشوفه الاخ عبد الحق بدك تدير مداخله في الموضوع، ماذا بينا حاجه باش نستفادوا من الراي تاعك. معليش استاذ كلمه بعد ونعطيك تطلع كاش واحد من الجماعه. كنت هنايا في 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 لازون هذه تاع ايسون هذه منا، كنت نمشي عند واحد من البرج هكا خطره انك فليكس يعدو ولا نشري عدو كارطه ولا قلت له من غير دايا تعرفت عليه هكا نجي فايت ذاك الوقت يجي حواس قديمه هذه 2014 نتلاقى واحد النهار نجي عنده يجي قال لي تفضل ها ولد بلادك، نلقى واحد مزابي من غردايا، نلقى مزابي من غردايا. هي المهم مرحبا سيدي لاباس لاباس، قعدنا دخلنا في نقاش واش راك بوديك الايام كانت نايضه الحاله، كانت غير كيما هدات نهايه 2014. قال لي حنا يا ابني مزاب وانتم الشعان باش جيتونا وكذا وكذا. قلت له هذا ماهوش اسلوب نقاش هذا، قلت له ماهوش كلام هذا يا راجل، راك كبير وعنده واش 60 سنه في العمر، قال كبير عليا غير الوالد تاعي انا نقول لك، ما نقولكش قليل وبالصحه كبير بزاف عليا. قال لي قلت له يا راجل رانا في 2014، انت راك عايش بعقليه 1914، انت واش راك دير هنا؟ قلت له كنت تلاقى تو داوري عنصري تقول باللي دي راسيست الكور، والعنصريه تراك جايب بها من هير، قلت له جايبها فوق راسكم جاي تمشي بها. قلت له انا واش قلت لك؟ انا قلت له اعترفت لك باصلي، قلت لك انا شعان بي من متليلي، وي جبت له باسبور تاعي قلت له تفضل اقرا. يلقى فلان بن فلان زايد في شلف، اسمع لي واحده زايد في شلف والباسبور خارج في طم الراس، سمعت يا استاذ باسبوري خارج في طم الراس. وقال لي انت كيف هذه متليلي؟ قلت له هذه هي العنصريه لازم هذه. قلت له انا راني كي نروح شلف يقول لي صحراوي، كي نروح لطم الراس يقول لي شناوي من التل، كي نقعد المتليلي يقول لي خاطيك انت من طم الراس، كي نجي للعاصمه يقول لي ونص. قلت له هذه العقليه مرضتني انا في راسي، انا عشت هذا العنصريه. صح عشت انا استاذ، انا باسبوري خارج زايد انا في شلف واصلي من غردايه وزايد في طمر، وخادم باسبوري في طمر راست. بحال كي تشوف يبين لك باللي العنصريه ما عندها ما تجيب. انا الوالد تاعي كان خدام في شلف في ذاك الوقت في السبعينات. قلت له يا راجل راها ما عندك ما عندها وين تديك، راها تخلينا غير ندورو غير في بلاصتنا. رانا نقعدو ندورو غير في بلاصتنا. قلت له تروح للامريكان تعود عنصر فاعل في المجتمع تولي امريكي. تولي امريكي. ما يشوفكش بالنظره نتاع عربي ولا يهودي ولا احنا رانا المشكله استاذ واش تقدم؟ واش تقدم للمجتمع؟ ايوا شوفوا فيك واش تقدم للمجتمع؟ واش تقدم انت كي تروح برك استاذ تهبط انت اصلك من بوسعاده ولا من المسيله تهبط الغردايا او قال جا بوسعادي ولا جا المسيلي مش عقليه ماهيش فكره لي ما نقدر يجي تما تبني لهم ما نعرفوش دير لهم، دير لهم وزين تخدم لهم ولادهم 3000 خدام تخدموا بصح يقول لك هاو جايت لانه فكر متحجر خلانا التوالى يا استاذ ويخلينا التوالى انا نقدر نهضروا لو كلون الشاويه ولو كلون تاع وجده ولو كلون تاع ذاك ولو كلون تاع تلمسان خليكم من الفكر فكروا مام شكرا واش نقول لك يا استاذ هذه وجهه نظر وبارك الله فيك ربي يبارك فيك شكرا اخي احمد فرصه اخرى ان شاء الله ربي يعيشك ان شاء الله مرحبا الله يسلمك شوفوا ترى الاخ عبد الحق الاخ اللي كنت الاخ والله الاخت سوسن وكاين الاخ هذاك اللي ترمز الاسم تاعك بفرح ندخلكم انتم من بعد ان شاء الله نكملوا اللقاء اصبرني الاخ فرح بصح ما راكش موجود في القائمه لا انت ولا الاخ هذاك ولا الاخت السوسن راك تكتب في الميساج بصح ماكش موجود في القائمه اطلب الاضافه من خلال لكن ما تعرفش نصبر شويه تاعك يكمل اخونا هذا عبد الرزاق ومن بعد ان شاء الله هنا نشوفوا ترى بالك العودي يقدر يطلع يبدو للاسف الشديد الاخ عبد الرزاق ما قدرش يطلع ما قدرش يطلع شوفوا ترى الأخ هذا
هذا الأخ اللي ولا الأخت اللي يرمز الاسم هذا بتاع سوسن، أنا طلعتك من عندي. شوفوا ترى بالك لو تقدر أصبر الأخ اللي ترمز الاسم بتاعك بفرح. شوفوا ترى هذا الأخ ولا الأخت اللي يرمز الاسم بتاعه بسوسن، ومن بعد إن شاء الله نجي لك. أخ عبد الحق طلعتك ومن بعد خرجت، يبدو وأنه عندك مشكلة في الخط. للأسف الشديد الأخ ولا الأخت اللي ترمز الاسم نتاعك بسوسن، راني أضفتك ولكن يبدو وأنه عندك رفض. نعم من جهتك الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بفرح، عندك بروبليم في لي بارامتر تاعك. فهمت راك صح أضفت انت وين كان انت الاضافه، ممكن بالك لعود راك ديزاكتيفيتها. شوف اي سي باش تاكتيفيها باش تقدر تطلع. انا عاود طلعتك عبد الرزاق، يبدو انه راه عندك ايوه المره هذه هاك طلعت. اخ عبد الحق تحياتنا استاذ، اهلا اهلا الله وسهلا، يبارك فيك. واش راك الاخ عبد الحق؟ ربي يحفظك استاذ عبد الحق. واش راك بخصوص لاباس يا اخوي؟ هذا المريض حمروش هذا صاحبي، وراه وش بيه هذا؟ يا اخوي يا حمروش، رانا نستناو رانا نستناو، معليش او ضرب الطيه هذا واش بالك بالك، راه مسبقين عليه هذا البهلاويين وهذا الناس الشمامين الشمة اللي راهم يقدمونا في برامج تاع البركة، واللي يخدموا الطيارات بالطين وكذا وكذا، ممكن يجي وقته باش يعجبوه. رانا نستناو، معليش هذه معروفة، رانا عارفين شكون اللي كش راه ما عندك يدير فيها. اتصال بيه ولا والو؟ اتصال مش يعني اتصال دائم، وإنما بدأت شوية الاتصالات. كاين في إمكانية باش يترشح ولا ما؟ ممكن كاين إمكانيات، ممكن السياسة تاعو شوية غامضة في لحد الآن، ولكن ممكن. أنا نظن باللي فيه إن شاء الله نية تاع الترشح، وإن شاء الله ولو كان يترشح إن شاء الله. يتقدم فرصة نتاعو، خاطر لا راح كل فرصة مرة هذه صاي فرصة نتاعو، إن شاء ولو الله. كان يلتقي كاين الناس اللي راهم دركوما المشروع اللي راه موجود لكم، المشروع التوافقي فهمت، هو صح يقدر مظبوط، يقدر إلى حد ما يقدر يشكل يقدر يتفق مع جماعة. للأسف يبدو هو أن الأخ عبد الحق عنده ضعف الخط للأسف الشديد. المهم الأخ عبد الحق يبدو هو أنه راه عندك مشكلة في اللي طلعتك. انا شايف ما عنديش الزهر على سوا السيد هذا اللي راح نهضر عليه، هو اللي عنده الزهر. الو، هاني نسمع فيك، هاني نسمع فيك. سوا الخط المشكلة تاع هذا اللي راح نهضر الانترنت عليه، تاعك، السيد هذا عنده الزهر الخط تاع عليا الانترنت بالمسكين. تاعك ضعيف، لا انا راه اكسيلون بور المومون. او كاين واحد قال لك اسمه الاخ رحمن هذاك، والله اسمه عبد الرحمن، قال لك رحمن حمروش راح حشمان. مع جماعة الطرف. إيه بيان سور، يا دو كوا يحشم المهزلة اللي راهي صايرة، حشو يترشح اسمع، بيه. حشو جماعة تاع زلابية تاع ابو فريك هما اللي حشوه. ممكن يا أستاذ. ما يلا الله عليك. أنا بغض النظر عن الترشحات وما نروحش للجزائر، احنا كمغتربين أستاذ، نعم أنا كمغترب وأنت كمغترب، وحنا رانا عايشين في الخارج عندك بزاف الاخ عبد الحق في فرنسا، عندي 20 سنة. رانا قرب منها كيف كيف. كيف كيف بالك؟ شحال ما روحتش خلاص، من اللي جيت ما روحت.
لا نروح ونجي يا سيدي، روحت وجيت، علاش نروح ونجي؟ انا من اللي جابوا تفليقه قلت لهم تبقوا على خير، من اللي داروا لي الكوديتا انا كنت، انا صح، انا كنت مؤسس من بين مؤسسي حزب الارندي، ونهار اللي داروا لنا الكوديتا في الارندي جابوا لنا ويحيى اسمع، الحو. ما لم كنت مع جماعة نتاع بن بعيبش، نعم، كنت مع جماعة نتاع بن بعيبش والله. كان يرأسنا بن بعيبش. نعم نعم كنت من أوائل تاع مؤسسين الآر إن دي، وبعد ما سندنا حمروش مباشرة مع بن عمي بن بعيبش والإخوة، داروا لنا انقلاب وجابوا يحيى وسندوا بوتفليقة. قلت لهم تبقاو على خير، هزيت الحقيبة تاعي فيها قمجة وقمجة وصباط وتقشير وزوز سراول، وقلت لهم يا فرنسا، قلت لهم فرنسا تبقاو على خير، باسكو بوتفليقة أنا خدمت في الإدارة ملي كنت صغير، وكنت نسمع عليه وكنت نعرف عليه واش كاين، وفي يعني، ونقول لك حقيقة، بعد ما فاز بالانتخابات بدات أمور شوية من ورايا، بدات شوية تصفية حسابات من جماعة المسيلة، جماعة اللي كانوا مساندين بوتفليقة، ممكن بالك كان، وهذا صحيح، من اوامر منه صفيوا الناس اللي ما مشاوش معاه. معليش انا كنت ندير الحمله الانتخابيه الحمروش، درتها، ما كنت قابل بالشي اللي كان راح يكون. النهار اللي شفت روحي باللي كاينه راح تكون لي مشاكل، قلت لهم تبقاو على خير، جيت الحمد لله، جيت لفرنسا. الشي اللي يهمني اليوم كمغترب استاذ، نعم. اولا انا جيت لهنا لفرنسا، لقيت ديجا الممثل تاع المهاجرين، تاع ممثل الجاليه بفرنسا، لقيته ديجا يعني حامل الحقيبه خلاص. زاد الدوزيام موندا مو جي با بارتيسيبي، ما بارتيسيبيت في الدومان، انا جبت روحي من السياسه، ما بارتيسيبيت عقب في الدوزيام موندا. أول أمس نسمع سي بوشارب هذا اللي مثل حزب جبهة التحرير الوطني، يزيد يعطي له ترخيص ويحطه كمستشار للجالية، وأنت أكيد راك على بالك على ما راني نهضر، وعلى بالك السيد هذا اللي راني نهضر عليه هنايا، خاصة أنه ولد بلادي، ولد المسيلة، ونعرفه وسني وخلق ثانوية ونعرفه أعز المعرفة. اليوم راني نشوف فيه باللي سي بوشارب هذا، أولا هو بوشارب غير شرعي في الحزب، ثانيا يزيد يسلطوا علينا كمستشار للجالية بفرنسا. ما رأيكم في هذا في هذا في هذا القرار؟ وش هو الحل؟ واش نقدروا نديروا ضد هذا الإنسان الأمي اللي ما عنده حتى علاقة لا بالسياسة ولا بالجالية ولا بالسياسة، إنسان نحط قوس ما نقدرش نقوله على المباشر معروف، واش دار العائلة تاع بوتفليقة، وكيفاش أصبح برلماني، وكيفاش ولا درك مستشار تاع الجالية في فرنسا. أنا ما فهمتش هذا الشيء برك. هم يحكموا بأحكامهم، دوك كاينة واسمه مرحلة وراح تفوت، مرة حبيت يحكموا نفهم بأحكامهم. كيفاش نقدروا نديروا شوف باش نقول لك، درك هذا السيد هذا راهو هو معتمد، عنده معلومات، اللي عندي معلومات رسمية، هو ما كان والو، فهمت؟ ما كان والو، كاينة بعض الأشياء نحتفظ بها لنفسي، ما نقدرش نحكيها، كيما انت يا يعني انا فهمت. كاينه بعض الاشياء ما نقدرش نحكيها، لانه تسمى كاين ناس يثيقوا فيك هكذا، كيقول لك معلومات والله ما تقدرش تخرجها هكذا، لانه يعني تمثل الاشخاص هذو، تالي هو ما يعني لي والو. هو شوف نقول لك، هو عنده عمو كان جنرال، عمو واسمه عبد السلام، عمو واحد ما رناش على نفس الشخص بالك. تحكي لي على بو شارب تاع فلان والله، وانا بوشارب اللي زاد اعطاه حصانة
للسيد الممثل تاع الجاليه بفرنسا. انا نهضر على السيد واش الممثل واش الحالي راني نحكي مراد واش راني نحكي انا مراد الممثل تاع فرنسا هذا ما يعني لي والو. راني نحكي لك على هذا بوشارب. هذا بوشارب هو من المدينه تاع عين المال، فهمت؟ المدينه تاع عين المال، وعمو نعرف هذا راهو نعرف كان من منطقة سطيف، نعرف من عليه عين بومون المال، شخصي، المنطقه تاع نعرف سطيف. عليه هو بومون. كان مرشح على جبهه التحرير، كان نعم كيف قلت لك، انا كاينه امور ما نقدرش نقولها لانه ربما نقدر مش أنا نقولها، مناسبه. أنا نقدر نقولها، أنا نقدر نحي الستارة على وجهي لا 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 ونقولها، لا لا، مش هكذاك، والله غير نقدر نقولها يا أستاذ، مش أقسم بالله هكذاك، العظيم غير نقدر اسمح نقولها. لي. كاين الناس انا دوك ديجا بمجرد هو انه نتكلمها هو راهم يلحقوها له على بالهم بيه، وممكن انا نقيس الشخص اللي يعرفه معرفه شخصيه، ممكن نقيسه، فهمت؟ المهم هو هذا، معلومات هذه كنت نعرفها، كاينه اشياء اللي كنت نعرفها من قبل، كاينه امور صح شخصيه ما نحكيهاش. صح هو المهم هو عنده اوكي عمه، عمه كان جنرال عنده هو، ما تسمى علاقه على اساس انه عمه، وراك تعرف باللي طرطاق راه من ثم، نعم طرطاق من عين المال، نعم تسمى عنده علاقه مع طرطاق. نعم ودرك راه كاينين فيه ناس اللي هم مشاو من انه راه هو الخليفه نتاع بوتفليقه، الله يبارك. راهم ناس يعملوا، راهم يعملوا من اجل على اجل باش يكون هو الخليفه نتاع بوتفليقه، الله يبارك. فهمت؟ ايوه راهم يخدموا في هذا الطريق هذا. شافوا ديجا باللي فيه كاينه قابليه، قالوا واش انتم تحوسوا على شبابها وشابه سيدي، فهمت؟ هو عنده لا ليسونس وقيل اعتقد في الادب، والله بالأدب نعم قال ها هو تحوسوا على شاب، ها هو شاب ابن جبهة التحرير وقص قرمط، وجماعة ولكن من قاعدين درك على جال باش هما في الار ان دي، هم داروا هذاك ويحيى، واش اسمه بن صالح، في اطار صح نتاع واش اسمه كيما نقولوا نتاع التوازنات، فهمت؟ وهذه هي ولكن أستاذ اسمح لي دوك. هذا القضية نتاع اللي حكيتها لي دوك، نتاع فرنسا، والله ما لازمش الإنسان يشوف ليها اللي خطر عليه. أنت لما تروح وضرب الراس، ما تضربش بالرجلين والجنحين، روح اضرب للراس، روح للفوق، خطر لما أنت تضرب الفوق من بعد هذوك يوليو التحصيل الحاصل من بعد يروحوا كامل. احنا لا درك احنا بحكم هو انه احنا الان رانا نتحدثوا على هذه القضية نتاع الانتخابات الرئاسية، بحكم هو انك انت راك في مرحله من المراحل كنت مع حمروش، يعني هل ترى درك ناس درك مثلا في الجاليه راهم يفكروا، كان طرح قال مثلا لما لا ما يتقدمش حمروش، لما لا ما يتقدمش واحد اللي هو قال يمثل هذا بوشارب، هذا واش يكون غدوه مع طرطاق ومع جمال تاع الجيش؟ ما كان والو عنده حتى الثقل السياسي، والله يهو أستاذ اسمح لي حديثك هو الكبير. يهو بالأمس دار خطاب وندوة سي بوشارب هذا، وين يطلب ترشح تاع بوتفليقة، ويقول باللي الاستمارات راهي مخدومة ديجا، ومخدومة ما 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 قال مخدومة بطريقة غير مباشرة، بأن الشعب نقدروا في 24 ساعة نخدموا هذه 60 ألف، لأن الشعب محتضن بوتفليقة. ما راهو يحتاجوش يهضر على اصلا، هما هذين تاع 60 ألف، هما عندهم ها تاع 500، ما يحتاجوش هما تاع 60 ألف، هما عندهم 500 هذو تاع خمس النواب، من عندهم النواب من تاع عضو. النواب هما بالمئة شافوا قال لك، قال ورقة سني اللي فيها، ما تحبش تفهم شكون المرشح، سني اللي فيها سلم بالعافية. عندهم هما الورقة راهم مضات على بياض. من نعم بعد هما عندهم هما المخطط ألف، هو انه يفوت بوتفليقه، ماشي بوتفليقه هو راهو منتهي، تسمى يعقبوه، هذا المخطط الف. دونك اذا شافوا باللي ما يقدروش خلاص، يعني قالوا لهم مثلا الاطباء راهم نصحوهم، ولا قالوا لهم باللي ودي خلاص يعني ما راهوش قادر يكمل شهر، ولا راه عندهم المخطط. هو هذا يعني نقولها لك من مصادر موثوقه للاسف الشديد، خرج عبد الحق، أخ عبد الحق، المهم الأخ عبد الحق
هذه نقولها لك باللي من مصادر موثوقة باللي هما راهم حاطينه في القائمة هذا بوشرب. راني دخلتك الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بفرح، أخ عبد الحق. عبد الله. الأخ عبد الحق. المهم إذا كان راك مازال نزيد نعطيك فرصة على جل باش نكملوا هذا النقاش ونختموا إن شاء الله برنامج. الأخ اللي قبيل أنت ولا الأخت اللي ترمز الاسم نتاعك بسوسن، أنا أعطيت لك الفرصة وكان بودي على جل باش تشاركنا، لكن للأسف الشديد ما أخ رحمة عبد الرحمن قلت لي طرطاق يحب الشاليمو، أو بالك العود راه عقال درك، بالك العود راه ولا ناس ملاح. للأسف الشديد الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك عاود ندخلك الأخ عبد الحق. الو الو، واش صار لك يا صاحبي؟ دايرين عليك انقلاب هذا ولا واش؟ انقلابات والله كاين انقلاب. قلت لك واسمو، قلت لك فيما يتعلق بالنقطة هذه نتاع بوشرب راهم حاطينه في القائمة، قائمة تاع ريزيرف. والله ايه لي ريزيرفيست. دونك يعني حسب رأيكم انت في آخر لحظة قلنا نقدموا بشار. هو ما قلت لك المخطط ألف بوتفليقة، ايوه نعم انا يعني معك. هو راه محطينه في حالة ما قال مثلا يلقوه، ما قال ودي والله العظيم راه الرئيس وقال راح يسجل اسمه في التاريخ وراه تنازل عن الحكم وكذا، وقال لابد هو انه تسليم المشعل للشباب وكذا وكذا. هما دوكا راهم مكونسين عم مرغول، مكونسين واسمه ويحيى، في اخر المطاف يخرج لك هذا، في اخر المطاف يخليوها ليامات الاخرين بف جماعه والو. علاش دوك انت راك تشوف دوك مثلا واسمه بن فليس راهو يلم في التوقيعات، يلم فيهم ومازال ما عليهش الترشح نتاعو، او لانه راهو على باله باللي لك كان فوت وبوتفليقه سلامة، وراه يحوس على جال باش يدومين يكش ما يلقى جماعة داخل الجيش على جال باش فهمت. لذلك درك حمروش، إذا كان حمروش درك الناس راها تحوس على التغيير فهمت، ما حتى داخل الجيش كاين يعني الناس اللي خلاص كرهوا هو دوك، إذا كان يتحرك لازم يتحرك دوك، خليه يترشح بوتفليقة ولا ما يترشحش، وراه عنده يقدر ينافس نفسه على بالهم بيه باللي الناس راهو في صحة، يقدر مازالو ليش تدير موندا، وكان يقدر يتحرك دوكا داخل الناس داخل الجيش. كاينين الناس درك اللي راهم دوكا على بالهم بيه بلي انسان سياسي وانسان عنده نظرة، وباشر الموضوع هذاك تاع الاصلاحات في البداية تاع التسعينات، والناس بدات تفهم يعني دوك، ما حتى دوك مثلا الناس اللي كانوا في الفيس ما مش راهم رايحين يعاودوا نفس التجربة مستحيل فهمت. ويقدر تقرأ الناس دوك تعظت من الفتنة ذيك اللي عاشتها البلاد، ولو أن الشباب درك هذو ما عندهمش إلمام، ولكن مع الحوارات ومع النقاشات راح تتوضح لهم كثير من الأمور. واش راح نقول لك انا بطريقه غير مباشره، احنا ثاني رانا نحضروا الحبروشه، ما رانا شراكدين يا خويا. ودي جايبينها من وراك اليوم الاخ عبد الحق، يبدو هو نورهم جايبينها من وراك. راهم جايبينها من وراك اليوم الاخ عبد الحق. اصبر ترى نشوف ترى هذا الاخ اللي يرمز الاسم نتاعو فرح، ونعاود نرجع لك الاخ عبد الحق. يا الله يا كريم. المهم الإخوة اللي راكم مازالكم سهرانين اعذرونا. أخ عبد الرحمن أنا كون يجي طرطق نحاورو
ناقشو نضحك معاه كيما راني نهضر معاك ونقصر معاه عادي خلاص، كي هو كي درو تكال، عندي الشجاعة باش نتكلم مع الناس الكل. أخ اللي ترمز الاسم نتاعك بفرح، عندك مشكلة في الخط نتاعك، فهمت؟ أخ محمد قلت لي أبو شرب، واش صرالك اليوم هذا الأخ عبد الحق؟ راه مجيبنا من وراك. إيه أنا أبو خرص، على بالك أنا أبو خرص هو معروف، الويفي، أنا أبو خرص معروف، الويفي نتاعك، الويفي نتاعك وقيلا ضعيف يا رجل. لا، لأنني أبو خرص فقط. ما اظنش تسمى الويفي، الويفي نتاعك ضعيف. لا، الويفي تاعي راهي إكسيلون يا أستاذ، والله غير إكسيلون. ما نعرف. ألو ألو، المهم الا كان راكم تنشطوا تحركوا. احنا رانا نشطر رانا نتحركوا الحمد لله، وهذه الانقطاعات هذه دليل على المنشورات التوعي كامل اللي يعلقوا على الناس اللي كش ما راكم دايرين لجنة في فرنسا؟ عندنا اللجنة يا أستاذ، يا اخي يا ربي يعاونكم. تم استعداد لجنة شبانية ما شاء الله، ورانا نوجدوا ننتظروا في الإعلان الرسمي، وراح تكون الانطلاقة مباشرة والحمد لله. كشما والتوقيعات كشما بدأوا يلموا ولا؟ ما هذا الأمر هذا يبقى ما بيني وبين مجموعتي. اسمع الهضره في البريفي يا سيدي، في البريفي ماشي. أكيد نتصلوا إن شاء الله على البريفي، وإن شاء الله تكون ايوه عيط لي او التليفون والله عيط لك ونقصر ان شاء الله. متفضل. مرحبا، و خاطر تاع الصحفيين سورتو دوك راه مراقدين هما. اكيد الفيسبوك تاعي راك تعرفوه، ونقصروا على البريفي. ما يضرنيش ما كانش مشكل يا استاذ، وان شاء الله ان ربي شاء الله، يلقينا. ان شاء الله. للاسف الشديد خرج الاخ عبد الحق، يبدو هو انه راهو كاين سينيال بالك في اللاباج تاعو، مره لمره يصير فيها انقطاع. ما يش عارف يا سيدي واش راهو صار هذا، ممكن كاين سينيال، كاين بالك سينيال تاع الصفحة نتاعك. قول بالك كاين سينيال للصفحة نتاعك. كاين سينيال، كاين ما اكيد كاين سينيال، لانني مانيش عارف بوخرس تنتمي الامير بوخرس كذا كذا، معارض ما يحبونيش ما يحبونيش، ولكن ما عندي حتى مشكل معاهم، انا نروح ونجي ما كان حتى اشكال معاهم، انا ما عندي حتى اشكال. انا نعارض ندير في مناشير على الشيء الله بالنسبة فرصة، الله للولاية تاع فرصة المسيرة. الناس فرصة وسمو لو كان نعم يعني يترشح مروش، ممكن بالك هاد الجماعة نتوع الاف اف اس بالك يعاودوا بالك يعاودوا يمشيو معاه. لو كان يعاود يترشح مروش ممكن يمشيو معاه الجماعة تاع الاف اف اس وسمو مش الجماعة غير الاف اف، ايه يمشيو معاه كثير من الشخصيات يمشيو معاه. كاينين انا احزاب نعرفهم باللي لو كان يترشح مروش يمشيو معاه. كاين ما بلاك كثير من معارضين، الشخصيات الإسلامية. فهمت؟ ما نعم معارضين، قلت لك ما معارضين. يعني انا شخصيا لو كان غدوة انا قلت باللي ما نمشيش نتاع واحد ضد واحد، هذه انا ما نمشيش فيها. لكن لو كان دوك مثلا نقول غدوة يترشح لا، وفق اطار نتاع مشروع هذا اللي رانا نحكيو فيه، حنا رانا قراب بزاف لبعضنا البعض في الطرح تاع انه انسان يكون يمشي لتغيير حقيقي بالضبط ويمشي لاصلاح حقيقي وفهمت لتغيير النظام يكون تغيير حقيقي وكذا ويمشي. انا متاكد باللي الجماعه نتاع رشاد هذوك يمشيو، والجماعه اللي راهم سمو يمشيو ويكون فيه تغيير حقيقي، تتحرك الناس عن طريق الانترنت عن الخطاب طريق تاعو، البرامج الفضائيه. ايه خطاب الأستاذ، الخطاب تاعو مفهوم، خطاب تاع التغيير ولد السيستام ولد النظام، هو الوحيد اللي يقدر على هذا الناس، هذا المفسدين، هذا الناس تاع الفساد،
الوحيد اللي يعرف بلف التوحم الوحيد، ولكن ماهوش ما راحش راح يجي باش للنقمه ولا لينتقم ولا كذا، على بالي وقال على جيت بالي من راح نجي من اجل الاصلاح. على ما بالي خط معروف على كل حال، ماهوش من الناس اللي نادي للانتقام او للمحاكمه نتاع الناس او كذا او كذا. هو حب يرجع القطار على السكه، وانسان اللي كبر في النظام ويعرف واش شكون هما، يعرف شكون الجنرالز والخطأ اللي فاتوا، خطأ يعرف تاعو. سواء في العسكر سواء في ايه هو شوف نقول لك صار له مشكل كي هو كي مهري، مشكل مهري تسمى كان ايه اكيد. قاد الحزب نتاع جبهة التحرير من الحزب الواحد الى التعدديه، تسمى في الطرا صعيبه جدا، تعدي هو انه ناس كانت خارجه من الحزب الواحد وكل داير احزاب، وهو على جال باش معك انت تبقى في تلك الفتره عليك، على جال باش انت تحافظ الحياديه نتاع الحزب في ظل مناضلين كاين اللي عندهم الشوفينيزم هذاك لواحد الدرجه ما تقدرش تتصورها، لحقت الناس حتى للسلاح، فهمت؟ نعم نعم باش انت تقود حزب من حزب الواحد للتعدديه، هو نفس الشيء كانت اول تجربه نتاع الحكومه، حكومه نتاع التعدديه، صعيب صعيب صعيبة. وكانت في الوقت هذاك ما يعني كانش في سهل الحال. الوقت قسما بالله كانت الناس مستعدة تروح لأبعد الحدود، يعني في الوقت تاع نعم الفيس نعم هذاك، ما نعم نعم واش هو جات مستعدين فترة مستعدين، فترة ورحنا ورحنا رغم بعد رغم ورحنا أنه فيها دماء ودموع وكذا، ولكن نعم مع ذلك رانا استفدنا منها، استفدنا من الأخطاء هذيك، الواحد ما لازمش يعاود يكرر الأخطاء هذيك. وهو اعتقد هو انه الان راهو ماهوش انسان كيما نقولوا مراهق، ولا راهو انسان وصل به لا السن لا لا لدرجه لا كبيره، ويقدر هو في خلال يعني لو كان انا لو كان يديروا هكذا مثلا دستور جديد، وسبع سنين، 7 سنين تكفيه عهده واحده، ممكن سبع عهدة سنين واحدة. ايه 7 سنين تكفيه على جال باش يدير معالم معالم وتمشي الناس واحده واحده. فقط معالم، فقط معالم، الثروة كانية كاينة، البلاد كبيرة، الشبيبة شبيبة نسبة كبيرة. إذا واش كاين؟ كاين إلا معالم تتسطر، وقوانين ودولة قانون، ويلا ونمشيو لقدام، كل شيء يرجع للسكة، ايه كل شيء وتمشي يرجع. دوك مثلا قال واسمه هذا الاحزاب هذول، وكان نقولوا مثلا هما راهم رايحين يترشحوا اللي ممكن يمروا، ممكن يمر مقري وهذاك عبد العزيز بلعيد هذاك ولا واسمه هذاك، ديجا يقدر يعني لو كان يلقى ناس ربما يقنعوه والله ينسحب، لانه قريب يقدر يمشي من وراء حمروش، يبقى نقولوا نعم مثلا مقري وش عليه هو انه قال مثلا ينشط، فهمت، ينشط الحمل، نشاط وقال مثلا مقرب من هي لويزا حنون، لويزا حنون تجربة في عدو، تجربة في التنشيط مقري معروف يا سيدي، ايه ما لا لا فيهاش كاين نعم. ناس كاين عنده فكر، ناس قال توجه اسلامي يمشيوا مع ناس من بعد ممكن عند الانتخابات قال ناس تروح تمشي في الاتجاه واحد، خاطر التقسيم نتاع الاصوات هذاك راهو راح يخدم المرشح نتاع الجماعه، نعم وتمشي الناس فيما بعد واحده واحده، واحدة فهمت، واحدة يكون فيما بعد برلمان صحيح، حكومه صحيحه، تبدا فيما بعد تستثمر الناس في هذه الاطارات اللي راها موجوده في الخارج، وتمشي الناس واحده واحده على جال باش توقف بالبلاد. واش يا أستاذ أنت كي نمشي وتمشي معنا شوية ولا تخالفنا؟ انا قلت لك انا راني عالنها بالصوت وبالصوره، انا ما نعم نمشي حتى مع واحد، ولكن في هذا الاطار للاسف الشديد خرج الاخ عبد الحق، فهمت، المهم الاخ عبد الحق الا كان راك ما زلت كمل المداخله تاعك. أخ عبد الحق نعم
راهو عندك مشكلة في الخط نتاعك. شوف أنا قلت لك باللي هذه قضية نتاع الشخص، انتهيت منها من التجربة نتاعي مع أحمد طلب خلاص نهائيا، ولكن لا حمروش من لا خلال الخطاب تاعه. اصبرني نكملك الفكرة بر. حمروش من تفضل. خلال الخطاب تاعه، سمعته أنا عدة مرات، نفس الأفكار اللي كنت أنا نردد فيهم منذ سنوات، نفس الأفكار. ما كانش يعني حاجة يعني اللي نختلفوا فيها، ربما فقط في معالجة الأزمة، معالجة التركة. أنا نشوف باللي لابد هو أنه لما تبنى الدولة نتاع المؤسسات لازم الناس تعرف الحقيقة نتاع ما جرى، وتمشي الناس المصالحة الحقيقية. فهمت؟ ولكن إذا كان حصل فيه نقاش، فهمت؟ أنا لو كان يجي هنا مثلا لفرنسا ولا نتلاقى معاه نهضر معاه، وعلاش لا، في إطار مشروع نمشي. نعم، فهمت؟ بصح باش نمشي أنا مع واحد ضد واحد هذه ما نمشيش فيها. لا، واحد ضد واحد، لا، احنا ما رناش من انا ثاني ما نقبلهاش، باش مشروع نبداش وما ننتظر والو، يعني ما ننتظر حتى حاجة، الإنسان يخدم البلاد. لا، الانتظار اذا كلفت يا استاذ، اذا تكلفت وكلفك اي انسان راح يكون، ماشي قضية تنتظر، راح يكون واجب. إذا كان ناديتك أنا باش تعاونني في أمر ما، في وأنا الإعلام، أدرك قادر الإعلام نقدر، في الإعلام بأن ندرك نكون فهمت. أنا في المنصب هذا، وندرك باللي أن الأستاذ خبابة قادر باللي يعاونني وترفض. أنا ما نظنش إذا كان نارك للأسف الشديد الأخ عبد الحق، أخ عبد الرحمن متفق معك. خلاص ترك، الناس اللي عندهم توجه إسلامي لازمهم يبعدوا من الصف الأول.